ظهر عندكم الشير كده، ظهر عندكم الباوربوينت يا شباب. تمام، طيب احنا ان شاء الله الكورس هنشتغله مع بعض الترم ده، هو كورس السوفت وير انجينيرنج. تمام، الكورس المفروض التكست بوك بتاعنا، الكتاب بتاعنا هيبقى سامر فيل، ده من اشهر الكتب في السوفت وير انجينيرنج. سامر فيل يعني لو دخلت اي جامعه وده بصيت بتدي سوفت وير انجينيرنج هتلاقي الكتاب ده لازم يبقى احد الريفرنسز بتاعتها. في كتاب تاني هشتغل فيه منه على اخر الترم كده، اسمه لواحد اسمه كريسمان، ده برضه هتلاقوا منه ايه اونلاين، هتلاقوه اونلاين يعني، بس ده في اخر الترم يعني، هتلاقوا في اخر السلايد لما بقى عامله ريفرنس ليه يبقى انا اشتغلت ايه، اشتغلت منه. ايه بقى الحاجات اللي هنغطيها خلال الكورس ده؟ احنا هناخد انترودكشن عن السوفت وير انجينيرنج الاول، بعدين هنتكلم عن السوفت وير بروسيس، السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل، هنتكلم عن انواع ليها كتير زي الووتر فول، زي الاجايل والكلام ده كله. هناخد نبذه عن ريكويرمنتس انجينيرنج، هناخد نبذه عن هنتكلم عن السيستم موديلنج والديزاين بالتفصيل، هنتكلم عن السوفت وير تيستنج، هنتكلم عن الاستراتيجيز بتاعه التيستنج، هنتكلم عن التكنيكس بتاعه التيستنج، وبعدين اخر حاجه بنخلص بيها اللي هي التكنيكال ماتريكس للايه، للسوفت وير. طبعا في حاجات من دي ممكن تاخد محاضرتين، ممكن تاخد ثلاثة، ممكن تاخد محاضرة، فده هيعتمد حسب ايه، حسب الكونتنت يعني، يعني دي التوبكس يعني مش الاسابيع، فدي التوبكس، لكن هتتغطى بقى على كام اسبوع المفروض على مدار الايه، على مدار الترم بتاع. فمحاضرة النهاردة احنا بنتكلم introduction عن السوفت وير انجينيرنج، يعني ايه سوفت وير انجينيرنج. فانا عايز ابدا بهو يعني ايه سوفت وير، هو ايه سوفت وير. السوفت وير هو المفروض انت عموما فاكره البروجرام اللي انت بكتبه، هتقول البروجرام اللي انا بكتبه. احنا في الكورس بتاعنا مش بنتكلم عن البروجرامز اللي انت بتكتبها كاساينمنت، كتاسك، كحاجه بسيطه كده بتعملها وخلاص، لا احنا بنتكلم بروفيشنال شويه، وبنتكلم على البروفيشنالي ديفلوب سوفت وير سيستمز، هي مش مجرد سنجل بروجرام بعمل له بكتبه وبسلمه وخلاص، لا احنا بنتكلم على سكوب بروفيشنال شويه، بقول دي لا سوفت وير سيستمز معموله لغرض ما، بفلوس، ببادجت عشان الناس تستخدمها او شركه معينه طلبها، وات ايفر يعني خلاص. فدي بتبقى مكونه، لا دي مكونه من عدد من البروجرامز او الموديولز او السب سيستمز مع بعض لحد ما اطلع بالايه، بالسوفت وير بتاعي او البروجكت بتاعي على ايه، على بعض. تمام، احنا برضو في الكورس بتاعنا ما بنقولش سوفت وير ويبقى المقصود بيها البروجرام بس، لا هو اي حاجه اسوشيتد معاه يعني. انت السوفت وير لما بتيجي بتسلمه او البروجكت بتاعك لما بتيجي بتسلمه هو مش مجرد بروجرامز بس، لا بيبقى معاه دوكيومنتيشن، بيبقى معاه كونفيجريشن داتا. ليه؟ لان احنا السوفت وير زي ما هتشوفوا في المحاضرات دي او المحاضرات الجايه لما نيجي نبنيه او لما نيجي نعمله هنمر ببروسيس معين. تمام، فالبروسيس اللي انا همشي فيها دي هتتطلب ان انا اطلع بدوكيمنتس معينه، فالدوكيمنتس دي اتاشت بالسوفت وير او اسوشيتد بالسوفت وير بتاعي. لما اجي بسلم السوفت وير بتاعي بسلمه هو والدوكيمنتس دي والكونفيجريشن داتا. يعني ايه كونفيجريشن داتا؟ لو في فايلز مثلا محتاجه للانستليشن، محتاج يحصل لها سيت اب بشكل معين، فدي الكونفيجريشن داتا. فالسوفت وير بتاعنا مش مجرد البروجرام، مش مقصدين بيه البروجرام اتسلف بس، لا احنا قاصدين بيه اي حاجه اسوشيتد كمان مع البروجرام ده من دوكيومنتيشن او كونفيجريشن ايه، كونفيجريشن داتا. تمام، طيب فالسوفت وير انجينيرنج اللي هو الكورس بتاعنا بيتكلم ان انا ازاي اسبورت البروفيشنال سوفت وير ديفلوبمنت مش الانديفيدوال بروجرامينج. الانديفيدوال بروجرامينج ده اللي هو انا قاعد بعمل بروجرام ما بيني وما بين نفسي كده وانا اللي بستخدمه وخلاص، مش هو ده. لا، البروفيشنال سوفت وير هو ان انا يستخدم باي سام ون ابارت فروم اتس ديفلوبمنت، يبقى انا مش انا بعمله لنفسي او انا بستخدمه لنفسي، لا انا بعمل سوفت وير، انا كديفلوبر بعمل السوفت وير ده عشان حد تاني هو اللي ايه، هو اللي يستخدمه. فالتيم بتاع الديفلوبمنت غير التيم بتاع اللي ايه، بتاع اللي هيستخدمه. وحاجه تانية، السوفت وير برضو اللي احنا هنتكلم عنه في الكورس ده المقصود بيه هو سوفت وير هيبقى محتاج يحصل له مينتننس وممكن يبقى يتطلب تشينج ثرو اوت اللايف بتاعته.
يعني مش مجرد بطلعه وخلاص بكتبه وخلاص واسلمه للكاستمر وارميه، لا لو طلب اي تغييرات بعد كده، حصل ان انا محتاجه اعمل مينتنس بعد كده، فبرضه ده تحت مسؤوليتي او انا مسؤوله منه. تمام، فده الفرق ما بين البروفيشنال سوفت وير ديفلوبمنت والانديفيدوال بروجرامينج. الانديفيدوال ايه؟ بروجرامينج، ان اللي بيعمل السوفت وير غير اللي بيستخدمه. تمام، طيب البرودكتس عندنا او السوفت وير برودكتس عندنا نوعين، هتبقى يا اما جينيريك سوفت وير برودكتس يا اما كاستمايزد برودكتس. حد عارف ايه الفرق ما بين الاثنين من اسمها كده؟ سوفت وير لكله لأي حد، وسوفت وير بيبقى معمول لحد مخصوص. برافو عليك، هي من اسمها فعلا الجينيريك برودكتس، المقصود بيها ان دي سوفت وير او ستاند الون سيستمز معموله اني كاستمر يقدر ان هو يشتريها ويستخدم، موجوده في الماركت، اي حد عايزها يستخدم يشتريها ويستخدم. اوراكل تول اشتريها واستخدمها، اوفيس اشتريها واستخدم، اي حاجه من الحاجات دي. فدي بنسميها ستاند الون ايه سيستم، او سوري بنسميها جينيريك برودكتس، هي تعريفها يعني ان هي ستاند الون سيستمز اي حد يقدر يستخدمها ويشتريها. فممكن تبقى جنرال كده فور جنرال يوز، وممكن ساعات بنسميها او بيبقى في سب تايب منها اسمه فيرتيكال ابلكيشن، ده بيبقى معمول فور سبيسيفيك بيربز. يعني مثلا تلاقي ايه برنامج للحسابات مثلا، حسابات الشركات، برنامج للعيادات، مش تعدوا تسمعوا الكلام ده يقول لك برنامج للعيادات للبيع مثلا او معروض بسعر كذا، او يعني بتلاقوا كده. ده برضو هو يعتبر جينيريك برودكت بس ده فيرتيكال ابلكيشن. ليه هو جينيريك؟ اي حد يشتريه بس فور سيرتن او سبيسيفيك ايه بيربز، مش للجنرال كده اي حد هيعدي هيشتريه، لا ده معمول فور سبيسيفيك ايه، فور سبيسيفيك بيربز، بس برضو ستيل بيندرج تحت الايه الجينيريك. الكاستمايز زي ما زميلكم قال، انا عامله مخصوص لحد سبيشيالي كده، الكاستمر جه قال لي انا عايز 1 2 3 للشركه بتاعتي، خلاص ده بتاعه وبعمله على مقاسه وبعمله على متطلباته وبعمله زي ما هو عايزه بالظبط. تمام، فسيستم بقى البيزنس معين، سيستم للالكترونيك ديفايس معينه لشركه معينه، فده بنسميه عندنا كاستمايزد ايه، كاستمايزد برودكت. يبقى احنا السوفت وير برودكتس اللي عندنا يا اما جينيريك يا اما كاستمايزد ايه برودكتس. تمام، طيب هل احنا المفروض بنتكلم برضو، احنا قلنا الكورس بتاعنا اسمه سوفت وير انجينير، ما عرفناش لسه ايه السوفت وير انجينير، بس احنا لغايه دلوقتي خدنا كلمه سوفت وير وبنتعرف عليها، عرفنا يعني ايه سوفت وير، عرفنا ايه انواعه، عرفنا ايه اللي مقصود بيه او الفرق ما بينه وما بين اي انديفيدوال بروجرام بنعمله كده ما بيننا وما بين بعض. بنتكلم عن ايه كمان؟ عن الاتريبيوتس بتاعه الجود سوفت وير، هنتكلم كل ده بنتكلم في السوفت وير، لسه ما اتكلمناش عن السوفت وير انجينير. خلاص، طيب ايه بقى الاتريبيوتس اللي بتوصف له؟ هو انا بعمل اي سوفت وير وخلاص يعني انا عايز اريح دماغي واللي هو عايزه بعمله له وارميه وخلاص؟ لا، انت المفروض نيتك او انت انتند كده تعمل جود سوفت وير يحقق الريكوايرد فانكشناليتي اللي مطلوبه منه، اللي طلبها منك الكاستمر. تمام، طب يعمل الفانكشناليتي وخلاص، مش مهم اي بيرفورمانس، مش مهم اي سكيورتي، مش مهم اي ريلايبيليتي، لا 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 خالص. ازاي؟ لازم يبقى فيه كواليتي اتريبيوتس محافظ عليه، يبقى مش مجرد ان انا بعمل سوفت وير وشغال وخلاص يا جماعه، لا انا بعمل سوفت وير وذ هاي كواليتي، لازم البرفورمانس بتاعه يبقى كويس، لازم يبقى مينتينبل، لازم يبقى ديبندبل، لازم يبقى يوزبل. تمام، دي بنسميها ايه؟ بنسميها السوفت وير كواليتي، بنسميها السوفت وير كواليتي. يبقى الكواليتي، السوفت وير كواليتي هي اي حاجه كونسيرن هو السوفت وير لما يشتغل بيشتغل ازاي، البيهافير بتاعه عامل ازاي. تمام، الفانكشناليتي هو بيعمل ايه، خلاص دي فانكشناليتي، لكن الكواليتي لا، البيهافير بتاعه، البيهافير بتاعه هو شغال شغال ازاي. تمام، طبعا مش كل السوفت وير بتبقى بفوكس على كل الكواليتي اتريبيوتس، انت لو بصيت على الكواليتي اتريبيوتس هتلاقيهم اعداد، يعني ممكن اعد لك دلوقتي وانا قاعده ما لا يقل عن 20 كواليتي اتريبيوت، وانا قاعده دلوقتي اقول لك 20 كواليتي اتريبيوت، هل لازم كل السوفت وير وانا بعمله ابص على 20؟ هي في الحقيقه ما بيبقاش كده، بيبقى في شويه اتريبيوت ببقى بفوكس عليها اكتر من اتريبيوت ثانيه، ببقى اكسبكتد يعني اكسبكتد ان انا اشوفها من السوفت وير ده اوفر اتريبيوت ثانيه. زي مثلا لو انا بعمل سيستم لبنك هتلاقيني مركزه قوي في انه يبقى سكيورت، طبعا الحاجات التانية تبقى متحققة، بس مثلا لو بطيء سنة مش هتفرق معايا على قد ما هو يبقى سكيور. يعني مثلا لو هيبقى عشان اعمل سكيورتي جامدة هيبقى على حساب الريسبونس تايم، هقول لها معلش السكيورتي مثلا،
تمام. لو شغال على انتراكتيف جيم هبقى بص على ريسبونسيف، ان انا عايزه ابقى سريعه، مش هدوس على زرار عشان ينط في اللعبه الاقيه قاعد ساعتين بينط، فلا مركزه في الريسبونس تايم مثلا ماشي، بس ده هيبقى على حساب السايز، ما عنديش مشكله. فيبقى فعلا في اتريبيوتس بتديبند على الابلكيشن، مثلا زي ما بيقول لك هنا شغال تليفون سويتشنج سيستم، فيبقى ريلايبل ما يقعش، ما يبقاش حد عايز يعمل مكالمه حاليا ويلاقي السيستم واقع. تمام يا شباب. فالكواليتي اتريبيوتس هو كل ما يخص البيهيفير، السوفت وير مش شغال وخلاص، لا لازم يبقى شغال بكواليتي عاليه، فيهمني البيهيفير بتاعه. تمام. فالاتريبيوتس دي ممكن تديبند على الابلكيشن وحسب النوع بتاع الايه بتاع الابلكيشن نفسها. خلاص جنرالي كده في اربع حاجات مهمين: برودكت كاركترستيك، مينتينابيلتي، السوفت وير اللي انا بعمله ده توقع ان هو لازم هيطلب منك تغيير عليه بعد كده مثلا. تمام. فما جيش بقى عشان اجي اغير في السوفت وير ولا اعدل في السوفت وير ولا احسن في السوفت وير بتاعي ابقى بهد الدنيا، لا لازم يبقى قابل للتغيير، لازم يبقى مينتينبل، قادر ان انا اعدل فيه لو حصل اي تشينج للكاستمر ريكويرمنت. تمام. لازم يبقى ديبندبل، ما اعملش سوفت وير بيقع، ما اعملش سوفت وير مش سكيورد، ما اعملش سوفت وير مش سيف، لازم يبقى سكيورد، ما اعملش سوفت وير لما حد يشغله يحصل له هاكينج الداتا بتاعته كلها تبقى متاخده من يوزرز تانيين، اعمل دامج للسيستم نفسه، لا ما ينفعش. تمام. افيشنت، لازم ابقى مستخدمه الريسورسز بتاعتي كويس قوي، لازم يبقى افيشنت، لازم بيستخدم الميموري كويس، لازم البروسيسنج تايم بتاعه كويس، لازم يبقى ريسبونسيف، ريسبونسيفنس بتاعته عاليه. تمام. اكسبتبل، اكسبتبل بمعنى ان اليوزر قادر انه يشتغل عليه، قادر انه يفهمه، قادر ان هو يستخدمه، يوزابل، قادر ان هو يتعامل معاه. فالكواليتي اتريبيوتس زي ما قلت لك كتيره جدا، لكن انا اقدر اجمعهم لك تحت الاربعه كاتيجوريز دول: ان هو يبقى مينتينبل، يبقى ديبندبل اند سكيورد، ان هو يبقى افيشنت، ان هو يبقى اكسبتبل. حتى الان في اي مشكله في اللي بيتقال او حد عنده اي سؤال؟ تمام يا دكتور. تمام. طيب احنا كل اللي فات ده كنا بنتكلم عن السوفت وير، عرفنا يعني ايه سوفت وير، عرفنا ايه المقصود بالسوفت وير. طيب نكمل السوفت وير بقى زي ما اتفقنا. انجينيرنج في ككلمة على بعض المقصود بيها ان احنا نمشي بقى ايه هي البروسيس او الميثودولوجي اللي امشي عليها عشان اعرف اطلع سوفت وير بريكوايرد كواليتي بس ويدن سكادجول وبادجت. تمام. ده اللي مطلوب مني. تمام. يبقى السوفت وير انجينيرنج امبورتنت لسببين: ان انت من خلاله هتبقى قادر انك تبروديوس ريلايبل سيستمز ايكونوميكالي، مش هتبقى بمبالغ يعني او تصرف بلا هدف، يعني عمال تصرف والدنيا عماله تطول معاك اند كويكلي اللي هو الوقت المناسب، لا انت بقى عمال تزود في المده ولا بتصرف بلا داعي ولا الكلام ده كله. تمام. واثبتت الدراسات طبعا ان لو واحد شغال بسوفت وير انجينيرنج ميثودولوجي واضحه الموضوع تشيبر عن ان هو يمشي كانه بيعمل بروجرام كده ولا مشروع في الكليه ولا حاجه. الدنيا ما بتمشيش كده، يعني لما نيجي نتخرج ونيجي نشتغل في سوفت وير بقى كامبنيز كبيره او كده ويديني بروجكت ولا حاجه، مش بتتم خالص زي ما ببقى قاعد انا هنا انا وثلاثه اصحابي بنعمل مشروع لماده ولا حاجه. الموضوع مش كده خالص، الموضوع لا ببروسس، وسوفت وير انجينيرنج بروسس، وهتسمعوا مصطلحات من اللي بتتقال في الكورس ده وطريقه شغل هتتقال في الكورس ده، فهيبقى مهم قوي انك انت تبقى ملم بالمعلومات دي. انك انت انا سمعت الميثودولوجي دي، ده انا عارف انتوا شغالين بانهي طريقه، انا فاهم انتوا شغالين كده ليه. تمام. فلازم تبقى ايه
فاهم البروسيس اللي ممكن امشي عليها عشان اطلع سوفت وير في الاخر، لان هي زي ما هتشوفوا ان انا هيبقى عندي اكتر من ميثودولوجي ممكن ان انا امشي عليها، ونختار منهم واحده هي اللي ايه، هي اللي تناسب المشروع بتاعي. تمام. طيب ايه هم بقى يعني الفاندمنتالز او الفاندمنتال سوفت وير انجينيرنج اكتيفيتيز؟ خلي بالك ان احنا زي ما انا كنت لسه قايله لك ان انت هيبقى عندك اكتيفيتيز كتير او تكنيكس كتير ممكن تعمل بيها البروجكت بتاعك او السوفت وير بتاعك. تمام. فالبروجكت بتاعك ممكن تمشي باكتر من استراتيجي، يعني انا هشرح لك في الترم ده اكتر من استراتيجي تقدر تديفلوب بيها السوفت وير برودكت بتاعك. تمام. طب ليه اكتر من استراتيجي؟ ليه مش استراتيجي واحده؟ لا هي مش هينفع، لان احنا عندنا ديفرنت تايبس من السيستمز، وهوريك ازاي ان احنا عندنا انواع مختلفه من السيستمز، فبالتالي كل نوع هيبقى محتاج ديفرنت ديفلوبمنت بروسيس عن الثاني. فهتقول اه فعلا ده السيستم النوع ده محتاج بروسيس معينه، النوع ده محتاج بروسيس معينه. طيب باختلاف الديفلوبمنت بروسيس في اربعه ميجر او فاندمنتال اكتيفيتيز هيبقوا كومن لاي سوفت وير ايه بروسيس. ايه هم؟ اول حاجه السوفت وير سبيسيفيكيشن، سوفت ثاني حاجه السوفت وير ديفلوبمنت، الثالثه الفاليديشن، الرابعه الايفولوشن. دول الاربع اكتيفيتيز اللي لازم يبقوا موجودين معايا وانا بعمل اي سوفت وير بروسس ديفلوبمنت بروسس، لازم ابقى ماشيه على الاربعه دول او لازم يبقوا معايا الاربعه دول. طيب ايه المقصود بكل واحده فيهم؟ باختصار السوفت وير سبيسيفيكيشن مقصود بيها ايه الجمله دي؟ ان انا لازم ابقى عارف من البدايه هو الكاستمر عايز ايه؟ عايز ايه؟ المفروض الكاستمر عايز ايه؟ السيستم المفروض يطلع ايه؟ يعمل ايه؟ تمام؟ مش بس كده، ولو في اي كونسترينز على السيستم ده، يعني ايه كونسترينز؟ يعني كونسترينز تولز مثلا معينه لازم استخدمها، وقت معين، اي حاجه، اي كونديشنز يعني لازم ابقى واخدها في اعتباري وانا ببلد السوفت وير. يبقى السوفت وير سبيسيفيكيشن دي هتبقى كومن على كل الاستراتيجيز اللي هناخدها او الديفلوبمنت بروسيس اللي هناخدها، ان انا لازم احدد هو السيستم عايز ايه؟ هيعمل ايه؟ تمام؟ تاني اكتيفيتي اللي هي السوفت وير ديفلوبمنت. طيب انا لما اعرف السيستم خلاص المفروض يطلع ايه او شود دو ايه؟ تمام؟ يبقى انا محتاج دلوقتي اعمل الديزاين والامبلمنتيشن، دي السوفت وير ديفلوبمنت، بديل تاني اكتيفيتي هتبقى كومن ما بين كل السوفت وير بروسيس. تمام؟ طيب تالت اكتيفيتي اللي هي السوفت وير فاليديشن. السوفت وير فاليديشن اللي هو طيب احنا عملنا السوفت وير، عرفنا السوفت وير المفروض يعمل ايه وعملنا له ديفلوبمنت، لازم اعمل له تشيك، لازم اعمل له تيست اللي هي الفاليديشن، لازم اتاكد ان فعلا هو ده اللي الكاستمر ايه عايزه قبل ما اطلعه للماركت او قبل ما اسلمه للكاستمر. تمام. رابع واحده الايفوليوشن. يعني ايه الايفوليوشن؟ الايفوليوشن يعني اي تشينج يحصل بعد كده على السوفت وير ده، الكاستمر يعمل تشينج للريكويرمنتس، نيدز جديده طلعت، ماركت ريكويرمنتس جديده ظهرت، فلازم ابقى برضو عامل ايه؟ عامل حسابي عليه. فبالتالي هم دول الاربع اكتيفيتيز اللي هيبقى كومن وهنشرحهم طبعا بالتفصيل، بس هيبقوا كومن ما بين اي ديفلوبمنت بروسيس هن ايه؟ هنشرح. هم دول الفور مين اكتيفيتيز. تمام؟ طيب ايه الفرق ما بين سوفت وير انجينيرنج وسيستم انجينيرنج؟ السوفت وير انجينيرنج انا بتكلم على مستوى سوفت وير، سوفت برودكت محدد. سيستم انجينيرنج لا، انا بتكلم على بقى سيستم كامل، يعني انا لو بتكلم على منظومه كامله مكونه من ديفرنت سيستمز وديفرنت هاردوير بكونكت عليهم وفي بوليسي معينه بتحكمهم، فانا كده بتكلم على مستوى سيستم، فده بنسميه ايه؟ كمبيوتر بيست سيستم ديفلوبمنت، ده اسمه سيستم انجينيرنج. يعني باجي على مصلحه معينه حكوميه معينه واقول احنا هنعمل لكم كلكم اوتوميشن، فعايزين نعمل سيستم انجينيرنج، فانا بقى مدخل الهاردوير مع السوفت وير، مع سوفت وير للديبارتمنت بتاعت مثلا الاكونتنج، سوفت وير للليجل ديبارتمنت، سوفت وير للمش عارف، فده كده سيستم انجينيرنج. لكن احنا بنتكلم في سكوب اصغر شويه اللي هو السوفت وير انجينيرنج. تمام. سوفت وير انجينيرنج ده بتكلم على السوفت وير اللي ممكن يبقى جزء من الايه، من سيستم، ممكن يبقى جزء من ايه، من السيستم. طيب ايه الكي تشالنجز بقى اللي بتفيس السوفت وير انجينيرنج عموما؟ فكره الديفلوبمنت بروسيس دي ايه الكي تشالنجز اللي بتقابلنا؟ اول حاجه الهيتروجينيتي، اول حاجه ان انا ببلد سوفت وير لازم يبقى قادر انه يكوب
مع اي هيتروجينس بلاتفورم او اكزكيوشن انفايرمنت. يعني خلي بالك احنا دلوقتي مثلا ايه، ما بقى شغال على بلاتفورم معين، اجي ما فيش كمان سنه الاقي بيقولوا احنا طلعنا بلاتفورم جديد ويلا غيرنا الشركه كلها، كل الكمبيوترز البلاتفورم ده. فدي مشاكل بتقابلنا. تمام. بزنس اند سوشيال تشينج، يعني انت ممكن تكون بتديفلوب تكنيكس تعمل فاستر ديليفري للسوفت وير بتاعك، فانت ممكن يحصل البيزنس يتغير، سوشيال يتغير، ممكن يعمل ليتنج للموضوع ده. فده برضو من الكي ايشوز او من الحاجات اللي ممكن تاثر في السوفت وير. تمام. سكيورتي اند تراست، ان انا لازم اميك شور ان اليوزر او السيستم بتاعي سكيورد، مش انا ابيع حاجه للناس بعد كده الاقيهم بقوا حصل لهم اتاك او حصل هاكينج ليهم فبقت مشكله. تمام. فانا لازم اما ابني سيستم ابقى واخد في حسابي، عامل حساب الهيتروجينيتي ان انا ممكن احتاج ان هو يتحط على ديفرنت بلاتفورمز او انفايرمنتس بعد كده. لازم ابقى عامل حساب ان هو يقدر يتغير بسرعه لو ان حصل بزنس تشينج او سوشيال تشينج اي حاجه. ممكن احنا كنا بنشتغل سيستمز عاديه، طلعت الموبايلات بعد كده بقى ينفع نزل عليها السيستمز دي، طب ما ده تشينج ما كانش معمول حسابه، وايه والهيتروجينيوس بلاتفورم. فلازم ابقى عامل حساب ان انا ازاي هقدر اديفلوب السوفت وير بتاعي بحيث بسرعه اقدر اواجه التغيير ده. تمام. فكل دي حاجات او ايشوز بتافكت الايه السوفت وير انجينيرنج كورس بتاعنا، كان الهيتروجينيتي او البيزنس اند سوشيال تشينج او السكيورتي اند ايه ويل تراست. ايه بقى الكوست بتاعت السوفت وير انجينيرنج؟ يعني الكوست اللي بتدفعها، طب احنا قلنا السوفت وير انجينيرنج انك انت بتطلع برودكت وذ هاي كواليتي وذن بادجت وسكادجول محددين. تمام. فالبادجت اللي بتحدد ده 60% منه مثلا بيبقى رايح على الديفلوبمنت كوست، و40% مثلا بيبقى رايح على التستنج. تمام. وطبعا ده بيختلف من ابلكيشن لابلكيشن، يعني لان الموضوع سوري لان الموضوع بيبقى حسب طبيعه السوفت وير برضو. يعني ما اقدرش اقول 60 و40 دي قيمه ثابته، لان انا بقول لك مثال يعني ان 60% من الكوست يبقى رايح للديفلوبمنت، 40% من الكوست رايح للتستنج. افرض انا بعمل سيستم مثلا لحاجه لمفاعل نووي ولا بتاع، بشتغل تبع هيئه طاقه نوويه ولا حاجه، فلا انا ممكن اصرف على التستنج اضعاف اللي صرفته على الديفلوبمنت عادي، فالنسبه دي مش ثابته يا جماعه. تمام. وطبعا بنقول ان احنا الكوست بتاعت الايفوليوشن اللي هو ان انا اغير في السوفت وير بتاعي او ان انا اعدل عليه او ان انا ازود ريكويرمنتس عليه ممكن تكسيد الديفلوبمنت كوست العاديه اللي احنا ايه اللي احنا عارفين. فموضوع ان انا هو الكوست بتاعت سوفت وير انجينيرنج ايه، لا هي موضوع نسبي، في الغالب هتبقى 60% ديفلوبمنت 40% تيستنج، لكن ده مش نسبه ثابته يعني. تمام. طيب ايه هو بقى البيست سوفت وير انجينير تكنيك؟ يعني واحد يقول لي طب هات لنا من الاخر كده، قول لنا يعني احسن تكنيك نمشي عليه وهو ده اللي انا هطبقه في حياتي بعد كده. هو ما فيش حاجه اسمها كده للاسف، لان كل سوفت وير وليه طبيعته، كل بروجكت وليه طبيعته، وكل بروجكت فيه اولويات ليه، اولويات لاتريبيوتس معينه او كواليتي اتريبيوتس معينه. فما اقدرش اقول لك ان الطريقه دي كويسه على طول الخط او الطريقه دي احسن واحده فيهم كلهم، لا الموضوع ديبندنت شويه. الموضوع ايه؟ هيبقى ديبندنت على طبيعه السوفت وير. عشان كده بنقول ان مفيش يونيفرسال سوفت وير انجينيرنج ميثود او تكنيك تنفع لكل السيستمز اللي في الدنيا او لكل الشركات. يقول لك انا شغال بالطريقه دي بس، مفيش حاجه اسمها كده. هي بتعتمد على نوع الايه؟ نوع الابلكيشن. طب انت عماله تقول لنا نوع الابلكيشن، نوع الابلكيشن، هي الابلكيشن انواع؟ انواع الابلكيشنز انواع، زي مثال ما ستاند الون ابلكيشنز. يعني ايه ستاند الون ابلكيشن؟ دي ابلكيشن بترن على اللوكال كمبيوتر، زي ما انت كده بتنزل الوورد او الاكسل او مثلا البينت ولا بتاع، هو بيرن على الكمبيوتر. حاجات الشاتنج مثلا، ان هو بيكون في نفس الوقت وكده وبيرد على بعض، حاجات الشات وكده. تمام. ده نوع من انواع الابلكيشنز اللي هو انا بعمل تشات ما بين تو بارتيز مثلا او كده، ومحتاج ان انا كونكت على نت. ده بالظبط ده نوع من انواع الابلكيشن. ها ايه كمان؟ ااا
ممكن سيستم سوفت وير. بيعمل ايوه سوفت وير تمام، بيعمل ايه؟ ها سيستم سوفت وير. سيس ايه؟ سيستم سيس مو سيستم ممكن يكون قصده زي مثلا هوسبيتال او حاجه كده، هو مش محتاج نتورك، هو بس معمول للهوسبيتال عشان تتعامل مع مع الكلاينتس اللي بيجوا لهم. هو بيقول هوسبيتال سوفت وير، انا مش سامعه هو بيقول لا ايه. هو بيقول السيستم عامه، فانا بدي اكزامبل اللي هو مثلا للهوسبيتال او قصدك ان هو معمول لبزنس معين يعني بيخدم شركه معينه او بزنس معين، تمام. ايه تاني؟ تمام. ممكن الفيديو جيم. فيديو جيمز، برافو عليك، ده نوع من انواع السوفت وير مختلف تماما عن اللي فات. ايه كمان؟ ممكن اونلاين جيمنج سوفت وير عشان بيحتاج سيرفرز وحاجات. تمام، اونلاين جيمنج او جيمنج سوفت وير، تمام، عشان بحتاج سيرفر ما دام اونلاين والناس كلها بتشير مع بعض. ها ايه كمان؟ ممكن مثلا سوفت وير حاجة زي اوبريتنج سيستم او Operating Systems، برافو عليك، تمام، ده نوع من أنواع السوفت ويرز بحتاج أعمل لها Development. ممكن سوفت وير مكتوب مثلا بروجرامينج لانجويج، حاجة أنا كاتبها بإيدي. سوفت وير بيعمل إيه معلش؟ تول يعني زي سي شارب أو كده يعني، ببني تول تقصد؟ ان انا بعمل تول مثلا، ممكن ما انا ممكن اكون بعمل سوفت وير برودكت معين، غرض معين، بيعمل غرض معين. في حد عنده اي افكار تانية؟ تمام، هو كل اللي قلتوه ده طبعا كويس، وهزود عليه بقى اللي موجود في السلايد بالاضافه للي انتوا قلتوه. اتفقنا الستاند الون هي الموجوده في ال ستاند الون زي ما قلت، اللي هو السوفت وير بيبقى على الابلكيشن، او زي ما قلنا يعني ان هو بيرن على لوكال كمبيوتر، ده مش محتاج نتورك. النوع الثاني انتر اكتف ترانزاكشن بيزد ابلكيشنز، ده بقى اي ويب ابلكيشن بتبقى داخله على النت مثلا زي بوكينج دوت كوم، حاجه محتاجه بعمل بيها ترانزاكشنز يعني سوق امازون، كل ده بيندرج تحت التايب ده. تمام. في ايه كمان؟ في الامبيدد كنترول سيستمز برضو ما حدش فيكم قالها، قلتوا الجيمنج ده كويس وقلتوا الويب ده تمام. في برضو الامبيدد كنترول سيستمز، ده ان انا بمانج هاردوير ديفايسز او حاجه زي السوفت وير اللي بيبقى على الموبايل فون، او لو سوفت وير بحرقه مثلا او بعمل له بيرن يعني على انتي لوك بريكنج في الكار، الكلام ده كله، او سوفت وير لمايكروويف او اي حاجه من الحاجات ده، ده برضو يعتبر امبيدد كنترول سيستم، ده نوع من انواع السيستمز برضو موجوده عندي. في ايه كمان؟ في باتش بروسيسنج سيستم، ثواني هقول لكم عليه بس لحظه.
ايوه يا شباب، نكمل بقى بقيه التايبس بتاعت السوفت وير. في الباتش بروسيسنج سيستمز، حد عارف يعني ايه باتش بروسيسنج سيستمز؟ حد سمع الكلمه دي قبل كده او عدى عليه المسمى ده قبل كده؟ هو تقريبا يا دكتور الباتش ده اللي هو مثلا لو لعبة ولا حاجة بيبقى ليها ابديت مثلا ولا حاجة، فهو بينزل كباتش يعني. انت هو بيسميه كباتش عشان هو بينزل لك بريودكالي كده، حاجه بتنزل على بعض، فاهمني ازاي؟ هي في السيستمز المقصود بيها اللي هتبقى السيستمز اللي هي ديزايند ان هي تشتغل على لارج بات، يعني بتشتغل على الداتا بس كلارج باتشز، يعني مش مع كل تغيير بتشتغل، فاهمني ازاي؟ يعني هقربها لك زي مثلا فواتير التليفونات كده، تمام؟ فده مثلا فاتوره التليفون مفترض يعني ان هي بتطلع كل 3 شهور، فالسيستم بيبقى مش ما بيعملش حاجه دلوقتي، يعني ما بيطلعش الاوتبوت بتاعه غير بعد ال3 شهور، يبدا يشتغل على الباتش اوف داتا ده، بيشتغل عليهم كلهم بقى اللي هم الشهرين 3 شهور اللي فاتوا، ويبدا يطلع بقى ويحسب الحسابات بتاعه، فاهمين ازاي؟ ده كده. او مثلا زي سالري بيمنت سيستم زي ما موجود قدامنا نفس الكلام، تلاقي ان هو كل شهر قبل يوم 25 مثلا ميعاد خروج السالري يروح شغال وهكذا. تمام يا شباب، ثواني بس معايا تليفون. اعتذر يا شباب. نيجي بعد كده في الباتشنج. فالباتشنج المقصود بيه كده ان انا بشتغل على لارج نمبر اوف انبوت مره واحده عشان اطلع الاوتبوت بتاعي، تمام؟ فوصلت كده واضحه ولا فيها مشكله؟ لا تمام كده. تمام. في بقى الانترتينمنت سيستمز اللي هي لو انا بعمل جيمز، بعمل زي ما انتوا قلتوا اونلاين جيمز، بعمل اي حاجه من الحاجات دي بندخلها تحت الكاتيجوري بتاع الانترتينمنت سيستمز. في بعد كده سيستم بيبقى بيعملوها الناس بتوع ساينتفك، عارفين قسم ساينتفك عندنا ساينتفك كومبيوتنج او كده، بيعملوا بروجرامز مخصوص للموديلنج والسيميوليشن، يعني عايز يموديل حاجه او موديل فيزيكال بروسيس معينه، فبدل ما يجربها على الحقيقه بيجربها على الكمبيوتر الاول، فده سيميوليشن عشان يحطها في سيتويشنز مختلفه، يحطها اندر كونديشنز مختلفه ويشوف نتيجتها ايه. فدي بيبقى فيها كومبيتيشنال عالي قوي وبتبقى محتاجه هاي بيرفورمانس بارل سيستمز، فبنسميها موديلنج اند سيميوليشن سيستمز. في داتا كولكشن سيستم، دي شويه سيستمز بيزد على سنسورز موجوده ان هي بتكولكت داتا مش اكتر، زي مثلا ويند فارم مثلا، فمحطوط فيها الويند ميلز مثلا موجوده وعليها سنسورز بتحسب لك سرعه الرياح ايه، درجه الرطوبه كام، درجه الحراره ايه، درجه مش عارف ايه بس كده، وعماله تخزن في داتا، فدي بنسميها داتا كولكشن سيستم، مجرد ان هي بتستور ايه، بتستور داتا. تمام. في ايه كمان؟ في بس كده بالاضافه للي انتوا قلتوه، فدي يعني انواع على سبيل المثال طبعا لا الحصر. فبيقول لك ان كل واحد من السيستمز دي هيبقى محتاج سوفت وير انجينيرنج تكنيك عشان اعمل له ديفلوبمنت. فما تقنعنيش مثلا ان انا عشان على سبيل المثال، يعني هو بيقول لك هنا عشان العربيات السيفتي ولا حاجه، فهو بيستخدم امبيدد كنترول فبيحرق على روم او حاجه السيستم بتاعه ويعمل لها انستليشن في العربيه، فحاجه زي دي محتاج ان هو يعمل لها فيريفيكيشن وفاليديشن وتستنج عالي قوي، لان هو مش طبيعي ان انا اروح ايه، هو مش باج هتطلع لليوزر زي مثلا ما بتفتح الفيسبوك ولا حاجه وتلاقي ايرور طلع لك، باج طلعت لك، اكسبشن طلع لك، لا الموضوع مش بالبساطه دي. دي عربيه ماشيه وارواح ناس، وعشان تيجي تغير حاجه هتستدعي كل العربيات دي عشان تقدر تفكس البروبلم ده، هي ده مش طبيعي. فعشان كده لا، انت محتاج انك تدفع كتير قوي على الفيريفيكيشن والفاليديشن، تمام؟ غير لو انا بعمل جيم، بديفلوب جيم، فلما بديفلوب جيم لا انا عادي يعني ممكن انزلها ويطلع لليوزر باج وبتاع، مفيش مشكله، ما انا اعدل فيها وانزل فيرجن تاني، تمام؟ مثلا هنا بعمل بروجرام معين، فانا محتاج ان انا اعمل له تيستنج، فعمال كل شويه اعمل بروتوتايبس ليه. بروتوتايبس يعني زي موكينج كده، او زي يعني
حاجة كده تجريبية، يعني شكل تجريبي للسيستم بتاعي. تمام. طب لو حاجة سهلة، انا ممكن اعمل بروتوتايبنج والناس تجرب ومفيش مشكلة. لكن لو حاجة زي امبيدد كنترول سيستم، لا، ما ينفعش ان انا امشي بموضوع البروتوتايب. فالفكرة كلها ان عشان تمشي بقى بسوفت وير انجينيرنج بروسيس معينة، لازم تعرف طبيعة السيستم هو ايه. واحنا خلال الكورس اصلا وانا بشرح لك كل سوفت وير انجينيرنج بروسيس، هقول لك هي دي مميزاتها ايه، هي دي عيوبها ايه، هي دي تنفع مع انهي سيستم وما تنفعش مع انهي سيستم. ولازم تبقى عارف الكلام ده كويس قوي. فيوم ما يجي لك بقى سيستم معين او تتحط في سوفت وير معين بروجكت ومحتاج تعمله ديفلوبمنت، تقيم الوضع، تقيم الادفانتجز والديس ادفانتجز، وبعدين تبدا ايه تقرر هتمشي بانهي ايه بانهي ميثودولوجي. تمام كده. اخر حاجه السوفت وير انجينيرنج اثكس، انتوا خدتوا ماده اثكس ولا لا؟ خدنا دكتوراه. تمام. يبقى هي الكلام اللي خدتوه في ماده الاتكس هو اللي كام سلايد اللي جايين، ان لازم يبقى عندنا السوفت وير انجينيرنج ده، لازم يبقى السوفت وير انجينير سوري لازم يبقى عنده اونستي، لازم يبقى عنده اتكس، لازم يبقى ريسبونسبل كده. الموضوع مش سهل انك انت عشان تعمل شغل الشركه فهم بيدوا لك كل المعلومات اللي عندهم. تمام. بيدوك كل اللي انت عايزه، كل الدوكمنتس اللي انت عايزها. ما ينفعش استغل ده ضد الناس، ما ينفعش استغل ده ضدهم. فالكلام ده اكيد اتشرح لك كويس قوي في الكورس الاتكس. لازم تبقى عارف انت قادر الكومبتنس بتاعك قد ايه، هتقدر تقوم بالقصه دي او تديفلوب السوفت وير ده بالشكل اللي هم عايزينه ولا لا. لازم تبقى ملم بفكره الانتلكتشوال بروبرتي رايتس، ما ينفعش استخدم حاجه معمولها كراك، ما ينفعش استخدم حاجه من غير ما يكون معايا اللايسنس بتاعتها. الكمبيوتر مس يوز، ما بقاش انا استغل التكنيكال سكيلز بتاعتي في ان انا مس يوز البيبلز كمبيوتر. ده هو بيقول لك ابسط حاجه ان انا ما العبش جيمز على الامبلوير. ماشي، تشوف ابسط حاجه اللي هو التريفيال، يعني انك انت تلعب جيم على الكمبيوتر، فما بالك بقى بحاجه اكستريملي سيريس زي انك انت مثلا تزرع له فيروس او تعمل مالوير او حاجه من الحاجات دي. فكل دي داخله في الريسبونسبيلتيز بتاعك. والمفروض ان كنتوا تكونوا خدتوا الاي تريبل اي كود بتاع الاثكس ده، ده تقروه هتعرفوا ده الاثكس او الكود اوف اثكس اللي المفروض يتحلى بيه اي سوفت وير انجينير. تمام. وطبعا الاثيكال دايلمز اللي بيقابلها السوفت وير انجينير بتبقى كتيره. الاثيكال دايلمز يعني ايه؟ يعني سيتويشن بتتحط فيه فبيبقى انت مش عارف تتصرف فيه ازاي. هل اتكلم ما اتكلمش، اقول ما اقولش، اوافق ما اوافقش. يعني مثلا مشكله ظهرت في البروجكت وهو شغال، مشكله ما، بروبلم ما، هل اعلنها للمانجمنت في ساعتها وديسكاس معاهم احلها ازاي، ولا انا كده باوفر رياكت واستنى شويه جايز تتحل، ولا انا لو سكت وجايز تتحل عقبال ما يوصل لهم المعلومه كل الدنيا خربت اكتر. فلا، السوفت وير انجينير ده بيبقى واحد عنده ضغوط كتير حسب السيتويشنز اللي هو بيتحط ايه بيتحط فيها. تمام. برضو حتى انك انت السيستم بتاعك لازم تبقى ما يطلعش غير لما يكون تيستد صح. هل انت طلعت سيستم وهو مش تيستد؟ ماشي، مش فولي تيستد. يعني لو سيستم مش كريتيكال ماشي ممكن نمشيها، لكن انت لو سيستم كريتيكال ومعتمد عليه سيفتي كريتيكال، ارواح ناس او حاجه ليها علاقه مثلا تايم بريشر بتاع حاجه، يعني حاجه دخل فيها سيفتي عامل مهم، فلا لازم تبقى متاكد ان ما حصلش تشغيل ليه غير لما يكون حصل له التستنج الكافي. تمام. طب انا السيستم ما حصلوش تستنج والامبلوير بتاعي عايز يطلعه، طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ اروح ابلغ عنه ولا اروح اتصرف ولا اعمل؟ فكل دي مسائل بيبقى في حيره منها السوفت وير انجينير. برضو الناس اللي هي بتشتغل تبع الميليتري، تبع الجيش، لو حاجه ويبنز، هل انا مثلا موافق ان انا اشتغل تبع الميليتري بس مش تبع الويبنز مثلا، عندي وجهه نظر معينه، ولا لا انا عادي بالنسبه لي شايف ان الويبنز ده امن قومي ممكن اشتغل فيه. فلازم تبقى واخد قرارك. برضو تبع النيوكلير سيستمز، هل انت شايف ان النيوكلير سيستمز دي حاجه كويسه ولا لا، انا شايف ان الدمج اللي بتعمله اكتر من النفع اللي بتعمله، فانا مش حابب ان انا اشتغل في الشغلانه دي او في الجزء ده. فكل واحد فينا بيبقى ليه الايه الفيو بتاعته او الراي بتاعه. ففي ايثيكال دايلمز كتير بيقع فيها السوفت وير انجينير في الشغل بتاعه وهو ايه شغال. فهو لازم كل واحد يقرا الكود اوف ايثكس ده ويبقى فاهم من الاول كده انت ايه حقوقك وايه واجباتك.
ايه حقوقك، انت تقدر ترفض ايه، تقدر ما تقبل ايه، او تقدر تنيجوشيت في ايه، وايه واجباتك قصادها، ايه الاكشن اللي ممكن تعمله، طب الواجبات بتاعتك انك لو في حاجه كونفيدنت، لو في حاجه ما عملش مسيوز، فكل ده لازم تبقوا ايه ملمين بيه. تمام. يبقى احنا في محاضره النهارده اللي اتكلمنا فيه هو السوفت وير، يعني ايه سوفت وير، يعني ايه سوفت وير انجينيرنج، انواع السوفت وير سيستمز او انواع السيستمز، والسوفت وير انجينير ايثيكال ايه دايلماز، ودي ما وقفتش عليها كتير، ان هو اكيد يعني اتكلمتوا عليها باستفاضه في كورس الايه، في كورس الاثكس. ان شاء الله بقى من الاسابيع الجايه هنبتدي بقى ندخل جد في السوفت وير انجينيرنج بروسيس، تبقى ماشيه ازاي، ايه الفيزز بتاعتها، ايه هم اصلا الريكويرمنتس، انجينيرنج، التستنج، الديزاين، الموديلنج. فالكورس فيه شغل كتير جاي بعدين يعني ان شاء الله. تمام. فده كده كان انترودكشن بس عشان ايه اول محاضره. في حد عنده اي سؤال او اي استفسار؟ اتفضل يا مينا، عندك سؤال؟ هو اللي ال ال الماتيريال بتاعت الليكشر نلاقيها فين؟ هي المفروض تنزل على ال LMS زي السنة اللي فاتت، بس أنا هنزلها لك على ال على التيم هنا، يعني هحطها لك في الفايلز، هنزلها لك عليه لحد ما ال LMS يتكريت عليه، زي ما كنا بنعمل الترم الأولاني، يعني ال LMS بيبقى عليك للكورس، وبنزل لك عليه المحاضرات والعملي وكل حاجة. تمام، شكرا يا دكتور. عفوا. ايه، حد عنده اي سؤال تاني يا شباب؟ تمام، اشوفكم على خير بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله. فاتكلمنا الاسبوع اللي فات عن معنى السوفت وير ومعنى ايه المقصود بالسوفت وير انجينيرنج. فالمحاضره بتاعت النهارده هنتكلم عن السوفت وير بروسيس. قلنا ان احنا عايزين نتعرف، هو انا عشان ابلد سوفت وير او امشي في بروجكت معين، ايه البروسيس المفروض امشي فيها او اعمل ايه. تمام. اتفقنا ان احنا عندنا اكتر من طريقه، يعني انت اكتر من طريقه ممكن تشتغل بيها المشروع، ممكن تعمل بيها ديفلوبمنت للسوفت وير بتاعك، جاي لك بروجكت او حاجه، عندك اكتر من طريقه ممكن تشتغل بيها، لكن اتفقنا ان كلهم بيشير ذا سيم فور اكتيفيتيز اللي موجودين قدامكم دول، اللي هم السوفت وير سبيسيفيكيشن، اللي هو ان انا لازم ابقى محدد من البدايه هو ايه الريكويرمنتس اللي انا عايز اشتغل عليها وايه المطلوب مني. الاكتيفيتي الثانيه اللي هي الديزاين اند امبلمنتيشن، بغض النظر عن اي سوفت وير بروسيس هشتغل عليها لازم اعمل ديزاين وامبلمنتيشن، لازم اعمل تيستينج او فاليديشن، دي برضو الاكتيفيتي الثالثه. والرابعه اللي هي الايفوليوشن، او ان لازم بيحصل تغيير، يعني قلنا السوفت وير برودكتس مش زي اي برودكت عادي، لا ممكن مع الوقت يحصل تشينج في انفايرمنت، يحصل تشينج في اوبريتنج سيستم، يحصل تشينج في تكنولوجي، يحصل تشينج حاجه سوشيال، او فلازم بيحصل عليها دايما ايه تغييرات. ففكره السوفت وير ايفوليوشن دي اكتيفيتي كده كده داخله ايه داخله معايا. فالفور اكتيفيتيز دول قلنا زي ما مكتوب قدامكم كده، دول فاندمنتال اكتيفيتيز لاي سوفت وير انجينيرنج بروسيس، ان انا اعمل احدد السبيسيفيكيشن، احدد الريكويرمنتس، اعمل ديزاين وامبلمنتيشن، اعمل تيستينج او فاليديشن، اعمل ايه، اعمل ايفوليوشن. تمام. كل اكتيفيتي من دول بعد ما تعرفها او بعد ما بتتحدد لازم تبقى عارف ان هيبقى في جواها سب اكتيفيتيز، يعني مثلا الريكويرمنتس او سوري السوفت وير سبيسيفيكيشن دي جواها كذا حاجه هتعملها، هتعمل ريكويرمنتس كولكشن، هتعمل اناليسيز للريكويرمنتس دي، هتطلع باركتكتشر، هتطلع دوكيومنتس، فكل اكتيفيتي من دول هتبقى جواها سب اكتيفيتيز ثانيه بتساعدني على اني اتم او اعمل الايه اللي مطلوب مني من الاكتيفيتي دي. هيبقى في سبورتنج بروسيس اكتيفيتيز زي الدوكيومنتيشن او الكونفيجريشن مانجمنت، يبقى كل اكتيفيتي من دول لازم يبقى لها الدوكيومنتيشن بتاعتها اللي بتسبورت الاكتيفيتي دي، تشرح ايه اللي تم في الاكتيفيتي دي، تطلع ايه اللي اتعمل في الاكتيفيتي دي. تمام. لازم ابقى محدد الاوردر بتاع الاكتيفيتيز، واخر حاجه البرودكتس او بنقول عليها الاوت كامز بتاعت الاكتيفيتي، يعني مثلا الاوت كام بتاعت مرحله السوفت وير سبيسيفيكيشن انا يبقى عندي ريكويرمنتس دوكيومنت، مثلا الاوتبوت بتاع الديزاين اند امبلمنتيشن انا يبقى عندي ديزاين دوكيومنتس ويبقى عندي كود بيرن سيستم بيرن، الاوتبوت بتاع التستنج انا يبقى عندي اكسبتنس تيست وتست كيسز فاليديتد وران وكل حاجه وابروفد وهكذا. فلازم لكل اكتيفيتي من دول ابقى عارف ايه السب اكتيفيتيز اللي هتبقى جواها، ايه السبورتنج اكتيفيتيز، ايه الاوردرنج، وايه الايه وايه البرودكتس. تمام.
مش بس كده، انا لازم ابقى عارف ايه الرولز، هو مين ريسبونسبل عن ايه، كل واحد هيعمل ايه، مين اللي هيعمل الديزاين، مين اللي هيعمل الامبلمنتيشن، مين هيعمل الريكويرمنتس كولكشن. فلازم ابقى عارف الرول بتاعت كل واحد، وكل واحد يبقى عارف هو ايه هيبقى دوره فين في البروجكت ديفلوبمنت لايف سايكل دي، او السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل هيعمل ايه، التايتل بتاعه او وات ايفر، بس لازم يعرف التاسك او الاكتيفيتي اللي هيبقى مسؤول ايه، مسؤول عنه. مش بس كده، لكل اكتيفيتي بيبقى في حاجه اسمها بري اند بوست كونديشنز. يعني ايه بري اند بوست كونديشن؟ يعني في اكتيفيتيز ما ينفعش ابداها غير لما يكون في كونديشنز متحققه، دي البري كونديشن. وفي اكتيفيتيز لازم لما تخلص تكون في بوست كونديشنز ترو او متحققه، زي مثلا ما مكتوب قدامكم انا ما ينفعش ابتدي ديزاين غير كبري كونديشن، يبقى انا الريكويرمنتس دي ابروفد بالكاستمر. الكاستمر اللي ادانا ريكويرمنت عايز اشوف العقد اللي مضى عليه اللي بيقول ان الريكويرمنتس دي مثلا ايه، ساين على ان الريكويرمنتس دي تمام قبل ما ابتدي الديزاين. انا مش هعمل ديزاين غير لو الريكويرمنتس دي ابروفد، فده بري كونديشن. تمام. بوست كونديشن مثلا زي ما بيقول لك كده في الديزاين اللي اليوم قال مودلز كلها تبقى ريفيو، تبقى تراجعت. فكل اكتيفيتي برضو لازم يبقى لها بري كونديشنز وبوست كونديشن عشان ما ابداش فيها ولا انهيها الا لما يكونوا ايه، الا لما يكونوا متحققين. تمام. ده بالنسبه للاكتيفيتيز بتاعتي. طيب نتكلم بقى في السوفت وير بروسيس نفسها، واحنا ممكن نديفلوب البروسيس، نديفلوب السوفت وير اكوردنج تو انهي بروسيس. احنا عندنا تو كاتيجوريز من السوفت وير بروسيس، في عندنا بلان دريفن وعندنا ان اجايل. بلان دريفن وان اجايل. البلان دريفن دي معناها ان كل البروسيس اكتيفيتيز اللي قلناهم دول لازم يبقوا بلاند ان ادفانس، من قبل ما ابتدي في اي حاجه لازم ابقى مخطط لهم وعارف هنعمل ايه وهياخدوا وقت قد ايه ومين مشارك في ايه. لازم يبقوا زي ما نسمه هي بلان، احط بلان الاول كده واقول انا هحتاج لكل اكتيفيتي قد ايه، واقيس بقى بيز على البلان دي انا ماشي كويس، لا ببطئ، لا انا ماشي بريت اسرع فده هخلص بدري، الكلام ده كله. فده البلان دريفن. في الان اجايل كل الكلام ده هيتشرح بالتفصيل يعني. تمام. البلاننج بيبقى انكريمنتال، يعني كل حاجه بوقتها، يعني نطلع بايتريشن الاول او نطلع بجزء من السوفت وير دلوقتي وبعدين نبلان حته حته، فاهمين ازاي؟ بعدين نبلان الجزء الثاني وهكذا. فبيبقى الدنيا اسهل لو في تغييرات في الريكويرمنتس بتحصل، فسهل انك انت مع كل اسبوع تحط التغييرات اللي انت عايزها وتشتغل ايه، وتشتغل بيزد عليها. تمام. فاحنا عندنا التو ايه، تو ابروتشز دول، اذا كان بلان دريفن او اذا كان ايه ان اجايل. وفي ساعات سوفت وير بنعملها ميكس ما بين الاثنين، يعني ببقى كل حاجه بلان بس بضطر في النص ان انا اغير تغييرات ريفلكت على بقيه الاكتيفيتيز. تمام. فممكن يبقى بعض الاحيان بنبقى شغالين الاثنين مع بعض غصب عنه، فبيبقى بنحاول نعمل بالانس ما بين الايه، ما بين البلان دريفن وما بين الايه، وما بين الان اجايل بروسيس. تمام. فمثلا هنا مديك مثال، لو انا شغال كريتيكال سيستم، الموضوع فيري ستراكتشرد، واضح جدا من الاول، ريكويرمنتس كلير، ممكن اشتغل بلان ان لازم ابقى كل حاجه متخطط لها من الاول. لو انا شغال حاجه بزنس سيستم، فالدنيا عايزين ننزل الماركت في السريع، عايزين نشتغل واحده واحده، نطلع الفيتشرز، ننزل الاول بالفيتشرز الرئيسيه وبعدين نبقى ننزل بالفيتشرز اللي بعد كده. فده برضو ايه، حسب طبيعه السيستم. دي حاجه ما اقدرش اعملها في الكريتيكال سيستم، ما ينفعش في حاجه كريتيكال اقول انا هنزل بالميجر فيتشرز وبعدين يبقى ربنا يحلها ننزل بقيه الفيتشر، لا مش هينفع. تمام. والعكس كذلك في البيزنس سيستمز، انا مش لازم ابقى مخطط كل حاجه من بدري، لا انا هسيبها حسب ظروفها، ده انا ممكن بعد ما انزل البرودكت يطلع طلبات تانية، يعني بعد ما الناس تشتغل بايديها واليوزرز يستخدموا يقول لك طب ما عملتش فيتشر كده ليه؟ تخيل لو بدل اللايك ده خلوها انجري ولاف وبتاع، مش زمان ما كانش فيه غير لايك مثلا، مع الوقت طلعت اللي هي الانجري واللاف على الفيسبوك على البوست مثلا، ولكن في الاول كانت هي لايك بس، ففي تشينج في الريكوايرمنت، بس حاجه مش كريتيكال، فممكن نسيبها بظروف والسيستم شغال نقدر نزود في الريكوايرمنت ونتشينج فيتشر زي ما احنا ايه، زي ما احنا عايزين. تمام. طيب ايه هما بقى السوفت وير بروسيس مودلز؟ احنا هنشرح ثلاثه وفي كذا موديل، هنشرح اهم ثلاثه يعني، الووتر فول موديل والانكريمنتال ديفلوبمنت والريوز اورينت سوفت وير انجينير. اول حاجه الووتر فول موديل، ده الفيرست ببلشد موديل. احنا قلنا موضوع السوفت وير انجينيرنج ده جه زمان كده في مؤتمر، قال لك لا احنا لازم نحط انجينيرنج بروسيس نمشي عليه، الكلام اللي بنعمله ده عشان اعمل تاسك ولا اساينمنت ولا مشروع في الكليه، ده ما ينفعش مع السوفت ويرز البروفيشنال بقى، ما ينفعش في البروجكتس الكبيره، احنا لازم نحط انجينيرنج بروسيس الناس تمشي عليه عشان اقلل الكوست واظبط البادجت واظبط البلان، ده منطقي.
تمام. فاول موديل طلعوا بيه هو الووتر فول موديل اللي هو كان في السبعينات، احنا قلنا الكونفرنس كان في 69 ولا حاجه، فطلعوا باول موديل اللي هو الووتر فول ايه موديل. الووتر فول موديل احيانا بنسميه السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل الاس دي ال سي، هو مشهور بكده خلاص. طيب هو يتبع انهي تو كاتيجوريز من اللي قلناهم؟ هيبقى تبع البلان دريفن. ليه؟ لان كل حاجه هتبقى بلاند وسكادجولد من الاول خالص من قبل ما ابتدي المشروع. كل هتبقى حاجه هتبقى بلاند وسكادجول من قبل ما ابتدي الايه اشتغل، من قبل ما ابتدي اشتغل. ليه اكتر من رسمه؟ لو دخلتوا عملتوا جوجل على ووتر فول موديل هتلاقوا رسومات كتير ليه، باختلاف بس الفيزز، يعني مره هتسميها ريكويرمنتس ديفينيشن، مره هتسميها ريكويرمنتس كولكشن، مره هتسميها ريكويرمنتس جاذرنج، ريكويرمنتس اناليسيس اند سبيسيفيكيشن، فهتلاقوا مسميات بس مختلفه، لكن الفكره واحده، ان انا بحدد الاول ريكويرمنتس كولكشن، وبعدين بعمل ديزاين للسوفت وير بتاعي، وبعدين ببدا اعمل الامبلمنتيشن، بعدين التستنج، وبعدين الايه الديبلوي. كل ده بعمل له بلاننج من الاول، بعمل له سكادجولنج من الاول، بقول انا الريكويرمنتس هتاخد مني شهرين، انا الامبلمنتيشن هياخد مني ثلاثه، انا التستنج هياخد مني شهر، انا الديبلويمنت هياخد مني كذا. كل ده بيبقى بلاند من الاول ايه، من الاول خالص. طيب ايه الاوتبوت بتاع كل فيز؟ بعد كل فيز ده لازم يبقى فيه دوكيومنتيشن توثق اللي اتعمل في الفيز دي، توثق اللي ايه اللي اتعمل في الفيز دي. فلازم يبقى فيه لكل فيز اوتبوت اللي هو الايه الدوكيومنتيشن. في الووتر فول مفيش فيز هتبتدي غير لما اللي قبلها تخلص، يعني ما ينفعش نعمل ديزاين غير لما بتوع ريكويرمنتس يخلصوا كل شغل ريكويرمنتس، مش هينفع ابتدي امبلمنتيشن غير لما بتوع الديزاين يخلصوا كل شغل الديزاين، فاهمين ازاي؟ فهي دي الفكره، ده لازم الموضوع يمشي سيكوينشال، ده في الووتر فول موديل. ممكن يحصل فيدباك، يعني ممكن نعمل فيدباك بسيط، يعني مثلا وانا في الامبلمنتيشن في جزئيه في الديزاين مش واضحه مش نافعه او كده، فبرجع اعمل فيدباك للايه؟ للبروسيس او للفيز اللي قبلها. ده شكل تاني اهو لرسمه الووتر فول كله من على النت، وبس هنا موضح لك الايه الاوتبوت اللي خارجه من كل ايه من كل فيز. تمام. طيب ايه الادفانتجز لحاجه زي دي؟ ايه الادفانتجز من الووتر فول موديل ده؟ ان انا كل حاجه تبقى بلاند وسكادجولد من الاول، وبعدين نبدا نشتغل ونشتغل سيكوينشال، محدش يبتدي فيز غير لما اللي قبليها تخلص. قال لك اول حاجه سيمبل اند ايزي تو اندرستاند، انا لما اجيب لك كده مشروع اقول لك دول شغالين ووتر فول هتبقى فاهم الدنيا بدايتها ايه اخرها ايه هما فين، واضحه صح؟ ايزي تو مانج، انا لو بمانج بروسيس زي دي سهل، انا اقول لك متاخرين لا مبدرين يعني باين، فسهل ان انا اعمل لها مانج، فهي ايزي تو اندرستاند، ايزي تو امبلمنت، ايزي تو مانج، سهل ان انا اعرف البروجرس بتاعي وصل لحد فين. تمام. الفيزز كليرلي ديفايند، كل ده برضو من مميزات الووتر فول فول موديل. تمام. طيب ايه بقى عيوبها؟ ايه الديس ادفانتجز بتاعتها؟ الكوست بتاعت بروديوسنج وابروفنج الدوكيومنتس، احنا دايما ما بنحبش الدوكيومنتيشن الكتير. الووتر فول كل حاجه لازم تبقى دوكيومنتد، كل فيز لازم الاوتبوت بتاعها يبقى دوكيومنتس، ودوكيومنتس فاليديتد وريفيود وممضي عليها وقصه كده، فبنبقى غرقانين في الدوكيومنتس. فالناس بتقول ان من عيوبها الكوست بتاعت الدوكيومنتيشن، الدوكيومنتيشن بتاعتها عاليه قوي. تمام. ايه كمان؟ نو وركينج سوفت وير لحد الاخر. انتوا لو لاحظتوا احنا عاملين ريكويرمنتس بقى لنا شهرين، ديزاين ثلاث شهور، بعدين هنمبلمنت وبعدين هنتست وبعدين نطلع سوفت وير، مش هيشوف الكاستمر سوفت وير شغال سوفت وير شغال غير امتى؟ في الاخر خالص، ان احنا ماشيين سيكونشال، فمفيش سوفت وير شغال غير في الاخر. طيب سوفت وير شغال غير في الاخر ده يعمل ايه؟ ده يعمل هاي اماونت اوف ريسك. تخيل انك انت تيجي في الاخر وتلاقي الكاستمر يقول لك ايه ايه ده انا ما كنتش عايزها كده، ايه ده في مشكله هنا، ايه ده في حاجه حصلت هنا، ايه ده كان في حاجه متخيلين انها قصده كذا ما طلعش قصده، فاهمين ازاي؟ فممكن يبقى هاي اماونت اوف ريسك يبقى عليا التغيير. ما ينفعش الكاستمر يجي بعد ما اكون بدات يقول لي معلش اصل انا عايز اغير. تغير ايه حضرتك؟ احنا من امبلمنت وهنطلع، احنا كنت فين من ست شهور؟ فاهمين ازاي؟ ما ينفعش تغير في كونتراكت ما بيننا، ما عندكش ايه فرصه انك تعدل اي حاجه، لما نخلص السوفت وير ندخلها تبع المينتنس. ما هو اي سوفت وير فيه ايفوليوشن قلنا او فيه مينتنس، انا بعدل عليه او بزود عليه حاجه، فهتضطر انك تسيبها لغايه الايه؟ المينتنس. فطبعا بياخد وقت كبير قوي عشان اطلع الايه؟ الفاينل سوفت وير برودكت عشان يطلع. فدي عيوبه. فاحنا كده قلنا مميزاته وقلنا عيوبه. طيب هل معنى كده ان انا اقول ايه ده لا ده عيوبه مش عاجباني فبلاش استخدمه؟ لا خالص. بالعكس في ابلكيشنز هتقول لا هي ما ينفعش معاها غير الووتر فول، هو لازم اشتغل ووتر فول موديل. تمام. فما فيش موديل من اللي انا اشرحهم
تسمع عيوبه وتسمع مميزاته وتقرر وتقول لا انا مش عاجبني، انا طول عمري هشتغل مش هشتغل بيه. مفيش حاجه اسمها كده. احنا قلنا الاسبوع اللي فات او قلنا عموما ان حسب طبيعه السوفت وير اللي تتحط فيه، انت عايز دلوقتي هتشتغل في البروجكت الفلاني حسب طبيعته ايه، بنقرر اشتغل ووتر فول ولا اشتغل اجايل ولا اشتغل ريوز ولا اشتغل ايه. تمام يا جماعه؟ فمفيش حاجه كده يونيفرسالي دي حلوه فيلا بينا نشتغل، لا مفيش الكلام ده. تمام؟ فشويه هنتس ليك كده انت تستخدم الووتر فول موديل. اول حاجه ريكوايرمنتس لو واضحه قوي فروم ذا بيجيننج، لو الريكوايرمنتس بتاعتك واضحه قوي وويل اندرستود، طب ما نشتغل ووتر فول الدنيا تبقى ما دام واضحه. تمام؟ فنشتغل ووتر فول والدنيا تبقى منظمه. ما انا قلت لك ايزي تو مانج، ايزي تو امبلمنت، ايزي تو اندرستاند، ما كل دي مميزات ما بصيتش عليها ليه؟ تمام؟ لو الريكوايرمنتس ان لايكلي تو تشينج واحنا من ديفلوب السيستم، طب نشتغل ووتر فول الدنيا سهل تنظيمها وتنسيقها، ما دام ما فيش تغيير الريكوايرمنتس واضحه مش هيحصل عليها تغيير كتير، نشتغل ووتر فول. الدليفري تايمز نوت ا بروبلم، يعني انت في اللي فات قلت ده بياخد وقت كبير، طب انا ما عنديش مشكله سنتين ونطلع بس السوفت وير يطلع حلو ويطلع شغال تمام خلاص، ما دام الدليفري تايم مش مشكله، مش عايز تلحق السوق، مش خايف حد ينزل ينافس او يحرق الفكره اللي انت شغال عليها، فاهمين ازاي؟ فخلاص ما دام التايم مش مشكله فنشتغل ووتر ايه؟ ووتر فول. تمام؟ طبعا العكس بقى ما اشتغلش، يعني زي ما بيقول لك كده مش سيوتابل لو تشينجينج ريكوايرمنتس، ريكوايرمنتس كل شويه عماله تتغير، او فاست ديليفري عايز تطلع حاجه بسرعه، ما تجيش تقول لي عايز اطلع ده في خلال اسبوع او اسبوعين واقول لك اشتغل ووتر فول، يبقى انا كده بهزر. تمام يا جماعه؟ يبقى ده الووتر فول، ده مميزاته وده عيوبه وده انت ايه؟ امتى تستخدمه؟ في حد عنده فيه مشكله؟ طيب تاني بروسيس اسمها انكريمنتال ديفلوبمنت، من اسمها انكريمنتال ديفلوبمنت، يعني هنديفلوب حته حته. هنديفلوب انكريمنتالي، تدريجيا، تزايديا، تصاعديا، شويه شويه. تمام يا جماعه؟ فده الانكريمنتال، يعني السيستم بيحصل له ديفلوبمنت از ا سيريز اوف فيرجنز، بنسميها انكريمنت. تمام؟ سيريز اوف فيرجن. كل فيرجن زايد عن اللي قبلها فيتشر او فانكشناليتي، يعني بنبتدي بفيرجن نشتغلها، بعدين نبدا فيرجن ثانيه نزود بقى على اللي احنا عملناه، وهكذا، بنبدا نعلى بالفيرجن بتاعتي ايه؟ واحده واحده. فده ايه؟ كاني بعمل انيشال امبلمنتيشن ببدا بيه، وممكن اعرضه على اليوزر بحيث ان هو يقول لي اي كومنتس، اي تعديلات او كده، ما انا لسه في الاول، هو انا ما خلصتش. تمام؟ فممكن اوري له الانيشال فيرجن دي ويقول لي تعليقات اعدل عليها وانا بزود الفانكشناليتي الثانيه، وهكذا. فاليوزر انفولفمنت موجود، غير مين؟ غير الووتر فول اللي هو اليوزر خلاص، اللي هو الكاستمر، سوري بقى مش يوزر، كاستمر خلاص، هو قال لي عايز ايه وشكرا مضيت على الكونتراكت، سيبني بقى اشتغل. هنا لا، هنا ممكن ادخله معايا مع كل انكريمنت، يقول لي لو في تشينج عايز يعمله ونضيف عليها الايه؟ الفيتشرز الثانيه. تمام؟ ونفضل شغالين كده لحد ما الفاينل سيستم يكون ايه؟ طلع عندي. فكاني في الاول بيبقى عندي اوت لاين ديسكريبشن، عندي جنرالي كده احنا عايزين نعمل ايه، بعدين بشتغل بعمل سبيسيفيكيشن وديفلوبمنت وفاليديشن لجزء، فبطلع بالانيشال فيرجن بعرضها للكاستمر لو في كومنتس او حاجه، بعدين نبدا بقى نزود الفيرجن الجاي برضه هعمل سبيسيفيكيشن وديفلوبمنت وفاليديشن، وهكذا لكل فيرجن اعمل لها الثلاثه اكتيفيتيز دول لحد ما اوصل لمين، هل السيستم خلص ولا لسه، وافضل ماشيه كده لحد ما السيستم يخلص، يبقى دي الفاينل فيرجن كده، انا ضفت كل الايفورت. لما يخلص بقى السيستم انزله للماركت، اعمل له ديبلويمنت. بالانكريمنتال ديفلوبمنت انا شغال حته حته بس مفيش حاجه نزلت السوق، مفيش حاجه نزلت الناس اشتغلوا عليها، لا انا لسه جوه الهاوس بتاع جوه الكمباني بتاعتي شغال، بس بشتغل جزء جزء. تمام يا شباب؟ فكل انكريمنت هيبقى فيه اديشنال فانكشناليتي ما كانتش موجوده في الانكريمنت اللي ايه؟ في الانكريمنت اللي قبلها. تمام؟ هنا بيقول لك ممكن تبتدي الايرلي انكريمنتس يبقى فيها الميجر فيتشرز او فيها الحاجات اللي هي الارجنت او الحاجات البريورتي بتاعتها عاليه، اهم الفيتشرز تبدا بيه، حاجات بقى السمبل او يعني اللي هي مش ارجنت قوي تبدا تزودها على الانكريمنتس اللي ايه الجايه بعد كده. تمام؟ طبعا الكوست بتاعت ان الكاستمر يغير ريكوايرمنت بقت اقل، ريديوس، انا مش هستنى الفاينل سيستم يطلع وبعدين الكاستمر يقول لي لا مش عاجبني انا عايز اغير او عايز ازود حاجه، لا انا واحده واحده وانا انكريمنت انكريمنت باخد ايه؟ باخد رايه فيه. تمام؟ فالكوست بتقل بتاعت ان انا الكاستمر لما بيحب تشينج، خلي بالك الكاستمر لما بيتشينج حاجه محتاجه تشينج الدوكيومنتس، محتاجه تشينج الديزاين، محتاجه تشينج الريكوايرمنتس دوكيومنت، ففي ريورك بيتعمل وده كله كوست عليه. فطبعا في حاجه زي دي كل الكوست دي هتقل.
من المميزات الكاستمر كان ايفالويت السيستم بدري في ايرلي ستيج، فالريسك هنا بقى ايه؟ اقل، مش زي ما موجود في الووتر فول، هنا الريسك بقى اقل، الكاستمر يقدر ايفالويت الانكريمنت بتاعه بدري، لو في حاجه عايز يزودها يقدر يقاد نيو فانكشناليتي عشان في لسه انكريمنتس جايه بعد كده ممكن تضاف ايه؟ ممكن تضاف عليه. فالفيدباك موجود تمام. الكاستمر فايند ديفيكلت تو جادج البروجريس، احنا فروم سوفت وير ديزاين دوكيومنتس، ما حدش يقول لي طب احنا ما من الووتر فول ما هو ممكن يبص في الديزاين دوكيومنتس ويشوف احنا خلصنا ايه ما خلصناش ايه، شكل البروجكت ايه، يعني يبقى سهل بالنسبه له. لا، الكاستمر حابب يشوف حاجه شغاله، يعني دايما لما تبقى حاجه راننج قدامه ده افضل بكتير من لو ايه، من لو انا بقول له بص في دوكيومنت، بص في دوكيومنتيشن، لا لما يشوف حاجه شغاله ده بالنسبه له افضل تمام. وزي ما قلنا ايزر تو مانج الريسك، لو في حاجه فيها مشكله من بدري هتبان، من بدري هتظهر لي عن ان انا لو كنت سايبها لغايه الايه، لغايه الاخر. ايه كمان؟ مور رابيد ديليفري اند ديبلويمنت اوف يوزفول سوفت وير تو ذا كاستمر از بوسبل. هنا لو اليوزر طلب ان هو يشتغل على الانكريمنت ده او على حاجه معينه فممكن نعمل له ايه؟ نقدمها له. بس هو الصح ان في الانكريمنتال ديفلوبمنت ان انا لما بخلص الفاينل سيستم ببدا اعمل له ديبلويمنت عليه، ده اللي المفروض بيحصل. لو انا بسلم يبقى ده اسمه، هيبقى اسمه انكريمنتال ديبلويمنت او ديليفري، انكريمنتال ديليفري مش ديفلوبمنت تمام. فده الايه، ده في حاله ان انا عملت له ديبلويمنت فيقدر يستفيد من السيستم من ايه، من بدري. هنا زي ما اتفقنا معظم الانكريمنتال ديفلوبمنت ده ان سام فورمز ناو ذا موست كومن ابروتش، هو الكومن ابروتش، يعني الناس بتشتغل انكريمنت، قليل قوي اللي بيشتغل ايه، اللي بيشتغل ووتر فول او بيحاولوا يعملوا ماتشر ما بين الاثنين، ما بين البلان دريفن وما بين الايه، وما بين الانكريمنتال، وده قلناه تمام. ماكس يعني هو الكل انكريمنت نحاول نمشي في نفس الفيزز بتاعت الووتر فول موديل، يعني الكل انكريمنت امشي في الفيزز بالترتيب وبعدين اطلع الايه، الانكريمنت اللي انا ايه، اللي انا عايزه. طيب فروم، احنا كل البنفيتس دي كانت من وجهه نظر الكاستمر، الكاستمر هو اللي مبسوط، اللي قادر يبص يشوف السوفت وير شغال قدامه، قادر يقول الكومنتس بتاعته، قادر يعمل تشينج، حاسس بالفاليو بتاعت البرودكت قبل ما تطلع، فكل ده مميزات للكاستمر. لكن من وجهه نظر المانجمنت الانكريمنتال ديفلوبمنت ممكن يبقى عنده مشاكل، ممكن يسبب له مشاكل. اول حاجه البروسيس مش فيزبل، المانجر مش قادر يمانج القصه صح، لان هو البروجريس نفسه مش قادر يحسه، مش قادر يقيس البروجريس، واحنا خلصنا ولا ما خلصناش، كاستمر هيوقف امتى طلبات، فاهمين ازاي؟ فهو مش قادر يقيس، مش قادر اقول لك خلصت كام في الميه من البروجكت، مش عارف. فدي حاجه بتضايق المانجرز وانا ايه، وانا شغال. فان انا صعب بالنسبه لي ان انا اقيس البروجريس. الووتر فول لا، كان الدنيا ديليفربلز وخلصنا كام في الميه، لا سهل ان انا اقول لك ايه البروجريس بتاعي قد ايه تمام. هنا طبعا if the system are developed quickly مش cost effective ان انا اطلع documents، هتكسل عن الدوكيومنتس لو انت كل شويه عمالين نطلع من ديفلوبمنت هتلاقي الدوكيومنتس ما اديتلهاش حقها، فبدات الدوكيومنتس الكواليتي بتاعتها تقل، لان يعني هي بقت بالنسبه لك اوفر هيد، انت عايز تطلع السيستم بسرعه فانت الدوكيومنتيشن بتاخد وقت تمام، فبالنسبه لك بقى اوفر هيد، وانت محتاج الدوكيومنتس كمانجر عشان تحس ان بقى في ديليفربل او في حاجه خلصت تمام، فده برده بالنسبه لك مشكله. السيستم تاني مشكله بالنسبه للمانجر، السيستم ستراكشر تنز تو ديجريد كل ما نيو انكريمنتس بتقات. انا دلوقتي بادئ بستراكشر معين، انت لو هتاخده في الووتر فول مثلا بترسم اركيتكتشر للسيستم وتبدا تديزاين، فخلاص ثابت الديزاين والاركيتكتشر. طب انا تخيل انا كل شويه عمال اضيف لك فيتشر، فكل شويه عايز ارجع اعدل في ايه، في الاركيتكتشر، طب عايز اعدل في الديزاين، طب عايز اعدل في الاستراكشر، فهتلاقي الدنيا بيحصل لها بتتبهدل اكتر، فهتلاقي عقبال ما توصل للاخر في حاجات اصلا نسيت تضيفها، او حاجات كسلت تضيفها، او حاجات ضفتها اي كلام، فبقى الاستراكشر اللي قدامك على الورق مش بيعكس السيستم اللي في الواقع، وللاسف ده اللي بيحصل في الحقيقه. ان بيبقى الدوكيومنتس اللي بتوصف الاستراكشر والديزاين بتاع السيستم مش ريفلكتد اخر فيرجن، مش عمالين نضيف في الفانكشناليتيز والديفلوبمنت من غير ما نعكس الايه؟ من غير ما نتشينج في الدوكيومنتس او في الاستراكشر بتاعه، فبقول لك الاستراكشر بيحصل له ديجريديشن، ما بقاش عارفين هو ده هو في الاخر هو مين الاستراكشر الايه اللي وصل له تمام. طيب بالنسبه هنا بيقول لك ايه في اللارج سيستمز، ايه الاخبار الانكريمنتال ديفلوبمنت اخباره ايه؟ بيقول لك البروبلمز بتاعت الانكريمنتال ديفلوبمنت بتبقى موجوده او بتحس بيها مع اللارج سيستم. اللارج سيستم هنا المقصود بيها ايه؟ المقصود بيها لما السيستم بتاعي بقى موديولز كتير وكل موديول مسؤول عنه تيم
وكل تيم في حته لوحده شغال في حته سيبريتلي عن التاني، وفي الاخر بقى بنانتجريت مع بعض. تمام؟ فان انا اعمل انكريمنتال ديفلوبمنت هنا لا صعبه شويه، لا صعبه عليا ان انا كل واحد فينا بديفلوب ديفرنت بارت من السيستم. طب وبعدين؟ اللارج سيستم دي محتاجه فريم ورك ثابت، محتاجه بلان واضحه، كلنا برغم ان احنا تيمز مختلفه بس بنفولو البلان دي، كل واحد عارف مبدئيا هو بيعمل ايه، هيوصل هيسلم ايه. مش ما فيش يعني اسمها ايه، ما فيش فرصه للتغيير كل شويه، لان التغيير هكلم كام تيم عشان اقول له على التغيير، فاهمين ازاي؟ فلازم كل حاجه تبقى واضحه، ريسبونسبيلتيز واضحه، ريكويرمنتس كلير. فكل ده بيبقى ايه، مشاكل بتواجهها لارج سيستمز، حاسس ان انا ما اقدرش اطبق فيها الانكريمنتال ايه ديفلوبمنت. فساعتها يستحسن ان انا اشتغل ايه ووتر فول، لو سيستم كبير ايه كبير قوي اشتغل بلان. ثالث ابروتش هو ريوز اورينتد سوفت وير انجينيرنج. ده ابروتش بقى معتمد على ريوزابل كومبوننتس، اللي هو ليه اعمل سيستم فروم سكراتش لو ممكن ان انا استخدم كومبوننتس جاهزه ونقوم بيها السيستم، صح ولا غلط؟ يعني عايزين نعمل مثلا ترانزليتور ولا سيستم، لما اجي اكلمه لما اسافر بلد غريب الصين ولا حاجه اكلمه فيروح مطلع لي الترجمه بالصيني فاسمع اللي قدامي، فاللي قدامي ايه يفهم عليا انا عايزه ايه فيقول لي اللي انا يرد عليا، صح؟ في سيستم كده. طب هل لازم اعمل ده فروم سكراتش ولا في كومبوننتس اوريدي موجوده بترانزليت وبت فويس ريكوجنيشن وتشيل النويز وتطلع صوت اللي قصادك؟ مش الحاجات دي افيلبل دلوقتي وموجوده، لايبرز موجوده، انت مجرد انت بس هتجيب وتنتجريت وتلصم وتطلع سوفت وير، صح ولا غلط؟ ده ابروتش، ده ابروتش بنسميه ريوز اورينتد ابروتش، بنسميه ريوز، انك انت تشتغل السوفت وير بتاعك بالاستراتيجي دي او بالبروسيس دي. تمام يا جماعه؟ انك انت تجمع كومبوننتس وتنتجريت ايه ما بينها بدل انك انت تبني كل حاجه فروم ايه سكراتش. الكومبوننتس دي احيانا بنسميها كوتس او بنسميها كوميرشال اوف ذا شيلف سيستمز، منها اوريدي ايه جاهزه وموجوده. في منها انواع بقى زي الويب سيرفيسز، زي اللايبريز الموجوده، اي حاجه من الحاجات اللي بتشوفوها الستاند الون سوفت وير سيستمز، حتى الحاجات اللي احنا بنجيبها لايبريز الجاهزه او الكوتس الجاهزه وبنشتغلها، بندفع بس فلوسها او لايسنس ليها، او حتى لو موجوده فور فري وبتستخدمها. تمام يا جماعه؟ طيب ايه الفيزز بتاعه الريوز؟ اول حاجه ريكويرمنت سبيسيفيكيشن، ده خلاص اتفقنا عليه، انا بجمع الريكويرمنتس بتاعتي. بعد كده بنعمل حاجه اسمها كومبوننت اناليسيس. ايه كومبوننت اناليسيس؟ يعني جيفن الريكويرمنتس بقى اللي مطلوبه ابدا اسيرش هو مين الكومبوننتس المتاحه، مين اللي يقدر يحل لي المشكله دي، ايه اللي موجود. تمام؟ فابدا اشوف ايه اللي موجود واقدر استخدمه عشان يعمل لي الفانكشناليتي دي، اللي هو مثلا فويس تكست تو فويس مثلا او فويس تو تكست، ادور مين الكومبوننتس المتاحه وابدا اقارن ما بينها واشوف هو مين اللي اقدر اجيبه واستخدمه على طول، ولا مين اللي هيحتاج يحصل عليه موديفيكيشن، ولا مين اللي ما ينفعش يحصل عليه موديفيكيشن والكلام ده كله. طب لا ما ينفعنيش ده، اعمل سيرش من تاني. فكل دي فيزز لازم امشي عليه. تمام؟ بعد ما اكون وصلت خلاص للسوليوشن اللي انا عايزه، ما انا ممكن يبقى عندي اكتر من برودكت، اكتر من سوفت وير ممكن اعمله ريوز، افاضل بينهم ازاي؟ كل ده بيتم في التو فيزز دول، في الكومبوننت اناليسيس وفي الريكويرمنتس موديفيكيشن، ان انا افاضل ما بين الايه اللي موجود هستخدم مين. خلاص قررنا، ابدا اعمل بقى الديزاين بتاعي وذ الريوز، الديزاين بقى بتاع السيستم بتاعي ازاي هينتجريت مع الايه الكومبوننتس دي عشان اعمل لها ريوز، وابدا بقى اعمل الديفلوبمنت والانتجريشن وابيليتي السيستم بتاعي. دي الفيزز او شكل الايه الفيزز بتاعتي. تمام يا جماعه؟ طيب ايه الادفانتجز بتاعت البروسيس دي؟ الادفانتج بتاعتها زي ما قلنا، انت بتريديوس الاماونت اوف سوفت وير تو بي ديفلوب، انت بتقلل الديفلوبمنت تايم بتاعك، صح؟ مش بس كده، انت هتريديوس كوست اند ريسك. كوست مش معنى كوست ان هو هقلل الكوست بتاعت، لا انت هتدفع فلوس عشان تستخدم الكومبوننتس دي، بس كوست في حاجات ثانيه. كوست مثلا للريسورسز، كنت هتجيب ديفلوبرز يشتغلوها، ما دول بيتحاسبوا برضه. تمام؟ للريسورسز، لماشينز، لسوفت وير لايسنسز، لكلام كل كلام كتير، للريسيرشز هتضطر تعملها عشان تطلع بجوده الكومبوننت اللي موجود. فكل دي كوست انت وفرتها بكتير بانك انت اشتريت الكومبوننت ده. تمام؟ عملت ريديوس للريسك. ليه؟ بدل ما انا ابتدي في حاجه فروم سكراتش مش عارف يا رب هتشتغل ولا مش هتشتغل، طب ما هي حاجه موجوده وتستت وامبلمنت، ما اخدها واستخدمها. فتقللت الكوست وقللت الايه؟ وقللت الريسك. طبعا فاستر ديليفري، ما احنا لسه قايلين انت وفرت في وقت الديفلوبمنت، انت بس بتجيب كومبوننتس والديفلوب اللي فاضل لك وتنتجريت، طلعت بايه؟ طلعت ببرودكت.
تمام؟ فانت كده عملت فاستر اي ديليفري. طب ايه الديس ادفانتجز؟ حد عنده تخيل ايه الديس ادفانتجز ان انا اعمل ريوزنج لكومبوننتس؟ ايه الديس ادفانتجز اللي ممكن تبقى موجوده بالنسبه لي؟ ان الكومبوننت بتاعي محكوم بفانكشناليتيز معينه بيعمل لي فان انا اكمبرومايز في الريكويرمنتس دي او ان انا احاول اعدل فيها وان انا احاول اغير فيها هتبقى صعب. فانا يا اما انا اللي اتنازل يا اما اخده زي ما هو. فاهمني ازاي؟ انا ما عنديش كنترول على الكومبوننت قوي لو مش اوبن، يعني السورس بتاعه مش مفتوح او كده، تمام؟ مش اوبن سورس يعني مثلا اغير فيه، لو هو جاي لي زي ما هو انا استخدمه بانتجريت حته في حته بس وخلاص، فانا ما عنديش كنترول اوفر الكومبوننت ده، ما اقدرش ان انا اغير فيه عشان اظبطه على حاجه انا عايزاها زياده، لا هضطر انا اللي اجي على نفسي عشان اشتغل على الكومبوننت زي ما هو. حبيت اغير، حبيت اعمل، انا ما عنديش كنترول عليه، فمش عارف اغير، انا واخده از اتس. فبس فبنقول ان هي دي بعض الايه الديس ادفانتجز بتاعت الايه بتاعت الريوز. تمام؟ في حد عنده مشكله لحد هنا؟ يبقى احنا حتى الان ده الجزء الاولاني من المحاضره، احنا اتكلمنا عن السوفت وير انجينير بروسيس، خدنا امثله لثلاثه، الووتر فول، الانكريمنتال ديفلوبمنت، والريوز. هنتكلم في اجايل برضو باجلها، لان دي هتبقى محاضره لوحدها، هتبقى محاضره لوحدها بنشرح فيها الاجايل بالتفصيل. تمام يا شباب؟ طيب النص الثاني من المحاضره اللي هو الكوبينج وذ تشينج، زي ما اتفقنا التشينج للاسف لازم سوفت وير برودكت لازم هيبقى فيه تشينج، اللي هو المينتنس لازم فيه طلبات بتطلع غصب عنه، زي ما قلنا بزنس تشينج، تكنولوجيكال تشينج، بلاتفورم تشينج، تشينج في البلاتفورمز يعني بريكواير ابلكيشن تشينج، اي حاجه. يعني انت ممكن تكون عامل سيستم شغال ويب حلو قوي وهايل جدا ومحقق حاجات فظيعه، كانت الموبايلات ما عليهاش لسه، ما كانتش سمارت فونز، ما كانش ينفع ادخل من النت اصلا من على الموبايل ايام زمان، دلوقتي بقينا لا بندخل على النت وبندخل من الابلكيشن على الابلكيشنز من النت. هل هسيب الويب ابلكيشن زي ما هي ولا هضطر ان انا لازم اطلع الموبايل فيرجن منها؟ عايز اطلع الموبايل فيرجن منها عشان اعلي الارباح اللي جايه لي من السوفت وير ده او من الابلكيشن ده. المشاركه ما ينفعش افضل ايه متاخر اقول لا هو انا خلاص سلمت على كده، لا ما انت لازم تكوب وذ تشينج، تشوف التشينجز اللي حصلت دي. تمام؟ مثلا كنا شغالين وما كانش فيه لا فيسبوك ولا سوشيال نتوركينج من اي حاجه من اللي موجوده دلوقتي دي، دلوقتي بقى فيه سوشيال نتورك وبقى فيه فيسبوك وبقى فيه انستجرام، فبقى كل ابلكيشن تخش يقول لك ايه ادي من الفيسبوك لو عايز تلوجن، لو عايز تلوجن من الانستجرام الاكونت بتاع، فبقى فيه انتجريشن. فاحنا مضطرين، هل الكلام ده كان موجود زمان؟ ما كانش موجود زمان، فنيو تكنولوجي طلعت اضطرينا نغير، نيو بزنس اتغير، بزنس ريكويرمنت كانوا ماشيين بطريقه في البيزنس طلع حاجه جديده فمحتاج ان انا اغير، حاجه في السوشيال فمحتاج ان انا اغير. ناس كانت شغاله بطايق زمان ورق مثلا فالارقام كانت صغيره، دلوقتي خلوا رقم البطاقه 14، فانا محتاج ان انا تشينج، هعمل ايه؟ سيستم شغال بقى له 20 سنه بس دلوقتي البطاقه بقت ب 14 رقم، مش زي ما كان من 20 سنه مثلا او 30 ثلاث اربع ارقام، وبقى يونيك ومش عارف ايه، فلازم نغير. فحاجه سوشيال اهي، طب هعمل ايه؟ فاحنا السوفت وير برودكتس للاسف لازم تبقى قابله للتغيير وللتعديل، ده لازم. تمام؟ فللاسف في ريورك لازم يحصل، في ريورك لازم ايه؟ يعني لازم نعيد شغل من تاني. تمام؟ طب انا عشان اريديوس الكوست بتاعت الريورك اعمل ايه؟ عندك حاجتين، يا اما حاجه اسمها تشينج افويدنس، تمام؟ يا اما تشينج توليرنس، هنشوفها في السلايد اللي بعديها. تشينج افويدنس المقصود بيها ايه؟ طب انا وانا شغال احاول انتسيبيت كل البوسيبل تشينجز اللي ممكن تطرا على الشغل ده. حاجه خياليه يعني، بس اللي هو ايه؟ انا ممكن اتخيل كل البوسيبل تشينجز اللي ممكن تبقى موجوده ونعمل حسابنا وندخلها في الكود، حتى لو الكاستمر مش طالبها، اعمل له بروتوتايب كده واجملها له واقول له بص دي هتحتاجها والله وبتاع، وخلينا ندخلها جوه السوفت وير بتاعك. تمام؟ بحيث ان انا اقول له كده كده واحنا من ديفلوب هنطلعها، ويبقى يعني نشتغل فيها من دلوقتي ككوست، هتبقى في كوست زياده بس عليك هتبقى اوفر من انك انت بعد ما السيستم يخرج نعملها، فهتبقى كوست جديده اعلى، فليه ما نعملهاش من دلوقتي؟ فانت كده بتانتسيبيه، بتتوقع ايه البوسيبل تشينجز اللي ممكن تحصل، اللي ممكن الطلبات اللي ممكن تطلب، فبتعمل حسابها من بدري. ده ابروتش. في ابروتش تاني اسمه تشينج توليرنس. ايه اللي تشينج توليرنس ده؟ ان الديزاين بتاعك اصلا يبقى معمول بحيث ان اي تشينج يحصل يحصل بسهوله. عارفين لما يقول لك اعملها جينيريك؟
بلاش تخليها كونستانت جوه البرنامج، عارفين الحاجات البسيطه دي اللي هي جوه لو بتعمل اساينمنت ولا بروجكت، ولا ما تخليهاش كونستانت جوه البروجرام. افرض انا عايز اغير القيمه من بره، خليها جينيريك، خلينا ادخلها انبوت. شايفين ابسط حاجه اهو ده التالنت، يعني يوم ما يحصل تشينج ما اقولش لحد افتح لي الكود وغير، لا انت من بره انا افتح لك الدنيا كلها، فمخلي الموضوع جينيريك، مخلي الدنيا سهل ان انا اعدل عليه. في الديزاين برضه في ديزاين، يا اما بتخليه مقفول على نفسه ما ينفعش ان انا اغير فيه بسهوله، لا وفي ديزاين يبقى اوبن ان انت لو حبيت تضيف اي فيتشر لا الفيتشر دي تتزود بسهوله. تمام يا شباب؟ فده اللي بنسميه تشينج توليرنس، ان الديزاين ان البروسيس نفسها تبقى ديزايند ان اي تشينج هيحصل هيحصل بس بلو كوست، مش هيبقى دراماتيك تشينج يعني. تمام يا جماعه؟ فدول الايه؟ التو ابروتشز الموجودين. طيب في تو ويز ان انا اكوب وذ تشينج، ان انا في الحته بتاعت ان انا اتشينج السيستم ريكويرمنتس دي، يا اما بعمل حاجه اسمها سيستم بروتوتايبنج، ها، يا اما بعمل انكريمنتال ديليفري عشان اقلل موضوع التشينج الكتير ده. سيستم بروتوتايبنج ده هنا ان انا عشان اديفلوب بسرعه او الفيرجن بتاعت السيستم بتاعتي، فانا مع وانا لسه في مرحله الريكويرمنتس بحاول اطلع ببروتوتايب للكاستمر بتاعي. تمام؟ البروتوتايب يعني زي ما قلنا كده حاجه زي نموذج اولي كده، ده المقصود بيها بالبروتوتايب، لو حاجه كروكي كده بعملها مش السيستم تحديدا. فبنعمل حاجه اوليه كده قبل ما السيستم يطلع وابدا اشوف فيها لو في تغيير، عايز تغير حاجه، عايز تعمل حاجه عشان نلحق من بدري قبل ما يبقى التشينج هيبقى بكوست عالي. تمام؟ خلينا نشرحه، هو هيشرح كل واحده فيهم بالتفصيل. انكريمنتال ديليفري لا، ان انا بديليفر للكاستمر وبنزل السوق وبعدين اي تشينج يطلبه ببدا ازوده ايه؟ ازوده عليه. فالبروتوتايبنج ده يعتبر انيشال فيرجن من السيستم، زي ما بيقول لك كده كاني بجرب حاجه، بتراي حاجه، بجرب مع اليوزر حاجه، انترفيس معين محتاج ان انا اجربه معاه، سيناريو يتم بيه الفانكشناليتي بجربها معاه، فبدل ما يستنى لغايه ما السيستم يطلع لا انا اعمل له بروتوتايب، اعمل له زي حاجه كروكي كده ديزاين اولي واقول له بص احنا هنمشي في هو ده مش الفاين، هو ده مش الجرافيكال يوزر انترفيس، هي دي مش الالوان اللي هتطلع في الاخر، فاهمين ازاي؟ ده بس شكل مبدئي بطمن معاك على السيناريو هو ده اللي انت عايزه ولا لا قبل ما نشتغل. ده البروتو ايه؟ ده البروتوتايب. عندي كذا حل عايز اناقش معاه الالترناتيفز، مهما كلمته هو مش فاهم، اوريله بقى ده البروتوتايب. ان انا اقول لك عندك الطريقه دي وعندك الالترناتيف ده وعندك الالترناتيف ده، ها مين افضل؟ يقول لك ولا واحد بالثلاثه، احنا مش عايزينها كده، زود واحد رابع بس عادي. يبقى ده فائده البروتوتايب، ان انا بتشك معاه كذا سوليوشن او كذا الترناتيف واوصل لايه؟ لواحد متفقين عليه كلنا، بدل ما اشتغل انا بدماغي ويجي بعد كده يقول انا عايز اتشينج، طب وعلى ايه؟ خلينا نعمل بروتوتايبنج من الاول عشان اي تشينج يبقى من الاول. تمام يا جماعه؟ فالبروتوتايب ده ممكن يطلع من الاول خالص، ده من واحنا بنجمع ريكويرمنتس اصلا ممكن انا اطلع الايه؟ اطلع البروتوتايب. فالبروتوتايب ممكن يبقى في مرحله الريكويرمنتس، الناس اللي بتاخد معايا ريكويرمنتس انجينيرنج كورس، فممكن البروتوتايبنج هناخده في الريكويرمنتس، ان انا من الاول خالص الريكويرمنتس موجوده اطلع الايه؟ اطلع البروتوتايب عشان انتسيبيت اي تشينج موجود ونطلع اي ريكويرمنت زياده، ولو عندي انا افكار جديده عن الكاستمر قايلها لي ممكن اعرضها له برده في شكل بروتوتايب، لان مهما شرحت مش هتعجب او مش هتوصل الفكره غير لما يشوفها امبلمنتد ايه؟ امبلمنتد قدام. تمام؟ برضو بيطلع لو في ايرورز، لو في اي حاجه، كل ده بيطلعه لي الايه؟ البروتوتايب. البروتوتايب برضو بيبقى موجود في مرحله الديزاين. فالبروتوتايب موجود في الريكويرمنتس وموجود في الديزاين. لان في الديزاين زي ما قلنا انا وانا بديزاين، احنا في ريكويرمنتس بنجمع ريكويرمنتس، فممكن اعمل بروتوتايبنج عشان اديله افكار لريكويرمنتس جديده. او لو في ريكويرمنت انا مش فاهماها وعايزه اقرب المفاهيم ما بينها فاعملها في شكل شغال. لكن هي مش شغاله ولا حاجه، ده زي ما قلنا ده حاجه انيشال فيرجن. تمام؟ او في مرحله الديزاين لو في كذا لو في فانكشناليتي ممكن تتعمل باكتر من طريقه وانا مش عارف اوصل هو عايز انهي ديزاين احسن، فاعمل له برده بروتوتايب. فالبروتوتايب ممكن يبقى في الريكويرمنتس او ممكن يبقى فين؟ يبقى في الديزاين. تمام؟ زي ما مكتوب قدامك اهو، بنتشيك فيزيبيليتي بالبروبوز ديزاين، بسبورت يوزر انترفيس ديزاين، ممكن اوري له يوزر انترفيس مبدئي، عاجبك الانترفيس ده، عارفك عاجبك الترتيب ده، منيوز كومبو بوكسز بتاع، يشوف حاجه يشوفها غير ما يقعد اقراها له في دوكيومنتس او انا اللي اشرحها. فلما يشوف حاجه في الديزاين هاي نكمل نمبلمنت نديفلوب، يبقى ايه؟ البروتوتايب حاجه مش مكلفه، احسن ما اخلص صرف على الديفلوبمنت يقول لي لا مش عاجبني، فده اللي هيبقى مكلف اكتر. تمام؟ دي بقى البروسيس بتاعت البروتوتايب ديفلوبمنت.
نعمل بلان، نحط اوبجكتيف للبروتوتايب. هو الهدف من البروتوتايب ده ايه؟ هل باكسبلور ديزاين الترناتيفز، هل في ريكويرمنتس فيج او امبيجوس، وانا بحاول. لازم تحط اوبجكت، هو انت ليه ايه هدف؟ مش قاعدين فاضيين. حط هدف للبروتوتايب ده وهيكون بيعمل ايه. طبعا البروتوتايب مش بيعمل كل حاجه، مش بيعمل كل حاجه السيستم بيعملها، لا انا بحدد جزئيه هي دي اللي عايزه اناقش الستيك هولدر او الكاستمر فيه، ونعمل له ديفلوبمنت والايفالويت ونطلعه للايه. وده موديل تاني كلهم نفس الفكره. هنا بيقول لك may involve living out functionality. Prototype should focus على الاريز اللي هي not understood. ما خلي بالك انا مش هعمل حاجه احنا متفقين عليها، احنا قلنا البروتوتايب ده عشان هياخد اجابه من الستيك هولدر، عشان احل مشكله، تمام؟ عشان خايف من التشينج ممكن يحصل بعد كده، او عندي anticipation للتشينج هيحصل بعد كده. فهي الحاجات دي هي اللي فوكس عليها اعمل عليها بروتوتايب، لكن ما اعملوش بروتوتايب على اللوجن وال ما خلاص، ما احنا عارفين اللوجن هي اسطمبه واحده مثلا، وما ضيعش وقت في دي. الايرور تشيكنج والريكفري ما بيبقوش موجودين في البروتوتايب. يعني انا لو بديسكرايب حاجه انا اللي هرن بايديا، فما اقعدش بقى اقعد اضيع وقتي في ان انا اكود او ان انا ديزاين لكل لو سبتي فاضي هيحصل ايه، لو دخل ايه دي نيوميريك مع انها كاركتر، دي حاجه كده بس كروكي، ده حاجه بس ايه زي ما قلنا للتجربه. فما ضيعش وقتي ان انا احط كل الفاليديشن اللي المفروض تحصل فيها، ليه؟ انا اللي هرن بايديا اصلا، انا اللي عامله وانا اللي هرن بايديا قدام الايه؟ قدام الكاستمر واخد رايه. بنفوكس على الفانكشن ريكويرمنتس مش النون فانكشن ريكويرمنتس. المفروض ان احنا هناخد محاضره عن الريكويرمنتس بنتكلم فيها عن انواعها. ريكويرمنتس انواع، في فانكشنال في نون فانكشنال. ببساطه الفانكشنال السوفت وير بيعمل ايه؟ هيعمل صراحه كده بيبرنت بيشو بيكالكوليت بكذا. النون فانكشنال حاجات لها علاقه بالكواليتي بتاعت السوفت وير، هو السكيورتي اخبارها ايه، الريسبونس تايب اخباره ايه، اليوزر انترفيس اخباره ايه، الكلام ده كله. البروتوتايب بيعالج مشاكل الفانكشنال مش الايه، مش النون فانكشن ريكويرمنت، تمام؟ وهنتكلم عنها بالتفصيل. اهم حاجه البروتوتايب شود بي ديسكاردد افتر ديفلوبمنت، يعني ما حدش ياخده كبدايه يقول لك الله يحلو في عينه كده ولا يزغلل في عينيه، ايه ده شغال وشك، طب ما يلا نبتدي عليه ونقوم عليه السوفت وير. لا، البروتوتايب يخلص نرميه. ديفلوبمنت حاجه ثانيه. انا حتى قلت لك وانا بشرح هي مش دي نفس الالوان، هو مش ده نفس الشكل، هو انا بس بتجرب معاك حاجه، بنحل مشكله حاجه معينه. فما تاخدوش كنواه الديفلوبمنت، لا ابتدي الديفلوبمنت على ايه؟ من الاول خالص، تمام؟ زي ما اتفقنا ان احنا في حاجات كتير قوي مش مدخلينها فيها، لان الفانكشن ريكويرمنتس وبيبقى مش دوكيومنتد وما بيبقاش داخل فيه اي كواليتي ستاندرز، حتى الفاليديشن والايرور تشيكنج قلنا مش داخله ايه؟ مش داخله معايا. ده بالنسبه للبروتوتايب. في طريقه ثانيه ان انا انتسيبيت بيها اي تشينج او اسهل بيها التشينج، اللي هو الانكريمنتال ديليفري. انكريمنتال ديليفري اللي هو بدل ما اعمل سنجل ديليفري للسيستم، كل اللي فات ده سنجل ديليفري للسيستم، من ديفلوب ونسلم مره واحده السيستم على بعض. طب ما اديله السيستم على اجزاء، اسلم السيستم على اجزاء، ده الانكريمنتال ديليفري، ده غير الديفلوبمنت. انكريمنتال ديفلوبمنت كنا من ديفلوب على اجزاء بس بنسلم فاينلي هو سيستم واحد، نعمل سنجل ديليفري، تمام؟ فاهمين الفرق؟ اما الانكريمنتال ديليفري لا، انا هسلم على اجزاء، هطلع السيستم على اجزاء، تمام؟ فبنقسمه ونطلعه. طب الاجزاء بيزد على ايه؟ بيزد على البريورتيز ريكويرمنتس بتاعتي. الميجر فانكشنز الريكويرمنتس اللي ليها بريورتيز عاليه اللي هي ذات اهميه هي بتبقى في الفيرست انكريمنت او في الفيرست فيرجن اللي هنزلها للسوق، ده انا هنزلها الناس تشتغل عليه. فهطلع من الحاجات الرئيسيه الاساسيه. الاديشنال فانكشناليتيز تبقى على الانكريمنتس اللي ايه؟ اللي جايه لي بعد كده. طب انا استفدت ايه هنا في موضوع التشينج؟ لا، الناس اشتغلت، ممكن تقول لي كومنتس، اشتغلت على الطبيعه. اليوزر الكاستمر شاف يقدر يقول لي على اي تعليقات، ففي لسه انكريمنت هيجي، في زياده لسه انا شغال، تمام؟ فيقدر يقول لي والحق نفسي واطلع مع الانكريمنت اللي ايه اللي جاي بعد كده، تمام؟ فده الفرق، اهو ده الفرق ما بين الانكريمنتال ديفلوبمنت اللي انا لسه شرحها في النص الاولاني من المحاضره والانكريمنتال ديليفري. يبقى الانكريمنتال ديفلوبمنت احنا من ديفلوب انكريمنتال لكن without actually delivering السيستم بتاعي، من غير ما اعمل له ديبلويمنت. لازم ابقى فاهم الفرق ده. الديليفري لا، احنا من ديبلوي كل انكريمنت للاند يوزر واشتغل. زي انا مثلا كده اعمل واتساب ولا حاجه ابلكيشن، رحت اعملها ومنزلها للناس اول ما نزلت، ما هو ما كانش فيها غير تكست تشات بس، بنتشات مع بعض. امتى نزل الفويس نوت؟ بعدين عملنا ابجريد ونزلت. امتى نزل ان انا ابعت صور ولا فايلات؟ بعدين. طب امتى طلع فكره الستيكرز؟ بعدين. شايفين ازاي؟ هل دي فانكشناليتيز كان لازم استناها كلها تتجمع في الاول وخلص سيستم مره واحده وننزله؟
لا خالص، موضوع ايه كريمنتال ديليفري، شغال واحده واحده، كان بينزل وبناخد كومنتس وبناخد فيدباكس ونعدل ونحسن وننزل، فكره جروبس، فكره بتاع مثلا، قيسها على كده. لما بستناش كله لغايه ما يخلص، لا بينزل وبعد كده اي حاجه بتنزل في شكل ريليز، يقول لك دي ريليز رقم كذا، ريليز رقم كذا، ريليز رقم كذا. تمام يا جماعه؟ اهو لسه قايلها، مور رياليستيك ايفالويشن اباوت براكتيكال يوز. هو انا مش بنتست، مش جايبين ناس بتعمل تيستنج، لا ده الناس ده التيستنج بيتم لايف، يعني الاند يوزر هو شغال بيتست، الباج بتطلع في وشنا عادي واحنا شغالين على الابلكيشن، صح؟ يقول لك ريبورت، ريبورت للتيم بتاع الفيسبوك، بس مش بيطلع لنا باجز ساعات، بيطلع لنا ايرورز واحنا شغالين على الفيسبوك، يقول لك ريبورت للتيم. هل هو مثلا معهوش فلوس يعمل تيستنج؟ لا، بس هو شغال ديفلوبمنت، مش مستني لغايه الاخر، لا دي انكريمنتال ديليفري، بينزل وانت بتست، بيعتبرك تيستر اصلا، انت اللي بتشتغل على الفيتشر ويريبورت عنده المشاكل ويصلحها وينزلها، يقول لك ابجريد او نزل ريليس جديده للفيسبوك بس. تمام يا شباب؟ دي البروسيس بتاعته، زي ما شفنا البروسيس بتاعت البروتوتايب، بنديفاين الريكويرمنتس، بنassign الريكويرمنتس تو انكريمنتس زي ما اتفقنا بالبريورتيز، اللي الاهم بتنزل الاول وبعدين بينزل بعديها بقيه الفانكشنالز، ديزاين والسيستم اركتكتشر، من ديفلوب بقى الانكريمنت، كل انكريمنت بيحصل له فاليديشن، انتجريشن، بانتجريت بقى على القديم، انا مش برمي القديم، بانتجريت الفانكشناليتي الزياده، افاليديت السيستم على بعضه. خلي بالك انا بفاليديت الانكريمنت، الجزء اللي انا عاملاه انتجريته للسيستم اللي شغال، افاليديت السيستم بقى على بعضه بعد ما ضفت الجزئيه دي، وديبلوي الانكريمنت. هل وصلت للفاينل سيستم ولا لا؟ ما وصلتش، يلا نديفلوب الانكريمنت اللي بعده ونفاليديته ونانتجريت للسيستم وهكذا، ونفاليديت السيستم وننزل، تفضل ماشي في البروسيس دي لغايه ما يخلص الايه، توصل للفاينل سيستم. ايه مميزاته؟ طبعا زي ما قلنا مش زي البروتوتايب، هي مش حاجه بتتعب فيها وفي الاخر بترميها، زي ما قلنا لازم ديسكارد، لا ده جزء من الريل سيستم، انا بديفلوب جزء من السيستم، فده ريل بارت او بارت اوف ذا ريل سيستم. تمام؟ الكاستمر مش لازم يستنى لغايه ما السيستم يخلص، لا هو شاف المنتج قدامه وحس بالفاليو بتاعته ونزل السوق وبيكسب منه وكل حاجه وشغال عليه، فالفيرست انكريمنت بيساتيسفاي الموست كريتيكال ريكويرمنتس، فهو حاسس ان هو لا اللي قصاد اللي بيدفعه واخد حاجه الكاستمر بتاعه. تمام؟ طبعا بما ان الانكريمنت الاولاني بيبقى فيه الموست امبورتنت فيتشرز، فهي اللي بتاخد الانتنسيف تيستنج من الاند يوزرز، فتلاقي انت منزله زي ما قلنا المور رياليستيك ايفالويشن، فانت منزل اول فيرجن فيها اهم فيتشرز، فخدت كل الايه الريسيفد الموست ايه الموست تيستنج. تمام؟ فطبعا حاجه زي دي السيستم بتاعك هيبقى ليس لايكلي تو انكاونتر اي سوفت وير فيلرز، وانت عمال تيست ريل ايه ريل تيستنج لحد ما يطلع لك السيستم الايه النهائي. طيب هل ليه بروبلمز؟ يعني البروبلمز بتاع يعني البروبلمز بتاعته مش قد كده، بس هي ان احنا hard to identify common facilities that are needed by all increments. يعني لو في facility معينه كل الانكريمنتس هيستخدموها انا ما ببقاش عارفها من الاول. فاهمين ازاي؟ يعني مثلا يقول لك ايه، طب جيت في الانكريمنت الاولاني ما عملتش حسابها، جيت في التاني لقيته عايزينها فعملت لها ديفولت، في التالت عايزينها، طب في الرابع، طب ما كان من الاول، لو في فاسيلتي معينه اقدر ان انا اعملها من الاول كل الانكريمنتس استفيد منها كان هيبقى احسن لي. طب ما ده انا مش هوصل له ان انا ما عملتش اناليسيس كامل او ديزاين فول ديزاين كامل للابلكيشن بتاعتي، انا سايباها للايه؟ للتشينج، للريكويرمنتس تشينج، فكان صعب بالنسبه لنا ان انا اطلع ايه؟ كومن فاسيلتيز لكل الايه؟ لكل الانكريمنتس اللي موجوده. مفيش كومبليت سيستم سبيسيفيكيشن انتل ذا فاينل انكريمنت، مفيش حاجه تقول احنا خلصنا ما خلصناش وصلنا للفاينل ما وصلناش، اقول لك هات لي الكومبليت سبيسيفيكيشن بتاعت السيستم، والله احنا لسه شغالين لسه ما وصلناش، ممكن بكره يطلع لنا فيتشر ثانيه، بعد بكره يحصل تشينج في ريكويرمنت، ما عندناش كومبليت ايه سيستم سبيسيفيكيشن. زي ما قلنا از ات ذا بيست ابروتش، احنا قلنا مفيش ايه، مفيش بيست ابروتش، محدش يقول على حاجه بيست ابروتش، زي ما اتفقنا حسب السيستم، هل هو لارج، هل هو سمول، متقسم لتيمز، الناس لوكيتد في مكان واحد ولا تيمز دي كل واحد في واحد في الهند وواحد في امريكا وبيشتغلوا على نفس البروجكت، هل هو كريتيكال سيستم، فالسيفتي والسكيورتي عاليه، بعمل لمفاعل نووي، بعمل لويبنز، بعمل لجيش، بعمل لعربيات، بعمل، فكل طبيعه كل سيستم لا لازم لها ايه، لازم لها سوفت وير بروسيس معينه.
ده الكتاب اللي احنا اشتغلنا منه اللي هو السمر ريل، وده كان ايه، ده كانت المحاضرة بتاعت النهاردة. محاضرة النهاردة هتبقى بعنوان الاجايل سوفت وير ديفلوبمنت. المفروض المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا انتروداكشن عن السوفت وير والسوفت وير انجينيرنج، ده كان اول محاضرة. المحاضرة اللي بعدها اتكلمنا عن الديفلوبمنت بروسيس او السوفت وير بروسيس، خدنا الووتر فول وخدنا الانكريمنتال ديفلوبمنت وخدنا السوفت وير ريوز واتكلمنا عن البروتوتايبنج واتكلمنا عن الانكريمنتال ديليفري، وقلنا ان احنا عندنا البروجكتس يا اما بشتغل بلان دريفن يا اما بشتغل ان اجايل، فده برضو نقدر نعتبره سوفت وير ديفلوبمنت بروسيس اللي هو الاجايل سوفت وير ديفلوبمنت. دي طريقه برضو او بروسيس بمشي بيها عشان اطلع الايه السوفت وير بتاعي. فالنهارده احنا هنتكلم مينلي عن الاجايل سوفت وير ديفلوبمنت، هنتكلم عن الكونسبتس اللي ورا الاجايل، هنتكلم عن اشهر اثنين ابروتشز موجودين جوه الاجايل اللي هو السكرام والاكستريم بروجرامينج. فكل ده هنتكلم عنه ان شاء الله في محاضره ايه، محاضره النهارده. جت منين فكره الاجايل سوفت وير ديفلوبمنت؟ اللي هو ان احنا محتاجين ننزل الماركت بسرعه، ان انا مش في البلاند او في الووتر فول معتمد على ان السيستم ممكن اقعد اعمل فيه سنتين عشان يطلع لي سيستم في الاخر، تمام؟ هنا لا، بنتكلم في ان انا الدنيا زي ما انتم شايفين كده الماركت مفتوح، اي حد يقدر يعمل اي موبايل ابلكيشن وينزل بيها وينافس ويكسب وينزل في السوق ويثبت نفسه والكلام ده كله. فكل ده محتاجين سوفت وير بروسيس تبقى سريعه، سوفت وير بروسيس تمكنني ان انا اعمل رابيد ديفلوبمنت اند ديليفري، مش مجرد ان انا اعمل سيستم وخلاص، لا انا عايز اعمله واعمله بسرعه وانزل بيه بسرعه لايه الماركت بتاعي، فمحتاج اعمل رابيد ديفلوبمنت اند ديليفري. فطبعا مفيش حد بياخد كل حاجه، يعني محدش هيبقى عايز ينزل بسرعه وينافس ويلحق وفي نفس الوقت هيطلع سيستم 100% الكواليتي بتاعته عاليه و100% فري اوف باجز والكلام ده كله، لا، الموضوع بيبقى تريد اوف ما بين السوفت وير كواليتي نفسها وما بين كومبرومايزنج للريكويرمنتس اللي انت عايز تعملها. يعني ممكن اقول هقلل في الريكويرمنت دي مش هعملها كلها عشان الحق انزل او عشان الحق اعمل الديفلوبمنت بسرعه او ديبلويمنت بسرعه. فالموضوع بيبقى تريد اوف ما بين السوفت وير كواليتي والريكويرمنتس كومبرومايزيشن وما بين الايه الفاستر ديبلويمنت. الفكره الرابيد سوفت وير ديفلوبمنت دي جت من امتى؟ جت من طبعا مع الانكريمنتال ديفلوبمنت، لان هي اصلا اول فكره للرابيد ديفلوبمنت جايه مع الانكريمنتال ديفلوبمنت. دي كانت من اي بي ام من اوائل الثمانينات، بدات بقى تشتغل عليها كتير لحد ما طلع لنا فكر الاجايل. الاجايل ده طلع في في اواخر التسعينات، ما طلع فعليا بقى الابروتشز اللي هي زي السكرام والاكستريم بروجرامنج اللي بتطبق فكره الاجايل، ان احنا نشتغل البروجكت بتاعنا ان اجايل من اواخر الايه التسعينات، يعني من اول 99 كده. طيب عموما الرابيد سوفت وير ديفلوبمنت فاندمنتال كاركترستكس ايه هي؟ يعني فكره ان انا اعمل السوفت وير رابيدلي. اول حاجه الاكتيفيتيز اللي اتكلمنا عنها في المحاضره اللي فاتت اللي هي الاناليسيز ريكويرمنتس اناليسيز الديزاين الامبلمنتيشن ما بقتش واضحه وصريحه كده، ما بقتش في مرحله كامله للريكويرمنتس، مرحله كامله للديزاين، مرحله، لا، الدنيا كلها بقت داخله في بعض. بعدين عشان اطلع بالسيستم او اطلع بفيرجن او اطلع بانكريمنت وات ايفر كنا بنسميه ايه، فالدنيا بقت كلها داخله في بعض، فما بقاش عندي ديتيل سيستم سبيسيفيكيشن. الديزاين دوكيمنت بقت مينيمايزد جدا، ما بقاش عندي دوكيومنتيشن زي في البلان دريفن كان بيبقى عندنا دوكيومنتس وانتنسيف ديزاين دوكيومنتيشن والكلام ده كله، ما بقاش موجود، لان هم بقوا معتمدين على فكره ان انا ببروجرام واكتب البروجرام ومش شرط يبقى فيه دوكيمنت ليه، مش شرط يبقى فيه دوكيومنتيشن ليه، تمام؟ اليوزر ريكويرمنتس دوكيمنت المفروض في البلان دريفن ان انا عندي سبيسيفيكيشن ريكويرمنت دوكيمنت عند اس ار اس مكتوبه ديتيلد مكتوبه بالتفصيل زي ما هنشوفه في الترم ده. هنا لا، معتمد ان هو عنده مجرد دوكيمنت كاتب فيها الموست امبورتنت كاركترستكس بتاعت السيستم وخلاص على كده، لو احنا عايزين السيستم يعمل ايه وبس بدون اي ايه بدون اي تفاصيل. ايه تاني بيوصف او بيميز الرابيد سوفت وير ديفلوبمنت؟ ان هي بتبقى ديفلوب ان سيريز اوف فيرجنز، ده اتكلمنا عليه في الانكريمنتال ديفلوبمنت، ان انا مش بستنى سيستم يخلص، لا، انا بعمل فيرجن من السيستم فيها الموست امبورتنت فيتشر بنزل بيه بديفلوب نكست فيرجن وهكذا، تمام؟ فده الفكره بتاعتي. طبعا اليوزر بيبقى انفولفد معايا هو والستيك هولدرز عشان بيعملوا ايفالويشن لكل فيرجن عندي، تمام؟ ممكن يعملوا بروبوزنج تشينج، حاجه مثلا موجوده عايز يغيرها، عايز يضيف حاجه جديده، فممكن ده يتعمل في الايه في الفيرجنز في الفيرجنز او السيريز اللي جايه. ايه اللي جايه بعد؟
السيستم يوزر انترفيس في الغالب بيبقى معظمهم مستخدمين اي دي ايز، اللي هي اي دي ايز اللي هي سهل ان هي تكريت بيها بسرعه، انترفيس سريع وكده، مش اللي هو بيكريت الانترفيس بتاعه فروم سكراتش. لا، في بروجرامنج انفايرمنتس كتير بتمكنني ان انا كويكلي اكريت الايه السوفت وير انترفيس بتاعي، فمعتمده بيز يعني مينلي عليها. نيجي بقى للاجايل ميثودز. الاجايل زي ما قلنا دي فيلوسفي كده ورا الاجايل، اللي هو ازاي نشتغل السيستم بقى بطريقه مختلفه عن البلان دريفن واللي الناس متعوده عليها زي الووتر فول والكلام ده كله. فاجتمع كده كام ساينتست، حوالي 14 ولا 13 مش فاكره العدد، يعني كام واحد كده، وقالوا احنا هنعمل حاجه اسمها اجايل مانيفستو، زي كده فيلوسفي كده الناس كلها اللي عايز يشتغل اجايل يطبق المبادئ دي، هنحط لنا شويه ايه شويه مبادئ. تمام، فقالوا احنا من المبادئ بتاعتنا ان احنا بنركز على الانديفيدوالز والانتر اكشنز اللي ما بينهم، على البروسيس والتولز، بنركز على الوركينج سوفت وير، ده اللي يهمنا اكتر من الدوكيومنتيشن، يهمنا الكاستمر كولابوريشن وان هو يبقى انفولفد معايا عن ان هو يكتب الكونتراكت وخلاص، يهمني ريسبوندنج تو تشينج عن ان انا افولو بلان معين. فاهمين هما بينهانس انهي فكره؟ فكره ان انا بشتغل على individuals، بشتغل على working software over document، بشتغل على ان الكاستمر يبقى موجود معايا دايما، بشتغل فكره ان ممكن التغيير اللي عايزه اعمله له، مش لازم اكون بفولو البلان واقول له لا لو سمحت انا في بلان ما ينفعش اغيرها. فكل دي مبادئ الايه؟ مبادئ اللي عايز يشتغل بفكره الايه؟ فكره الاجايل. تمام؟ طبعا انت الاجايل كلهم بيبقوا نفس فكره الانكريمنتال ديفلوبمنت اند ديليفري، فاي حد شغال بيشير نفس البرنسبلز دي فهو كانه يعتبر شغال ايه؟ شغال اجايل، ما دام بيطبق البرنسبلز اللي ايه؟ اللي انتم شايفتوها في المانيفست. هنا البرنسبلز هنا مكتوبه بقى بتفصيل اكتر، ايه هي البرنسبلز بتاعتنا؟ بيقول لك ان احنا اور هايست بريوريتي ان احنا ساتيسفاي الكاستمر ونديله ايرلي وكونتينوس ديليفري. فاحنا هنا مش الفكره ان انا لا اركن يا كاستمر على جنب لغايه ما اخلص السيستم خالص واديهولك، لا انا هديك كونتينوس وايرلي ديليفري، فتحس بقيمه الايه؟ تحس بقيمه السوفت وير اللي انت دافع فيه فلوس او اللي انت عايزه. تمام؟ ويلكم تشينجينج ريكويرمنتس، ده مش موجود في الووتر فول خالص، احنا قلنا هو يقول كل حاجه من الاول ويسيب لي بقى كده لغايه ما اطلع بالبرودكت في الاخر. تمام؟ deliver working software frequently from a couple of weeks to a couple of months. الاجايل معتمد على ان ما زودش الفتره بتاعت التسليم الانكريمنت بتاعي عن شهرين، هي مينيمم 2 ويكس ماكسيمم ايه؟ ماكسيمم شهرين، مش هتاخر عن كده. وهتلاقوا في كل اللي من الشهر يقول لك 2 ويكس 2 ويكس، الفتره ما بين انكريمنت والتاني 2 ويكس. فاهمين ازاي حاجه شغاله؟ شغاله ونازله وحصل لها ديبلويمنت واليوزر شغالين عليها. تمام؟ البيزنس بيبل اند ديفلوبر ماست ورك توجذر، هي فكره بقى الكاستمر انفولفمنت. ان انا في الووتر فول انا كان الكاستمر بيجي لي في الاول خالص، بقعد معاه اعرف ريكويرمنتس واقول له بعد ما اخلص يبقى تعالى بص على السيستم. هنا لا، هو انفولفت معايا في كل خطوه بمشيها، مع كل انكريمنت، مع كل حاجه. تمام؟ بيلد بروجكتس اراوند موتيفيتد انديفيدوالز، هنا بيدي فوكس قوي على الانفايرمنت اللي هيشتغل فيها التيم. لازم الديفلوبر يبقى مهيئ لهم الريسورسز الكافيه، هو طبعا انت عايز نطلع بالبروجكت بسرعه، لازم تبقى الريسورسز موجوده، الانفايرمنت متاحه، متسهل لكل حاجه عشان يقدر الناس دي او البروجرامرز دي ان هي تقدر تشتغل وتطلع حاجه بتشتغل افكتفلي. تمام؟ هنا بيقول لك الموست افيشنت اند افكتيف ميثود اوف كونفينج انفورميشن هي الفيس تو فيس كونفرسيشن. الاجايل بيركز قوي على ان احنا نتكلم مع بعض، فكره الدوكيومنتيشن اللي ما بيننا وابعت لك دوكيومنت فتبعت لي دوكيومنت، او هو مش معتمد على الفكره دي، معتمد ان احسن نوع من انواع الكوميونيكيشن توصل لي معلومه هو الفيس تو فيس ايه كونفرسيشن، ما بين التيم وبعضه، او ما بين التيم وما بين مين، وما بين الكاستمر اللي عايز الايه السيستم ده. Working software هو primary measure of progress. طبعا هو هنا الووتر فول كان بيقول لك انا عايز بلان امشي عليها عشان اقيس البروجريس بتاعي، هنا بيقول لك الوركينج سوفت وير هو البرايمري ميجر بتاعه. في وركينج سوفت وير ولا لا؟ خلصنا فيتشرز فيه ولا لا؟ هو ده البرايمري ميجر اوف بروجريس. تمام؟ معتمد على ان الموضوع ان لازم السبونسر والديفلوبرز واليوزرز يشتغلوا مع بعض، يشتغلوا كونكت يعني بيكونكت مع بعض، التشينجز بتتقال اول باول، بنشتغل متوقعين ان في تشينج بيحصل، مش كله ريجيد ان هو لا انا مش هغير، لا انا مش هعمل. فكل ده برده من البرنسبلز اللي موجوده. كونتينوس اتنشن تو تكنيكال اكسلنس، خلي بالك انت عشان تشتغل اجايل صح ما ينفعش تجيب ديفلوبر سكيلز بتاعته اي كلام، عشان تعمل اجايل وتطلع بسوفت وير زي ما قلنا شغال في وقت قصير انت محتاج ناس ليهم سكيلز عاليه
وتكنيكاليتي عاليه، تمام؟ ما ينفعش اجيب حد ايه لسه مش متمكن قوي واقول لا. لكن في الاجايل، لكن انا لو بشتغل في بروجكت بلان دريفن مثلا ولا بتاع، لا انا ممكن اجيب ناس ويجربوا ويغلطوا ونصلح ومفيش، ويتدرب ويتعلم، مفيش فيه مشكله. لكن في الاجايل مفيش وقت انك انت لسه تتعلم، لازم تبقى هايلي اكسبيرينس وتبدا تشتغل، تمام؟ simplicity to maximize the amount of work not done is essential. ان احنا نحاول نخلي الدنيا سيمبل على قد ما نقدر. حتى هتلاقوا في الاجايل هو ما بنقعدش نديزاين لبعدين، احنا بنديزاين لدلوقتي، يعني على قد المشكله بنحلها. ما تقعدش تقولي بقى بعدين، طب ايش جالنا كذا، ما عندناش دعوه بعدين، خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي ونبقى سيمبل على قد المشكله اللي قدامنا ونحلها عشان نطلع بالايه بالسوفت وير، تمام؟ مقتنعين ان البيست اركتكتشر والريكويرمنتس والديزاين ده بيطلع من السيلف اورجنايزنج تيم، ان لو تيم هايلي اكسبيرينس منظم ما بينه وما بين بعضه فهنطلع باحسن ديزاين واحسن حاجه، ده توقعهم يعني. و يعني at regular interval the team reflects on how to become more effective ومن tune when adjust the behavior accordingly. يعني احنا في البروسيس بنعلم بعض، في البروسيس بنساعد بعض، بنحاول نتيون اي مشكله، بنحاول نحسن، نعمل امبروفمنت طول ايه، طول ما البروسيس شغال. فدي كانت البرنسبلز نقدر نعمل لهم سامري في اربع حاجات مهمه: الكاستمر انفولفمنت، الانكريمنتال ديليفري، ان انا مركز على البيبل نوت بروسيس، ان انا بعمل امبريسنج للتشينج مش ان انا بقول لا اي تشينج، وبنمنتين السمبلستي اللي زي ما بقول لك، ديزاين على قد المشكله اللي معاك، امبلمنت على قد المشكله اللي معاك، ما تفكرش في ايه في اي شغل جاي بعدين، تمام؟ طبعا عشان اعمل حاجه بالاجايل ميثود فمحتاج سوفت وير بطبيعه معينه، زي ما قلنا في المحاضرات اللي فاتت، انا ما ينفعش اقول انا الطريقه دي عجباني هشتغل بيها طول عمري، او انا الطريقه دي عجباني فانا هعمل بيها اللي انا ديفلوبمنت لاي سوفت وير يجي لي في الشركه، لا ما ينفعش ما ينفعش. انا المفروض ساعتها اقول ايه؟ لا، حسب طبيعه السوفت وير هشوف ايه الميثود اللي تنفع. فما اقولش اه الاجايل ده جميل ولطيف وبيطلع كل حاجه بسرعه فاستخدمه على طول، لا، هو بيبقى نافع مع السمول والميديوم سايز برودكت، تمام؟ معمول للكاستم سيستم ديفلوبمنت، اللي هو انا في كلير كوميتمنت من الكاستمر هو هيبقى معايا، ان احنا قلنا لازم الكاستمر انفولفمنت تبقى موجوده، ده اول برنسبل موجود عندي، تمام؟ هنا بيقول لك في الواقع بقى البرنسبلز دي بتبقى صعب تحقيقها، ما بتبقاش موجوده بالطريقه اللي هي السهله دي. يعني فكره الكاستمر انفولفمنت اللي عاملين نقولها، انت فاكر ان الكاستمر هيبقى فضيلك وقاعد لك، هو ممكن يبقى متحمس في الاول، وهيفضل قاعد معاك في الاول، لكن مع الوقت هتلاقي الكاستمر بدا يتسحب منه، تمام؟ مش بس كده، ممكن تعتبر الكاستمر فضيلك، لا هو عنده اشغال ثانيه وعنده حياه ثانيه وعنده شغل تاني، فاهمين ازاي؟ ده السيستم ده انت بتعمل حاجه بس جانبيه، يعني هو المفروض يشارك بيها كحاجه جانبيه، ده مش شغله الرئيسي، مش شغلته الرئيسيه ان هو يبقى انفولفد معاك في السيستم، فممكن لا وقته يسمح له وقت فيبدا ينسحب معاك. ففكره الكاستمر انفولفمنت دي اللي هي فول تايم يعني ما بنلاقيهاش دايما، مش بنلاقيها ايه دايما عندنا، تمام؟ فكره بقى الاندفيدوال تيم ممبرز، الاجايل معتمد ان احنا بنشتغل كتيم، وفي ناس ما عندهمش السكيلز دي، هو ينفع يشتغل لوحده، تديله تاسك يعملها ويسلمها له، لكن احنا بنشتغل كتيم ونبلغ بعض ونقف نتناقش مع بعض ونحل مشاكل مع بعض وكده، مش كل الناس عندهم القدره ان هم يشتغلوا within ايه؟ within تيم كممبر يعني من التيم ده. ايه كمان؟ موضوع ان انا احط بريورتيز للتشينجز دي، انت فاكر ان هي سهله، اتفاجئ لا، هو موضوع اكستريملي ديفيكلت زي ما موجود قدامك، وبيدخل فيها حسابات لمين ستيك هولدرز. انا دلوقتي في تشينجز جاياني من اكتر من ستيك هولدر واكتر من كاستمر، كل واحد فيهم قايل لي تشينج، طب انا هاخد بتاع مين؟ هبدا بمين؟ مين اللي هنزل بيه الانكريمنت الجاي؟ ففي خناقه عايز افضها، في مشكله، تمام؟ فان انا احط بريورتيز، لا ده انت اللي ليك الاولويه عندها، ده داخل فيه اعتبارات كتير قوي، تمام؟ فدي ما ينفعش تبقى سهله بالسهوله دي حد يقررها، لا ده داخل فيها اعتبارات وداخل فيها يوزر كلاسز ليهم امباكت عن تاني وقصص قصص كبيره، تمام؟ فكره ان انا امنتين السمبلستي، انت عمال تقول للديفلوبر وانت بتكود خلي الكود منظم، خلي الكود سامبل، خلي اي حد يعرف يجي يقرا وراك، انت بتحط عليه بريشر اكتر من ان هو عايز يطلع في اون تايم،
او عايز يسلم في السكادجول، ففكره ان هو يمنتين بقى اللي انت عملته له ده هو محطوط تحت ضغط الدليفري، فبيوقع الحاجات دي كلها. كنت عملته احنا بقى منظمين واحنا مش محتاجين دوكيومنتيشن، ده احنا الكود عندنا بيتكتب فيه كومنتس هايله، ده احنا كل حاجه عندنا متظبطه، وهو ده مش الواقع، ما بيبقاش الواقع. تمام. ميني اورجانيزيشن زي ما بيقول لك كده في اللارج كومبانيز او كده محتاجين بروسيس يمشوا عليها، محتاجين دوكيمنت، محتاجين كونتراكت، محتاجين حاجه واضحه يمشوا عليها. فكره ان انت بتقول ان احنا لا ديفلوبمنت تيم واحنا هنطلع وهنعمل الكلام كله في الكود، ما بيبقوش ايه، ما بيبقوش متقبلينها ككالتشر، يعني ما بيبقوش متقبلينها. بالنسبه طبعا للدوكيومنتيشن، هم الاجايل بيقول لك احنا مش عايزين دوكيومنتيشن، ما فيش دوكيومنتيشن. ليه؟ هم شايفين انك انت حتى السيستمز اللي بيطلع لها دوكيومنتيشن مع التغيير اللي بيحصل عليها والمينتنس اللي بيحصل عليها مع الوقت بيحصل ان الابلكيشن الدوكيومنتيشن دي ما بتبقاش اب تو ديت، فغصب عنك الدوكيومنت هتوصل لمرحله هتبقى مش اب تو ديت، مش هتعكس الايه؟ مش هتعكس الواقع فعلا، مش هتعكس البروجرام اللي مكتوب له المكتوب فعلا. هما ده فكرهم. تمام. فليه نضيع وقت في ان انا اكتب دوكيومنتيشن في حين ان انا ممكن الوقت ده اصرفه او استغله في ان انا اعمل مينتينبل سوفت وير واكتب كود هاي كواليتي واكتب كود ريدبل والكلام ده كله. قلنا الكلام ده في الواقع للاسف ما بيحصلش. هم حجتهم كانت بلاش نكتب دوكيومنتيشن كتير وفي الاخر ما تعكسش السوفت وير بتاعي، انا اتعب نفسي في ان انا اكتب كود كويس، اكتب كود حلو. للاسف بقى تحت ضغط ان انا عايز اسلم حتى الكود ما بيتكتبش ايه؟ ما بيتكتبش كويس. هنا بقى بيقول to decide on the balance ما بين البلان بيزد والاجايل ابروتش، داخل فيها عوامل كتير قوي، داخل فيها تكنيكال وهيومن اورجانيزيشنال كويستشنز كده، بيزد عليها تحدد انت عايز تشتغل بلان دريفن ولا اجايل دريفن. يعني بيقول لك هل انت مهم بالنسبه لك يبقى عندك ديتيلد سبيسيفيكيشن وديزاين قبل ما تشتغل؟ لو مهم يبقى انت هتشتغل بلان دريفن، ما ينفعش معاك الاجايل. هل فكره ان انا اعمل انكريمنتال ديليفري دي رياليستيك وانك يجي لك رابيد فيدباك والكلام ده كله؟ لو انت اوكي يبقى تشتغل اجايل، مفيش فيها مشكله. هاو لارج سيستم، زي ما اتفقنا الاجايل معمول للسيستمز اللي هي معقول، اللي هي السمول وميديوم سايز برودكتس. لكن لو انا لارج سيستمز والتيم بتاعي كبير ولوكيتد كل واحد في لوكيشن غير التاني، انا ما ينفعنيش الاجايل. تمام. نوع السيستم نفسه، هل هو كريتيكال محتاج تيستنج كتير، محتاج ريكويرمنتس واضحه من الاول ولا لا، ولا سيستم عادي كوميرشال مش مشكله لو طلع فيه باج ولا حاجه مش يعني مش هياثر على السيفتي مثلا، ولا لا ده انا بعمل شغل للمفاعل نووي ولا بتاع، فتفرق طبيعه السيستم عشان احدد هشتغل ده ولا ده. الاكسبكتد سيستم بقى برده لايف تايم اللي عندنا، لان اللونج لايف تايم سيستمز زي ما بيقول لك بتحتاج مور ديزاين دوكيومنتيشن لونج لايف، يعني سيستم هيعيش للمستقبل فمحتاج نعمل دوكيومنتيشن، الناس اللي جايه بعدينا دي تلاقي حاجه تقرا منها. تمام. احنا هنبقى مشينا، فاهمين ازاي؟ فده برضو بيعتمد على اللايف تايم بتاعت السيستم. التكنولوجيز الافيلبل، الاجايل محتاج تكنولوجيز عاليه، محتاج زي ما قلنا سكيلز عاليه، محتاج تولز كويسه للانترفيس، حاجه تساعدك انك تطلع رابيدلي، فده لو متاح اشتغل اجايل، لو مش متاح يبقى انت لا محتاج تشتغل بطريقه ثانيه. التيم نفسه اورجنايزد ازاي؟ قلنا الاجايل معتمد على الفيس تو فيس كونفرسيشن، فلو التيم بتاعي لوكيتد في نفس المكان اشتغل اجايل، لو لا كل واحد فيهم واحد في الهند وواحد في امريكا وواحد مش عارف ايه، لا الدنيا هتبقى صعبه عليا ان انا اشتغل بالاجايل. الكالتشر ايشوز قلناها ان بعض السيستمز محتاج ان يبقى فيه كونتراكت، محتاج ان فيه ريكويرمنتس واضحه من الاول، ده فلوس بتتصرف ده لازم يبقى فيه ورق رسمي ده، فممكن تلاقي ناس تقول لك لا ما ينفعنيش شغل الاجايل ده، لازم كل حاجه تبقى بلاند من الاول وماضيين عليها و و، فده برده حسب الكالتشر. هاو جود الديزاينرز والبروجرامرز، احنا قلنا الاجايل محتاج سكيلز ايه؟ محتاج ناس سكيلز بتاعتهم عاليه، مش ناس لسه بتجرب، محتاج هاي سكيلز سكيل ليفلز. تمام. غير لو ايه؟ لو بلان بيزنس. هل السيستم سبجكت لاكسترنال ريجوليشن؟ يعني السيستم مثلا بيتبع هيئه معينه، لازم موافقه من اورجانيزيشن معينه، فانت مش هتاخد الموافقه دي غير لما تكون كاتب الفول سبيسيفيكيشن بتاعت السيستم. فمضطر انك تمشي بلاند ريفن، ساعتها مش هينفعك برضو الايه؟ الاجايل. فحسينا بقى ان فعلا ان في برودكتس مش هينفع معاها الاجايل ولازم ينفع معاها البلاند ريفن، وفي برودكتس ثانيه لا شغال معاها ان انا استخدم الاجايل ميثودز مفيش فيها مشكله.
طيب الاجايل زي ما قلنا ده فكره، ده فكره اي حد بيطبق الفكره دي فده ابروتش، يبقى انت شغال بالاجايل تمام. ففي ابروتشز كتيره، يعني لو دخلت على النت هتلاقي في ابروتشز كتيره بتتبع نهج الاجايل او الفلسفه بتاعت الاجايل. في منهم الاكستريم بروجرامنج، وفي منهم السكرام زي ما هنشوف، وفي حاجات تانية كتير. وخلي بالك ان مش كل ابروتش لازم حرفيا يكون بيطبق كل كلمه اتقالت في الاجايل. في ناس بتستخدم حاجات وتوقع حاجات زي ما قلنا، بيبقى ميكس كده، محدش بيعرف يمشي على كل حاجه زي ما الكتاب بيقول. تمام؟ نيجي نشوف ايه الاكستريم بروجرامنج. الاكستريم بروجرامنج بنختصره اكس بي، ده موست وايدلي يوزد في اجايل ميثودز. ده جه باك عمل له اقترحه يعني سنه 2000 تمام. ومن اسمه احنا من ديفلوب السيستم تو اكستريم ليفلز، يعني فور اكزامبل زي ما بيقول لك كده احنا ممكن نكون بنطلع فيرجنز من السيستم ديفلوبد باي ديفرنت بروجرامرز، يعني ديفرنت بروجرامرز عند كل واحد مسؤول انه يطلع فيرجن من السيستم في يوم واحد وبنعمل لهم انتجريشن وقت السيستم طلع. فده الاكستريم، ان انا بشتغل تو اكستريم. فده المقصود بالايه؟ بالاكستريم ليفلز، ان انا ممكن سيفرال نيو فيرجن من السيستم في يوم واحد تبقى بتتكريت بديفرنت ديفلوبرز او ديفرنت بروجرامرز ونعمل لهم انتجريشن في الايه؟ في الاخر. تمام؟ الريكويرمنتس بتاعتنا ما بتبقاش زي الفانكشنال ريكويرمنتس العاديه، احنا هناخد ان شاء الله الاسبوع الجاي محاضره عن الريكويرمنتس وشكلها بيبقى عامل ازاي وبتتكتب ازاي، تمام؟ هنا بيعتمد على شكل من الريكويرمنتس اسمه يوزر ستوريز او اسمه سيناريوز. سيناريوز او يوزر ستوريز، انك انت لما تيجي بتكتب ريكويرمنت بتحكيها كقصه. بتقول انا لما اجي استخدم السيستم بتاعك ده هستخدمه ازاي، مش هقول انا عايز الفيتشر الفلانيه بس، لا انا بكتبها كيوزر ستوري. اليوزر يقول لي انا هدخل اعمل كذا، السيستم يقول لي ايه، هيطلع لي ايه، الكلام ده كله. فبتبقى في شكل اسمه يوزر ايه، يوزر ستوريز. اللي بيميز برضو عندنا الاكس بي ان هو غير ان الريكويرمنتس هتبقى مكتوبه في شكل يوزر ستوريز، ان كل التست اللي محتاجه لازم يتكتب الاول ويتنفذ الاول قبل ما ابدا اكتب كود. يعني قبل ما تكون تكون قلت هتست ازاي، قلت هتعمل ايه التستنج بتاعك ازاي. تمام؟ اللي بيميز برضو شورت تايم جاب بتوين الريليزز، احنا قلنا في خلال اسبوعين بطلع الايه، بطلع الريليز بتاعتي. ده الريليز سايكل اهي، ان احنا من سيلكت يوزر ستوري، يعني ريليز سايكل ريليز الواحد بنختار يوزر ستوري من الستوريز اللي موجوده عندنا، بنبدا نقسمها لتاسكس، ببلان بقى الريليز بتاعتي، بديفلوب السوفت التست الاول، بعمل التست الاول بقول التست كيسز بتاعتي، وبعدين بديفلوب واطلع الريليز واعمل لها ايفالويشن وهكذا، وابدا طبعا انتجريت مع السيستم بتاعي وابدا ايه اكمل. طيب بالنسبه بقى للي قلناه في الاجايل، هل موجود ولا لا؟ هل في انكريمنتال بلاننج ولا لا؟ ايوه برضو الدنيا ماشيه انكريمنتلي، انكريمنتلي يوزر ستوريز بتتقسم لتاسكات، كل ريليز بتبقى يوزر ستوري او اكتر ظاهره ايه، ظاهره فيه. تمام؟ معتمد على ان انا يبقى عندي سمول ريليزز، طبعا اول واحده بيبقى فيها اهم ريكويرمنتس، وبعدين الريليزز اللي جايه بعد كده ببدا ازود ريكويرمنت واحده واحده. فبحاول ان انا في الاول يبقى عندي الايه؟ الاهم ريكويرمنتس اللي بتعود بفاليو للكاستمر بتاعي، وبعدين ببدا ازود في الريليزز اللي بعد كده، اد فانكشناليتيز. سمبل ديزاين زي ما قلنا، اعمل ديزاين على قد المشكله، ما تزودش عن كده. اعمل ديزاين على قد دلوقتي، على قد الكرنت سيتويشن، على قد الكرنت ريكويرمنت. تعمل تيستنج الاول قبل ما تكود، تعمل تيست تقول انت هتست ازاي، ده من الاول خالص. بعدين ريفاكتورنج، المقصود بريفاكتورنج ان انا احسن في الكود، وانا بكتب لازم الكود بتاعي يبقى منتربل، لازم ماعرفش استخدم اكس وواي واف وزد والكلام ده كله، لا سمي الاتريبيوتس اسماء معبره، ما اقعدش اعيد في الكود اكتر من مره، لا استخدم فانكشنز، حط كومنتس، فاهمين ازاي؟ فده فكره الريفاكتورنج، انك انت لازم تعمل ريفاكتورنج وانت شغال. بير بروجرامنج دي بقى اللي ما يميز الاكستريم او الاكس بي. الاكستريم بروجرامنج بير بروجرامنج معتمد ان المشكله التاسك الواحده بيعملها اثنين، مش واحد شغال انديفيدوال بيعملها ايه، اثنين قاعدين بيشتغلوا مع بعض. كولكتيف اونر شيب، احنا لما نشتغل اثنينات ما بنفضلش ثابتين، ما بنبقاش نفس احنا الاثنين طول المشروع، لا مع كل يوزر ستوري بنغير. ففي حاجه بتطلع اسمها كولكتيف اونر شيب، ان كلنا بنبقى كاننا عارفين كل حاجه عن المشروع، كلنا عارفين كل حاجه عن البرودكت ده، كلنا شاركنا براينا، كلنا متحملين مسؤوليه السيستم ده، ودي اسمها كولكتيف ايه، اونر شيب. كونتينوس انتجريشن، كل ما التاسك تخلص بنانتجريت، التاسك بتخلص فكل اول باول بيحصل ايه، بيحصل انتجريشن. سستينبل بيس عندنا ان احنا
حاول ما تزودش اللود على الناس بتاعتك، ما تقعدهمش زياده عن الوقت بتاعهم، كل ده هيبقى يدي نتيجه عكسيه على البرودكت اللي خام. فلازم تبقى الدنيا ماشيه بالراحه، ماشيين بالراحه، ماشيين بمعدل معقول عشان يطلع يبقى فيه برودكتيفيتي. يبقى فيه ايه؟ برودكتيفيتي. اون سايت كاستمر لازم يبقى ليه فيه ريبريزنتيف من الاند يوزر او من الكاستمر، يبقى معايا على طول، معايا بيأفالويت السيستم، بيتست معايا، بيشوف التست كيسز اللي انا كاتباها دي تمام ولا لا. بنعمل بريورتيز للريكويرمنتس اللي لو في تشينج عايزه، فلازم يبقى فيه اون سايت ايه كاستمر. تمام يا جماعه؟ طبعا هل الكلام اللي احنا بنقوله ده بيرفلكت كل الاجايل برنسبلز اللي قلناها؟ الانكريمنتال ديفلوبمنت موجوده، كاستمر ديفلوبمنت موجوده، بيبل نوت بروسيس موجوده، اللي تشينج موجود، مينتين سمبلستي موجود. لو قارنت اللي قلناه في السلايد بتاعت البرنسبل بالسلايد اللي قلناها في اللي فاتت، هتلاقي لا ان في فعلا ايه، هو شغال بفكر الاجايل وبالفلوسفي وبالبرنسبلز بتاعت مين؟ بتاعت الاجايل. تمام. الريكويرمنت سيناريو اتفقنا ان الكاستمر هو اللي انيشيالي بيحدد لي الريكويرمنتس وبيحدد لي البريورتيز بتاعتنا، وقلنا هي ما بتبقاش لسته، بتبقى يوزر ستوري. تمام. ده شكل اهو، مثلا هنا بعمل بريسكرايبنج للميديكيشن ستوري، ده بيبقى شكلها، ما بتبقاش لسته كده فيتشر 1 2 3 4، لا هي بتبقى زي ستوري اهو، بيقول لك كيت اذا دكتور هو ويشز تو مش عارف ايه بريسكرايب ميديكيشن، فبدا يقول لك بقى هو هيدخل على السيستم يعمل ايه، ولو اختار كلمه كارنت موديفيكيشن السيستم هيساله، هيتشيك فور الدوز، عمال يحكي لك ستوري. فهو ده بيبقى شكل الستوريز اللي بنشتغل عليه. هل بنشتغل عليها كده؟ لا، احنا بنختارها، هنطلع عليها ريليز، بنقسمها لتاسكس، بتتقسم لتاسكس. تمام. فالستوري كارد ده المين انبوت بتاعها، بعمل له بريك داون انتو ايه؟ انتو تاسكات، تاسكس عندي. كل تاسك بحدد لها الايفورت والريسورس اللي محتاجاه، وابدا اعمل اساين للبير اللي موجودين عندي، كل اثنين ياخدوا ايه؟ ياخدوا تاسك. اليوزر انفولفد معايا بداشه عشان لو في اي ريفاينمنت محتاجها. تمام. لو في اي بريورتيز لازم يحطها لي، ابدا بمين، ااجل مين، الكلام ده كله. طبعا لازم الكلام ده يبقى امبلمنتد ويذن تو ويكس، قلنا ده فكر الاجايل بتاعنا. لو في ريكويرمنتس تشينج او ستوري ما حصلهاش امبلمنتيشن، ممكن نعمل لها ايه؟ ناجلها للريليز الجايه. تمام. لان الريليز الجايه برضه هعمل ستوري كارد وامشي في نفس القصه، اقسمه لتاسكس والكلام ده كله. فالستوري كارد اللي فاتت دي بتاعت البريسكرايبنج ميديكيشن بقدر اقسمها اهو لثري تاسك، واحده للتشينج دوز، واحده للفورمولا سيلكشن، واحده للدوز تشيكنج. فبقت كل تاسك من دول اديها لبير يشتغل ايه؟ اوف بروجرامرز، يشتغل ايه؟ يشتغل عليه. في حاجه عندنا في الاكس بي اسمها سبايك. ايه المقصود بالسبايك ده؟ السبايك زي البروتوتايب كده. البروتوتايب اتفقنا ان احنا بنلجا له لما يبقى فيه ريكويرمنتس مش واضحه، او حاجه فيها عليها خلاف، او حاجه عايز اليوزر يقول لي رايه فيها، الكاستمر يقول لي رايه فيها، فبنعمل بروتوتايب، حاجه زي ايه؟ كروكي كده، حاجه كروكي للسيستم، بنسميها في الاكس بي سبايك، بنسميها ايه؟ سبايك. فالسبايك لو عندي مشكله مش عارف اوصل لحل فيها، او مش عارف ايه البوسيبل سوليوشن، او عندي كذا بوسيبل سوليوشن وعايز اعرف هو انهي فيهم الافضل، فبعمل بسرعه بروتوتايب او زي ما قلنا سبايك كده، وبوريه للكاست واقول له ها انهي سيناريو افضل، عايز انهي انترفيس احسن، انهي ديزاين احسن، فاهمين ازاي؟ او دي انا مش فاهمها المفروض اعملها ازاي؟ ما انت يا اما حاجه ان كلير او مش عارف لها حل، يا اما عندك اكتر من الترنيتيف وعايز تاخد رايه فيه. تمام. فالسبايك هو نفس فكره البروتوتايب بس عشان يحل لي ايه؟ يحل لي المشكله. زي ما اتفقنا لازم الريليز تطلع افري 2 ويكس، مفيش حاجه اسمها ناجل. تاجل يبقى الريكويرمنتس اللي ناقصه هي اللي تتاجل للريليز الجايه، بس الريليز تطلع. تمام. قلنا اهم ما يميز الاكس بي ان لازم بعد ما البروجرامر يعملوا تيستنج بيلدنج للسيستم يرن كل التست اللي مطلوبه. احنا قلنا التست ده بيتحدد من فين؟ من الاول. انت لازم تحدد لي التست قبل ما تبتدي الكود. بعد ما تكود نبدا بالتست اللي انت قلت لي عليه. تمام. فده بالنسبه لنا الاكس بي والكوبينج وذ تشينج. رايه ايه في الكوبينج وذ تشينج؟ اتكلمنا عن الكوبينج وذ تشينج المحاضره اللي فاتت، قلنا يا اما انت بتانتسيبيت الفيوتشر صح، او بتعمل تشينج افويدنس، انك انت اللي بتقول الريكويرمنتس الجديده اللي ممكن تتضاف، صح ولا غلط؟
الكلام ده يعني مش موجود في الاكس بي. يعني فكره ان انا انتسيبيت الفيوتشر واحط الديزاين بتاعي بس هو جينيريك للي جاي، انا لسه قايله مينتين سمبلست ديزاين على قد الايه؟ على قد الريكويرمنت اللي قدامي، على قد البروبلم اللي قدامي، ديزاين على قد المشكله عشان احنا عايزين نطلع بسيستم بسرعه. تمام؟ فكره بقى ان انا اخلي الدنيا جينيريك ومفتوحه اصل ممكن بعدين، دي مش موجوده في الاجايل، فبالتالي مش موجوده فين؟ في الاكس بي. تمام؟ يقول لك ليه هو منطقهم ليه اعمل جنراليتي دلوقتي او انتسيبيت لحاجه طب ممكن ما تحصلش يبقى انا ضيعت وقت. هو ده الايه؟ الفكر بتاعه. الريفاكتورينج يعني ايه ريفاكتورينج قلنا؟ ها؟ حد فاكر يعني ايه ريفاكتورينج قلنا؟ يعني ايه؟ احسن الكود، اعمل امبروفمنت للكود بتاعي، لازم اعمل امبروفمنت للكود كل على قد ما اقدر، لان احنا اتفقنا مفيش دوكيومنتيشن. فالحل الوحيد ان انا افهم السيستم بتاعك ان انا ابص في الكود، فالكود كمان يبقى مش مقري او مش مفهوم بقت كده مشكله. فلازم يبقى الكود ريدبل، لازم يبقى لو في اي دوبليكيشن يتشال اهو، ريموف الدوبليكيت كود، رينيم الاتريبيوتس والميثودز بطريقه مفهومه، استخدم اعمل كول للميثودز واستخدم لايبريز وكومنتس كتيره في الكود بتاعك. الكلام ده كله لازم التيم كله يبقى متفق عليه والتيم كله بينفذه عشان يتحقق. بس هل في الواقع ده بقى بيحصل؟ للاسف في الواقع لا، في الواقع عشان نطلع بالسيستم بسرعه وتحت الضغط بتاع ده انا عايز اسلم، موضوع الريفاكتورنج ده بيأخروه. يقول لك طب نعمل ريفاكتورنج في الاخر، طب انا حاضر هبقى كومنت في الاخر، طب انا هبقى اظبط في الاخر، ومش عارفين الاخر ده بيجي ولا لا. فكل حاجه ليها عيوبها وليها ايه؟ وليها مميزاتها. في البلان دريفن لا، انت كل حاجه ديزايند ودوكيومنتد والدنيا زي الفل من الاول، مش فارق معاك الكود. هنا لا، موضوع الكود عندنا مهم. التستنج اتفقنا انت ما عندكش سيستم سبيسيفيكيشن واضحه، فبالتالي انت في البلان دريفن من الريكويرمنتس بيجي التسترز، من الريكويرمنتس بيجي التسترز يبداوا يكتبوا التست كيس. تمام؟ طب انا هنا ما عنديش ريكويرمنتس سبيسيفيكيشن ولا تسترز، هيشتغلوا على ايه؟ يبقى حضرتك قبل ما تبدا تشتغل في الكود بتاعك تبدا تعمل تستنج، تطلع هو انت هتست على ايه؟ الكود اللي هتطلعه ده هتعمله ايه؟ نوع التستنج اللي هتعمله؟ تمام؟ فبنسميه تيست فيرست ديفلوبمنت، بنسميه تيست فيرست ديفلوبمنت، يعني اكتب التيست قبل ما ترايت الايه؟ الكود. ليه؟ لانك انت لما تكتب التيست في الاول ده هيفتح لك مجالات الكود انت تاخد بالك من ايه؟ بدل ما تبدا تكتب وتقع في المشكله ونقول لك عدل، فهمتوا ازاي؟ فانت من الاول تبقى عارف او مدرك انت داخل على ايه؟ هتست على ايه؟ فبتاخد بالك وانت بتكود. تمام؟ مش بس كده، انت كمان لو اجلت تيست اللي بعدين ممكن تكسل انك تعمله اصلا. فلا، احنا بنجبرك تعمل التيست في الاول، تكتبه في الاول عشان وانت بتكتب الكود نشتغل على طول ما نتاخرش، لكن لو اجلته الدنيا كلها هتتاجل. ايه؟ هتتاجل معاك. تمام؟ طبعا التستنج بيبقى كله للانترفيس وللبيهيفير وللفانكشناليتي، الكلام ده كله بيبقى ايه؟ بيبقى معاك. طبعا ده التاسك بقى عندنا مميزات، يعني ان انا اكتب التست الاول، ان لو في اي امبيجيوتي بانت من الاول ما يحصلش تيست لاج. يعني لو التستنج بياخد وقت اكتر من الديفلوبمنت ما بقاش انا قاعد مستني الناس ويا جماعه خلاص تيستنج، او عماله بقى التاسكات تتراكم عليهم وكده، لا، هي تيست كيسز جاهزه، فمجرد ما الكود يخلص احنا بنرن ده. وعلى فكره في تولز اوتوماتيك بتعمل الرن ده، يعني بتعمل بتعرف عليها التست وبتدخل لها الكود بتاعك واللي بتعمل الرن للايه؟ للتست كيسز على طول. ده مثلا مثال اهو، تيست كيس ديسكريبشن للجزء بتاع الدوز تشيكن. انتوا هتلاقوا الستوري كارد متقسم التاسكات، احد التاسكات كان اسمها دوز تشيكن. الدوز تشيكن بتاعنا ده التست بتاعها، الانبوت ايه؟ الاوتبوت المفروض يبقى ايه؟ والتست عباره عن ايه؟ هل بتست مثلا الانبوتس اللي داخله كوركت ولا لا؟ هل ويدن الرينج؟ هل اعلى من الرينج؟ الكلام ايه؟ الكلام ده كله تو هاي تو لو، الكلام ده كله. يوزر انفولفمنت في التست ديفلوبمنت، لازم اليوزر يبقى انفولفد معايا وانا بعمل التست برضه، فهو موجود معايا في تحديد الريكوايرمنت، موجود معايا يعني وانا بكتب الستوري، يعني موجود معايا واحنا بنعمل التست. بعد الديفلوبمنت ما تخلص موجود معايا عشان نتست، موجود معايا عشان ايفالويت، موجود معايا وانا بانتجريت، فهو انفولفد معايا في كل الايه؟ في كل الفيزز بالذات بتاعت التست. ده ممكن يساعدني كمان في كتابه الرايت او في الرايتنج بتاع الايه؟ بتاع التست كيس بتاعتي. اخر حاجه في الاكس بي فكره البير بروجرامنج، اتفقنا ان احنا بنشتغل بيرز، بنشتغل مع بعض اتنينات،
تمام، مش شرط نبقى احنا نفس الاثنين، لا بنتبدل، عشان زي ما قلنا الكولكتيف ايه اونر شيب، وزي ما بقول لك دي اكشولي سيت توجذر ات ذا سيم ورك ستيشن، يعني قاعدين مع بعض على نفس المكان في نفس على نفس الكمبيوتر بيشتغلوا. تمام، طيب هي ايه الفكره؟ يعني ما كل واحد يشتغل لوحده وخلاص؟ لا، اثبتوا ان لا، لما نشتغل مع بعض اسرع وبنقلل في الايرورز اللي طالعه عندنا يشتغل كل واحد لوحده. هو عملوا دراسات ولقوا ان دي ادفانتج. اول حاجه الاونر شيب والريسبونسبيلتي هتبقى علينا كلنا كتيم، كلنا مشاركين في الكود، مش واحد بس هو اللي مسؤول عن حاجه، واحد ده راح خلاص يبقى احنا مش عارفين حاجه عن الكود ده، لا كلنا عارفين وفاهمين السيستم بتاعنا. نوعا ما بتدي زي انفورمال ريفيو، يعني احنا الاثنين بنراجع على شغل بعض، مش احنا شغالين على نفس التاسك، كان بيحصل انفورمال ريفيو على نفس الحاجه، فلو في مشكله او كده هتبان، لو في ايرور، لو في مشكله مش عارفين لها حل، فواحد بيفكر ولا اتنين بيفكروا؟ لا اتنين بيفكروا واتنين يلاقوا لها حل، فالحل المشاكل هيبقى اسرع. بسبورت الريفاكتورنج طبعا، بنساعد بعض بقى في موضوع ان احنا نحسن في كتابه الكود والكومنتس والكلام والامبروفمنت بتاعت الكود، فده بتسهلها ايه؟ بتسهلها عليا. طبعا هو بيقول لك ان تطبيقه البير بروجرامنج مش الكل بيطبقها، يعني في ناس شايفين ان انا اشتغل انديفيدوال ده احسن، شايفين ان لو في ديفرنت ليفلز اوف سكيلز ما بين الناس فده يعمل مشكله، فكل دي اسمها ايه عوامل يعني بتاثر على فكره البير بروجرامنج. تمام، في ايه كمان؟ في الاكس بي، يعني مش لازم برضو ما دام شرحنا الاكس بي يبقى الناس لما بتيجي تشتغل اكس بي تعمل زي ما الكتاب بيقول، لا في اختلاف زي ما قلنا موضوع البير بروجرامنج، لا انا مش نافع اتنينات هنخليهم واحد مثلا، موضوع الريفاكتور بتاع الكود حسب السكيل بتاعت البروجرامر، هنا مثلا الريكويرمنتس مش لازم تبقى مكتوبه ستوري، ممكن واحد يشتغل بالريكويرمنتس الشكل القديم بتاعها العادي، فعلى ارض الواقع الكلام بيتغير، يعني احنا بنقول الكتاب بيقول ايه وعلى ارض الواقع ايه اللي بيحصل، لا الكلام ممكن ايه يتغير. ده كان الجزء الاولاني من المحاضره، او يعني الجزء الثاني، احنا اتكلمنا عن الاجايل عموما، اتكلمنا عن اكس بي كجزء او كابروتش من الاجايل، هنتكلم اخر حاجه بقى عن السكرام. السكرام هو برضو ابروتش بس احنا مش هنتكلم عنه هنا كابروتش، مش هنعيد الكلام تاني، ما اكيد هيبقى ليه برضو برنسبلز ومحقق البرنسبلز بتاعت الاجايل، احنا هنتكلم عنه هنا من وجهه نظر بروجكت مانجمنت. بروجكت مانجمنت، لو انا عايز اعمل اجايل بروجكت مانجمنت، فالسكرام هو سوفت وير بروسيس وممكن تشتغل بيها وكل حاجه، لكن هو برضو موجود از اجايل بروجكت مانجر. احنا طبعا شايفين البلان دريفن هو اللي سهل ان يحصل له مانجمنت وسهل ان انا اشوف البروجرس بتاعه، طب الاجايل هنعمل له مانج ازاي؟ طلعوا طريقه كده ان انا اقدر اعمل بيه بروجكت مانجمنت اللي هي هيبقى اسمها عندنا مين؟ السكرام. السكرام تقريبا من 2001 بدا يظهر، او من ال 2000 يعني من بدايه ال 2000 بدا يظهر، دي الميثود عموما الناس بدات تستخدمه ك بروجكت مانجمنت لاي حاجه شغاله اجايل، يعني ممكن اكون شغال اكس بي بس بعمل مانجمنت بالايه؟ بالسكرام از بروجكت مانجمنت. طيب هي ايه بقى المانجمنت بروسيس بتاعت السكرام؟ السكرام دي الفيزز بتاعته، اي حد بقى شغال اجايل عايز يعمل مانجمنت بالسكرام يمشي بالطريقه دي. اول حاجه بنعمل اوت لاين بلاننج، نحط اركتكتشر ديزاين، ديزاين كده عام للاركتكتشر. بعدين بنمشي هنا السبرنت، هنا ما بقاش اسمها انكريمنت ولا اسمها سيريس ولا اسمها فيرجن، بقى اسمه سبرنت. تمام؟ سبرنت ده فيز بمشي فيها عشان اطلع بالسوفت وير بتاعي او الجزء الفيرجن اللي انا عايز اطلعها، وفي الاخر بروجكت كلوجر. اول حاجه في الاوت لاين احنا بنحط الجنرال اوبجكت. الجنرال اوبجكتيفز بتاعتنا، هو السوفت وير ده المفروض عايز يعمل ايه؟ البرودكت ده المفروض يعمل ايه؟ تمام؟ وبنحط له اركتكتشر ديزاين كده للاركتكتشر بتاعه، دي اول مرحله. بعدين نبدا نمشي في السبرنت. احنا بيبقى عندنا سيريز اوف ايه؟ اوف سبرنت سايكلز عندي، كل سبرنت المفروض يطلع في نهايته الانكريمنت بتاعه. خلاص؟ السبرنت مكون من ايه؟ مكون من فور فيزز اللي هي الاسسمنت، السلكشن، الديفلوبمنت، الريفيو. بعد كده نفضل ماشيين في السبرنت دي، نطلع في انكريمنتس و و و و و، خلص المشروع ده خلص يعني. لو خلص بنعمل حاجه اسمها بروجكت كلوجر،
كلوجر يعني خلاص اللي هو احنا الختام بقى للمشروع ده، استفدنا ايه، اتعلمنا ايه، ايه الدروس المستفاده، ايه اي حاجه بقى ليها علاقه بالبروجكت، فبنقفل يعني بنحط زي خاتمه كده للايه، للبروجكت بتاعنا. تمام. فالسبرنت بتاعنا دي الفيز اللي في النص، دي السنترال فيز اللي هي السكرام نفسه معتمد عليه. تمام. اللي هي بمشي فيها عشان اطلع الانكريمنت بتاعي، او اطلع السيريز بتاعتي، او اطلع الفيرجن ايه، الفيرجن بتاعتي. فالسكرام سبرنت هو البلاننج يونت بتاعتي. قلنا فيه فور فيزز: الاسسمنت والسلكشن والريفيو والديفلوبمنت. المقصود بالاسسمنت الورك تو بي دون، يعني احنا ايه اللي هنعمله في السبرنت ده؟ السبرنت تقريبا اسبوعين، من اسبوعين لاربع اسابيع. فالسبرنت بيطلع انكريمنت جزء من السوفت وير بتاعنا. تمام. فاحنا بنعمل اسسمنت كده، واحنا ايه اللي هيتحط فيه؟ يعني اسسمنت هو ايه الشغل اللي المفروض نعمله. طيب السلكشن بقى هو ايه الشغل اللي المفروض هيتحط فيه. فالاسسمنت اللي هو ايه الشغل اللي فاضل لنا. حلو. طيب مين فيهم اللي هيبقوا سلكتد ويطلعوا في الانكريمنت الجاي؟ دي السلكشن. وبعدين نعمل الديفلوبمنت، وفي الاخر نعمل الايه؟ الريفيو، قبل ما نعمل ديليفري للستيك هولدر بتاعنا. فالسبرنت سايكل زي ما قلنا من 2 ل 4 ويكس. اوكي. بيطلع انكريمنت، بيطلع ريليز، كل دي مسميات لنفس الحاجه يا جماعه. الستارتنج بوينت بتاعتنا عشان اعمل بلاننج اسمها برودكت باك لوج. ناخد بالنا من المصطلحات دي. برودكت باك لوج. ايه البرودكت باك لوج؟ ده كل الشغل المفروض يطلع في البروجكت بتاعك. ده البرودكت باك لوج. تمام. ففي الاسسمنت فيز الكاستمر يقعد كده يكتبه لي، يقول لي ايه الورك كله، ايه اللي المفروض يطلع، ايه البريورتيز بتاعته، ايه الريسك بتاعت كل حاجه فيه، كل ده بيبدا يكتبه لي. تمام. والكلام ده بيحصل ايه؟ بيحصل في ات ذا بيجيننج اوف ايتش سبرنت. ليه ات ذا بيجيننج اوف ايتش سبرنت لازم نقعد نعمل العمله دي تاني ونابديت البرودكت باك لوج بتاعنا؟ لان ممكن يطلع نيو ريكوايرمنت، ممكن يطلع تشينج فريكوانت، ممكن بريورتيز تتغير، ممكن اكون كنت قايل على دي مهمه تطلع السبرنت الجاي، بعدين بس على اللي طلع دلوقتي لا، في حاجه اهم لازم نلحقها. فاهمين ازاي؟ فعشان كده الاسسمنت دي لازم تتعمل في بدايه كل سبرنت. تمام. فالبرودكت باك لوج ده بيبقى فيه ليست اوف ورك تو بي دان، بنحدد فيه البريورتيز والريسك. طبعا ده انفولفت معايا مين؟ الستيك هولدر او الكاستمر قاعد معايا بيعمله. تمام. تاني فيز السلكشن فيز، اللي هو خلاص بقى احنا كبروجكت تيم هنعمل ايه؟ ايه اللي هيتعمل؟ تمام؟ طبعا مش احنا بس اللي بنقرر، احنا بنقرر احنا ومين؟ والكاستمرز. نبدا نسلكت الفيتشرز والفانكشناليتيز اللي المفروض هتطلع ديورنج السبرنت الايه؟ السبرنت الجاي. تمام؟ اول ما نعمل اجريمنت على السلكتد فانكشناليتيز او فيتشرز، اول ما بختارهم بنبدا بقى نقسم بعضنا كتيم، ونبدا بقى ايه نشتغل. بنشتغل ازاي بقى كتيم؟ من خلال شورت ديلي ميتينجز، يوميا لازم نعمل اجتماع مع بعض، نتقابل مع بعض كتيم ونشوف عملنا ايه، نريفيو البروجرس بتاعنا. تمام. during this stage the team is isolated from the customer. خلاص احنا هنا بننفصل عن الكاستمر. الكاستمر كان موجود معايا في الاسسمنت، كان موجود معايا في السلكشن، ساعه الديفلوبمنت انا منفصل عن الكاستمر، ممكن اتواصل معاه بس من خلال حد اسمه سكرام ماستر، هنشرح دوره ايه دلوقتي. تمام. او هو زي ما مكتوب قدامك الرول بتاعته، انه يبعد الديفلوبمنت تيم عن اي اكسترنال ديستراكشن. يعني السكرام ماستر بقى بيجي من اول هنا، التيم شغال ببعد عنه اي تشويش او اي حاجه، لو محتاجين حاجه من الكاستمر يبلغوني انا كسكرام ماستر، اروح اشوفها وارجع لهم ايه؟ وارجع لهم تاني. الفيس بقى الاخرانيه اللي هو بعد ما بنخلص بنبدا نعمل ريفيو، نعرض الشغل على الستيك هولدر عشان يعمل له ايفالويشن قبل ما ابتدي الايه؟ قبل ما ابتدي السبرنت سايكل اللي بعد كده. السكرام ماستر ده مين؟ زي ما اتفقنا لازم يبقى عندي حد رول كده في التيم بتاعي جوه السكرام، مسؤول عن عده حاجات. تمام. اللي هو بنسميه عندنا سكرام ماستر، بنسميه فاسيليتيتور. ده بيعمل ايه؟ هو اللي بيأرنج الديلي ميتنجز. احنا قلنا احنا لازم نجتمع يوميا، فهو اللي بينظم القصه دي، بيتراك الباك لوج اوف ورك تو بي دان. انت عندك برودكت
عندك برودكت باك لوج مكتوب فيه ايه اللي المفروض يتعمل، صح؟ طيب ايه اللي اتعمل، ايه اللي لسه، هو اللي بيكيب تراك للكلام ده كله. بريكورد ديسيشنز، لو في حاجه مختلفين فيها، في حاجه عايزين ناخد فيها قرار، هو مش بياخد قرار، هو بيشوف احنا توصلنا لايه ويسجله. فهو ما بياخدش قرارات، تمام؟ اللي بياخد قرار ده البروجكت مانجر، الستيك هولدر. اما السكرام ماستر ده فاسيليتيتور مش اكتر، منظم بس للعمليه. بيميجر البروجريس اجينست الباك لوج، بيشوف احنا خلصنا قد ايه، هو اللي مسؤول عن ان احنا يتابع القصه دي. يكومينيكيت مع الكاستمر لو في اي مشكله او اي حاجه، هو اللي بيكومينيكيت مع الكاستمر او اي حاجه ريليتد اوت سايد السيستم، لان احنا زي ما قلنا هو مسؤول انه يضمن للديفلوبرز انفايرمنت ما فيهاش تشويش، ما فيش حد يخلص عشان وراه شغل لازم ايه؟ احنا شغالين اندر بريشر اوف ايه؟ اوف ديليفري، ان احنا لازم نديليفر ويذن التو ويكس بتوعك. فده الايه؟ دي شغلانه السكرام، ايه السكرام ماستر. الميتنجز بقى شكلها عامل ازاي؟ احنا قلنا ان احنا لازم نعمل ميتنجز يوميا، فلازم نبقى متفقين على شكل ليها، بنسميها ستاند اب ميتنج. الميتنج اللي تعمل يوميا ده المفروض لا يتعدى ال 15 مينتس، ده اللي المفروض، تمام؟ عشان كده مسميينه ستاند اب، يعني ستاند اب اللي هو بنعمله على الواقف، يعني ملاش نقعد، احنا لو قعدنا مش هنمشي غير بعد 3 ساعات، تمام؟ لكن احنا بنقول ستاند اب ميتنج، يعني كلنا على الواقف كده بنعمل ميتنج شورت وفوكست، قصير ومركزين احنا عايزين نقول ايه، عشان ده مش ميتنج قاعدين، ده ستاند اب ميتنج وبيتم كل يوم، تمام؟ طيب ديورنج الميتنج احنا بنفوكس على ايه؟ كلنا كتيم ممبرز لازم نشير انفورميشن، كل واحد يقول لو عنده مشكله، لو عنده حاجه بيشتغل على ايه يقولها. لازم نديسكرايب البروجرس بتاعنا، نقول احنا خلصنا ايه زي ما مكتوب قدامك، وات ديد يو دو يسترداي، خلصت ايه، تمام؟ ديسكرايب البروبلمز اللي طلعت لك، وانت ايه المشاكل لو ما خلصتش، طب ايه الاسباب، ايه المشاكل، طب ديسكاس واتس بلاند فور ذا فولوينج داي، طب هتعمل ايه. فده اللي لازم نفوكس عليه، نشير انفورميشن، نقول خلصنا ايه، لو انا ما خلصتش عندي مشاكل ايه المشاكل اللي عندي، طب انا اللي جاي ايه، هعمل ايه. فده هدف الميتنج، فلازم يبقى فوكسد بكده. طبعا بعد ميتنج زي ده احنا كلنا بقينا عارفين السيستم وصل لغايه فين، مين خلص ايه، مين عنده مشكله ايه، مين مأجل، مين مستعجل، مين خلص، فاهمين؟ فده فايده الايه الميتنج، ان كل واحد فينا في التيم، احنا بنتقابل يوميا وكل واحد عارف انت خلصت ولا ما خلصت، ولا كان عارف كل حاجه بتحصل في الايه، في البروجكت، تمام؟ زي ما قلنا كلنا بارتيسيبنتس ايكوالي، مفيش توب داون دايركشن من السكرام ماستر، لا كلنا مشاركين بنفس الايه، بنفس القدر عندنا. البرودكت باك لوج اتفقنا، دي مسميات بقى، برودكت باك لوج اتفقنا اللي هو فيه ايه، لسته بكل الشغل اللي المفروض يتعمل، لسته بكل الشغل المفروض يتعب، مين اللي بيكتبه او مين اللي مسؤول عنه، البرودكت اونر. الكلام ده اللي بيجي بقى ترو فولس في الامتحان او يجي لك مالتيبل تشويس، ركز في الحاجات دي. البرودكت باك لوج ده فيه كل الشغل المفروض يتعمل، مين اللي بيكتبه، البرودكت اونر هو اللي مسؤول عنه، تمام؟ بنعمل له اكسبريشن بعد كده از يوزر ستوريز. يوزر ستوريز نوعا ما زي ما قلنا في الاكس بي قصه بتتكتب، ايه ميزتها؟ ان هي بتدي فاليو لليوزر او الكاستمر، بيحس بقيمه البرودكت. بدل ما بتكتبها خام كده زي ريكويرمنت جمله وخلاص، لا لما بتكتبها بشكل يوزر ستوري اليوزر بيحس باهميه الايه؟ الفانكشن دي ليه؟ هتساعده في ايه؟ تمام؟ البرودكت اونر هو اللي بيحط بريورتيز للبرودكت باك لوج، هو اللي بيحط بريورتيز مين اللي اتنفذ قبل مين، والبريورتيز دي ما بتتحطش مره وخلاص في اول المشروع، الكلام برضو اللي بيجي ترو فولس، لا ده مع كل سبرنت قلنا بيحصل ايه؟ اعاده تقييم، بعيد الاولويات من تاني حسب طبيعه اللي طلع، الانكريمنت اللي طلع او لما نزل السوق. شكل اليوزر ستوري بقى ايه عندنا؟ اليوزر ستوري لازم احدد فيها هو، اذا كان بقى كاستمر، امبلوي، ادمن، وات، الجول بتاع الستوري دي، واي، البنفيت اللي راجعه لي من الستوري. فلازم تكتب as a rule، انا كده قلت الهو بتاعتي، I want to، انا كده قلت الجول او الوات، so I can، انا قلت الريزن. فهي لازم تتكتب بالطريقه دي، وده اليوزر ستوري بتاعك. بنقول از يوزر معين اي وونت ايه عشان ايه، خلاص. فدي اكزامبلز اهي قدامك. ها فيها الهو والوات والواي، از ا ريجسترد يوزر
I want to change my password so I can keep my ايه my account secure. فقلت مين اليوزر وايه الجول بتاعه ان هو عايز يتشينج الباسورد وليه البنفيت اللي هتعود عليه عشان عايز الاكونت بتاعه يبقى ايه يبقى secure. As a website visitor I want to subscribe to the mailing list مثلا لبرودكت معين so I can get اي updates للبرودكت ده. دي يوزر تولز، دي طريقه الكتابه لازم اكتبها بالطريقه دي. As an admin I want to disable user so I can prevent any unauthorized login. As a mobile user I want to save all my data to cloud so I can access it from another device. دي examples لليوزر ستورز. خلي بالك ان في باد ستورز، يعني دي يوزر ستورز فعليا تمام. في بقى باد ستورز اللي هو بتتكلم من وجهه نظر كديفلوبر حضرتك، اسمها يوزر ستورز اللي هو بتتكتب من وجهه نظر مين؟ اليوزر، نفعه بيعود على اليوزر. فما تقولش انا بقى ايه دي يوزر ستوري، از ا ديفلوبر انا عايز database with all tables so I can store the information. دي ايه علاقتها باليوزر؟ ولا تفرق معاه في حاجه. هو انت محتاج فعلا database عشان تشيل فيها الشغل، بس ده مش شغل يوزر شايف، ده مش شغل يوزر محتاج. لا هو ده بيزد عليه حاجات كتير اليوزر بقى هيحس بقى. لكن هو كفاليو مش شغال اليوزر بحاجه. As a developer, I want the service layer so the app logic is separated from the graphical user interface. User في حتة تانية خالص. تمام؟ As a developer, I want a GUI layer so the user can interact with the system. يبقى ناخد بالنا من الـ bad stories والـ ايه؟ والـ user stories المفروض تبقى عاملة ازاي؟ بفوكس على اليوزر. ليه؟ أنا دايماً بوري الصورة دي في كل محاضرة. ليه؟ بقول له اليوزر شايف السيستم بطريقة غيرك أنت، شايفين الـ developer الغلبان؟ طبعاً أنتوا عارفين مين الـ developer ومين الـ customer صح؟ مين الديفلوبر الغلبان ده اللي هو لابس نظاره يا عيني من كتر القعده على اللابتوب، اللي دقنه مش لاحق يحلقها، الرفيع ما مش لاقي وقت ياكل، يعني ده الديفلوبر بتاعنا. الكاستمر ما شاء الله باين عليه الفلوس، معاه فلوس ومعاه بتاعه يعني تمام. هما الاثنين شايفين السيستم، شايفين السيستم از كيك مثلا. فالديفلوبر شايفها ازاي؟ شايفها لايرز، شايف ان عنده داتا بيز لاير وهارد وير وسوفت واوبريتنج سيستم وفي سيرفيس لاير والكود، يعني هو شايفها كده. اليوزر شايفها ازاي والكاستمر شايفها ازاي؟ شايفها من فوق، شايفها بيس اوف كيك كده، لما اخدها هي مكونه من كل اللايرز دي، فشايفها كفانكشناليتي، شايفها كفيتشر. فاهمين ازاي؟ فكفيتشر فيها الجرافيكال يوزر انترفيس ومسمعه في الداتا بيز و و و، فاللايرز دي كلها ما تهموش، هو شايفها كبيس اوف كيك على بعض كده كل اللايرز داخله فيه. فلازم تغير منظورك لان انت كديفلوبر شايف ايه وكيوزر بيشوف الدنيا عامله ازاي، شوف السيستم ازاي. واضحه؟ طبعا بيبقى عندنا بورد او سكرام ماستر بقى مسؤول عن الكلام ده، يبقى عنده بورد او عندنا حاجه من زي مقسمينها لكاتيجوريز، ايه اللي الريكويرمنتس مثلا، ايه اللي خلص، ايه اللي تيستد، ايه اللي لسه ما خلصش، الكلام ده كله بنقعد نلزق عليها التاسكس بتاعتنا، او بتبقى على طول على طول بيبقى متقسم فيها الشكل ده. ممكن نقسمها بكذا شكل ونقول ايه اللي خلص وايه اللي ما خلصش. يبقى يوميا لما بندخل الشركه او بندخل مكاننا شايفين هو اللزق عمال يتحرك، هو دي كانت لسه ما خلصتش، ايه ده دي اتحركت وبقت ديفلوبت، ايه ده دي بقت تيستد، ايه ده دي بقت دان. فلازم كلنا نبقى شايفين البروجريس عامل ازاي. تمام يا جماعه؟ من الحاجات برضو اللي موجوده في السكرام البيرن داون شارت. البرن داون شارت ده بيديني انتجيشن للبروجريس بتاعي، وانا ماشي كويس ولا ماشي بريت ايه بطيء وهتاخر ولا ايه، يعني فاهمين ازاي؟ فبيبقى باين لي هنا الدايز مثلا ده السبرنت معين تمام، والورك ريميننج حاسبينها بقى بالساعات. هو كل يوزر ستوري بيبقى ليها زي بوينتس، حاجه اسمها ستوري بوينتس، هي عدد الساعات حسب الديفيكالتي بتاعتها، هل هي ديفيكالت ولا سمبل، دي محتاجه شغل 15 ساعه، دي محتاجه شغل ساعتين، فاهمين ازاي؟ فبقدر من الحسابات دي اعرف هو انا فاضل لي قد ايه؟ كام ساعه؟ شغل كام ساعه؟ لما بجمع اليوزر ستوريز دي بالبوينتس اللي واخداها كل واحده والتانيه، تمام؟ فاليوزر ستوريز بيبقى ليها بوينتس بيزد على الاورز، بيزد على الديفيكولتي، بيزد على حاجات كتير. فبقدر اعرف الورك ريميننج بالنسبه للاورز، فابدا بقى اشوف هو انا بشتغل قد ايه؟ اليوم ده خلصت قد ايه؟ وابدا اشوف. فبنسميه ده البيرن داون فيلوسيتي. احنا كده المفروض نخلص السبرنت بتاعنا. فالمفروض يبقى الورك ريميننج زيرو، فهقعد قد ايه؟ تمام؟ فبنعمل حاجه اسمها ريت اوف برودكتيفيتي، اللي هو بشوف هو انا بير داي بقدر اشتغل كام ساعه؟ بير داي
تمام. فمثلا هنا 50 اورز بير داي، محدش يقول لي اليوم 24 ساعه انت صايم شكلك كده، يقول احنا كذا ديفلوبر كذا تيم، فاهم ازاي؟ فكل واحد جينا فينا ليه ال 24 بتوعه. فاحنا بنتكلم ان احنا بنتكلم في الريت اوف برودكتيفيتي، بشوف هل احنا بنشتغل 50 اورز بير داي ولا لا. فمن البرودكتيفيتي والكلام ده كله بقدر من الورك ريميننج على الريت اشوف الدايز تو كومبليش، بنحسب الدايز تو ايه تو كومبليش. فبنشوف الاستيميتد داي بتاع، لو والله مثلا خلصنا بريت 90 ساعه في اليوم، فاحنا هنخلص في ال 30 ده كده اون تايم. لو مشينا بالريت اللي هو ال 50 اورز بير داي، لا احنا هنخلص في ال 37، فانا كده بقيت ايه ليه. فقدر يديني انديكيشن ان انا في ليت ولا لا، ماشي اون تايم ولا لا، البروجريس اخباره ايه، اخباره ايه. فده اسمه عندنا البيرن داون، ايه البيرن داون شورت. فلازم نبقى فاهمينه وفاهمين الحسبه دي وفاهمين الورك ريميننج والريت والدايز تو ايه تو كومبليش. لازم نبقى فاهمين المعده دي كويس. خلاص يا شباب، والرسمه ايه الادفانتجز بقى بتاعت السكرام؟ طبعا البرودكت متقسم، البرودكت متقسم ل chunks manageable understandable، قادر ان انا افهم كل جزء فيها. unstable requirements don't hold up progress، مفيش حاجه بتعطل البروجرس بتاعي. لو في requirements فيها مشكله بتتاجل. التيم عنده visibility لكل حاجه تخص المشروع او البرودكت اللي انا شغال عليه. الكاستمر شايف الاون تايم ديليفري، بيديني فيدباك كونتينوسلي على كل انكريمنت. في تراست موجوده ما بين الكاستمر والديفلوبرز. هل سكرام ينفع يشتغل على ديستريبيوتد ديفلوبمنت؟ هو المفروض الاجايل عموما ما ينفعش يشتغل على ديستريبيوتد انفايرمنت، يشتغل على قلنا زي ما قلنا على الكولوكيتد تيمز سمول ميديوم سايز برودكتس. تمام، بيطلع دلوقتي ابحاث ونيو ريسيرشز ازاي ان هو يقدر يطبق على ديستريبيوتد ايه الديستريبيوتد تيمز، ان هو ينفع تشغله على ديستريبيوتد تيمز. وده بقى موجود دلوقتي. ملخص السكرام فريم ورك، كل المصطلحات اللي قلناها، الرولز اللي سمعتوها في الجزء بتاع السكرام عشان بس تبقى عارف وانت بتذاكر. عندك البرودكت اونر، لازم تعرف هو بيعمل ايه وده مين. السكرام ماستر، تعرف بيعمل ايه وايه واجباته. التيم، ايه مسؤولياته. السيرمونيز بقى، لازم تبقى عارف ايه اللي بيحصل في السبرنت بلاننج الريفيو الريتروسبكتيف، ده ان هو ازاي بقى بنطلع الديفلوبمنت ونقفل السبرنت بتاعنا كل ما يخص السبرنت. والديلي سكرام ايه ميتنج. الارتيفاكتس، البرودكت باك لوج، لازم تبقى فاهم ده ايه ومين اللي بيعمله. السبرنت باك لوج، لازم تبقى فاهم برضه ده ايه ومين اللي بيعمله. والبيرن داون ايه شارت. تمام يا شباب، شكرا. فمحاضرة النهاردة هنتكلم عن فيز مهمة واكتيفيتي مهمة، فيز الريكويرمنتس انجينيرنج. طبعا زمايلكم في السوفت وير عارفين ان ده كورس، ده كورس بيتدرس كامل لوحده كده بتفاصيل كتير، لكن احنا في كورس السوفت وير انجينيرنج بناخد عنه محاضرة. تمام، وبنعمل عليه تاسك ان احنا بنعمل، بتبقى assigned ليك بروجكت او مشروع، وبتبدا تطلع الريكويرمنتس بتاعته وتكتبها في اس ار اس دوكيمنت اللي هو requirement specification document. فلازم نفهم تفهموا يعني ايه requirements، ايه انواعها، ايه الفيزز اللي بتمر بيها. فهي بتبقى محاضره عن requirements ايه، عن requirements engineering عموما. تمام، لازم نعرف الاول ايه requirements وايه engineering. فعشان كده ايه هي requirements engineering. اول حاجه requirement هي الفانكشن، الفانكشن اللي هيعملها السيستم، فانكشن او كونستريت، السيستم ده هيعمل ايه. تمام، والانجينيرنج هو السيستماتيك ابروتش او التكنيك اللي همشي عليه عشان اطلع بالريكويرمنتس دي. تمام، فريكويرمنت لوحدها يعني فانكشن السيستم محتاجها او اللي هيعملها او اليوزر محتاجها. الانجينيرنج هو اي سيستماتيك ابروتش بمشي عليه. فريكويرمنتس انجينيرنج لما نجمعها على بعض يبقى هو ايه الابروتش او ايه السيستماتيك ابروتش اللي انا همشي عليه عشان اطلع بريكويرمنتس، اطلع بريكويرمنتس بتاعت السيستم بتاعي. مش بس ان احنا هنطلعها، ازاي هعمل لها مانج، ازاي اعمل لها تيستنج، ازاي اعمل لها دوكيومنتيشن، ازاي اعمل لها اناليسيس، كل ده داخل جوه فكره او كلمه ريكويرمنتس ايه انجينيرنج. تمام، اول حاجه لازم نعرف الكلاسيفيكيشنز بتاعت الريكويرمنتس، والريكويرمنتس دي هتبقى كلاسيفايد لايه. الريكويرمنتس عندنا انواع، انواع كتير، منها على سبيل المثال ان احنا عندنا يوزر ريكويرمنتس وعندنا سيستم ريكويرمنتس. ده احد الكاتيجورايزيشن يا جماعه. انا ممكن اقسم الريكويرمنتس بتاعتي تو ديفرنت كاتيجوريز او يعني بديفرنت كرايتيريا.
تمام؟ فاحدهم ان انا بقسم ريكويرمنت، هل هي يوزر ريكويرمنت ولا سيستم ريكويرمنت؟ يوزر ريكويرمنت زي ما قايل لك هنا بتبقى مور جنرال، مور بتبقى مكتوبه بالناتشرال لانجوج بتاعت اليوزر نفسه، ممكن تبقى سبورتد معاه شويه دايجرامز توضح هو ايه الريكويرمنت اللي هو عايزها، ايه السيرفيس اللي عايزها من السيستم، ايه الكونسترينتس اللي هيقوم على اللي هيشتغل السيستم اندر الكونسترينتس دي. فده من وجهه نظر اليوزر، يعني كاني بقول هو ايه الريكويرمنتس، هو ايه اللي مطلوب من السيستم ده، هو ايه السيرفيس اللي هيقدمها السيستم ده، بس من وجهه نظر اليوزر، يعني كان اليوزر بيقول انا عايز ايه من السيستم. تمام؟ من الكاتيجوري الثاني سيستم ريكويرمنت، ده بقى شويه سبيسيفيك شويه ديتيل، تمام؟ لان ده هيبقى دوكيمنت ستراكشر دوكيمنت زي الاس ار اس كده، وزي ما بيقول لك بتبقى بارت من الكونتراكت. لو انا شغال مثلا ووتر فول موديل ولا حاجه، فالاس ار اس اللي انا كاتب فيه السيستم ريكويرمنت ده هيبقى جزء من الكونتراكت اللي ما بيني وما بين الكاستمر، اللي هقول انت عايز ده وعايز ده وعايز ده. فلازم يبقى ديتيل، لازم يبقى مكتوب بطريقه ستراكشر، بطريقه مخصصه او واضحه اكتر، فبنسميه في الحاله دي سيستم ريكويرمنت. فاحنا اول كاتيجورايزيشن للريكويرمنتس عندنا يا اما يوزر اللي هو اليوزر نفسه في ايه يقول كل اللي هو عايزه باللانجوج بتاعته، يا اما سيستم ايه سيستم ريكويرمنت، دي بتبقى سبيسيفيك وديتيل وبتبقى مكتوبه بشكل ستراكشر، لان هي ممكن تبقى داخله از ا بارت اوف كونتراكت. ده مثال اهو عندنا اليوزر ريكويرمنت فيرسس السيستم ريكويرمنت بتاعي. يعني احنا اليوزر ريكويرمنت هنا بيقول لك ايه، هو هنا شغال على ميديكال هيلث كير سيستم، بيشنت مانجمنت سيستم، سيستم لمستشفى يعني فيه البيشنت ريكوردز، تمام؟ فبيقول لك ان السيستم ده شيل جنريت مانثلي مانجمنت ريبورت، محتاجين شهريا يطلع مانجمنت ريبورت عن الكوست اوف دراجز اللي حصل لها بريسكريبشن ديورنج المانث ده. ده كيوزر ريكويرمنت، يوزر نفسه في ايه؟ عايز ايه؟ السيرفيس اللي عايزها، تمام؟ كسيستم بقى ريكويرمنت نفس السبيسيفيكيشن دي هتتكتب بس بديتيلز اكتر. ده هيقول لك ايه؟ ده لاست وركينج داي اوف ايتش مان، يعني في كل اخر يوم شغل في الشهر، ده محتاجين نطلع سمري للدراجز الاول اللي بريسكرايب، وبعدين نشوف الكوست بتاعتها، وبعدين نشوف الكلينكس، كل كلينك مين اللي عمل جنريشن لكل ميديسن من دول او دراج من دول. تمام؟ وبعدين يحصل للريبورت ده برنتنج اوتوماتيك الساعه 5:30 في اخر يوم في الشهر، يعني فاهم اخر مثلا خميس في الشهر ولا حاجه. تمام؟ ريبورت مثلا شيل بي كريتد فور اتش كلين، مش هنعمل للمستشفى كلها او الهوسبيتال كلها، لا ده لكل كلين. فموضح تفاصيل ما كانتش باينه في اليوزر ريكويرمنت، اليوزر ريكويرمنت قال بس انا عايز ريبورت شهري وخلاص بالدراجز البريسكرايبد وخلاص. هنا لا، ده بيقول لك بالتفصيل ايه ريبورت شهري دي هتبقى امتى وفين وازاي ولكل كلينيك ولا لا وجاي فيها ايه. فده السيستم ايه؟ السيستم. حتى الاكسس، هو مين اللي هياكسسها؟ مين اليوزر اللي هياكسس؟ مين اللي هيبقى ليه اوثرايزد اكسس للريبورت ده ويشوف الكوست دي؟ تمام؟ فده مثال يوزر ريكوايرمنت وسيستم ايه؟ وسيستم ريكوايرمنت. مين بقى الريدرز بتوع الديفرنت تايبس اوف ريكوايرمنتس دول؟ مين اللي يهمه يبص على اليوزر ريكويرمنتس، ومين اللي يهمه يبص على السيستم ايه؟ السيستم ريكويرمنت. انا هخليك تركز على حاجه معينه، اليوزر ريكويرمنت المهم فيها هو الكونتراكتور مانجر ده. ده مش موجود في السيستم ريكويرمنت. هو يهمه يبص على اليوزر، هو اليوزر كان عايز ايه؟ تمام؟ الباقي كله عادي يبص على اليوزر ريكويرمنت، اي حد يبص على اليوزر ريكويرمنت. نيجي على السيستم ريكويرمنت، مين اللي فارق معايا اكتر؟ السوفت وير ديفلوبر. ديفلوبر مش همه اليوزر عايز ايه، هو عايز السيستم هيعمل ايه. هو عايز ياخد الحاجه خالصه كده عشان يعمل لها امبلمنتيشن، فاهمين ازاي؟ فمينلي اللي مهتم قوي باليوزر ريكويرمنتس اللي هو الكونتراكت، احنا هنتحاسب على ايه؟ الكونتراكت اللي هيبقى ما بيننا، تمام؟ السيستم ريكويرمنت مينلي هيبقى السوفت وير ديفلوبر. اي ريدر تاني ممكن يبقى بيبص على الاثنين، زي ما قايل لك هنا مثلا كلاينت انجينير، السيستم اند يوزر، فممكن يبص على دي ممكن يبص على ايه؟ يبقى ريدر لده وريدر لده. طيب تاني كريتيريا ممكن اقسم بيها ريكويرمنت، احنا قسمنا لا يوزر يا سيستم، تمام؟ اللي نقسم بيها ريكويرمنتس هي فانكشنال ولا نون فانكشنال؟ هي فانكشنال ريكويرمنت ولا مش نون فانكشنال ريكويرمنت؟ ايه اللي مقصود بفانكشنال ونون فانكشنال؟ فانكشنال هي السيرفيسز بقى اللي هو هاو ذا سيستم شود رياكت بارتيكولار انبوت، هو السيستم بيبيهيف ازاي؟ البيهيفير بتاع السيستم دي بنسميها فانكشنال ريكويرمنت. بقول ايه التاسكس اللي هيعملها؟ ايه الفانكشنز اللي هيعملها؟ ايه السيرفيسز اللي هيقدمها؟ تمام؟ بقول لك ممكن كمان تقول هو السيستم ما بيعملش ايه؟ استماع علينا يعني، بس احنا الفكره ان احنا بنركز هو ايه السيرفيسز، ايه الفانكشنز، ايه اللي هيعمله. طيب ايه النون فانكشنال ريكويرمنتس؟ هنا بقى احنا بنتكلم في كونسترينتس.
حاجه تخص السيستم از هول، الاوفر رول بتاع السيستم كده، مش بتكلم على سبيسيفيك فانكشن او سبيسيفيك سيرفيس، لا انا ممكن الكونسترين حاجه تخص يعني الكونسترين ده بقى او نون فانكشن ريكويرمنت دي هتبقى انواع، انواع هل تخص السيستم كانفايرمنت كبروجرامنج لانجويج، هل تخص السيستم كسايز، هل تخص السيستم ككواليتي، كل ده يقع تحت النون فانكشن ريكويرمنت. فالنون فانكشن ريكويرمنت هو اي كونسترين السيستم هيشتغل او هيوبريت اندر الكونسترين ده، وات ايفر بقى نوع الكونسترين ده ايه، في منه برضه لسه كاتيجوريز هنقول. تمام، يبقى الفانكشنال بتكلم في ستيبس او في تاسكس او في سيرفيسز هتتقدم بيهيفير للسيستم، النون فانكشنال لا بتكلم على كونسترينز هتبقى بتابلاي على السيستم از هول، على السيستم كله ايه، كله على بعض. طيب الفانكشنال ريكويرمنتس نتكلم عنها شويه، احنا هنا اتفقنا ان هي بتديسكرايب الفانكشناليتي او السيستم سيرفيس اللي بتتقدم، لازم بيزد يعني على التايب بتاع السوفت وير، بحدد الاكسبكتد يوزرز هو مين اللي هيعمل الفانكشناليتي دي او مين اللي هيعمل السيرفيس دي. تمام، في عندنا فانكشنال يوزر ريكويرمنت وفانكشنال سيستم ريكويرمنت، مش احنا قلنا اول كرايتيريا يا يوزر يا سيستم، ثاني كرايتيريا يا فانكشنال يا نون فانكشنال. الفانكشنال ممكن اقولها هل هي مكتوبه بالهاي ليفل لانجوج بتاعت اليوزر ولا مكتوبه بستراكتشرد باترن او عشان تديسكرايب ان ديتيلز السيستم هيعمل ايه، ففي الحاله دي هتبقى فانكشنال يوزر ريكويرمنت والثانيه هتبقى فانكشنال ايه سيستم ريكويرمنت اللي هتبقى فيها الديتيلز. تمام يا جماعه، هنا امثله اهي لفانكشنال ريكويرمنتس للهوسبيتال مانجمنت سيستم، اهو اليوزر شال، دايما الفانكشنال ريكويرمنتس الاقي فيها كلمه شال، شال يعني هيعمل السيستم هيعمل كذا، اليوزر هيعمل كذا، فلاقي اليوزر شال كذا 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 واقول بعديها هيعمل ايه، او السيستم زي ما بيقول لك هنا شال وروح قايله السيرفيس اللي بيقدم. فمثلا هنا اليوزر بي ايبل تو سيرش الابوينتمنتس ليست، هنا السيستم شال جنريت اتش داي فور اتش كليننج ان ليست اوف بيشنتس مثلا كذا. تمام، اتش ستاف ممبر يوزنج ذا سيستم شال بي يونيكلي ايدنتيفايد بكذا، فبتتكتب بالطريقه دي تبقى جمل مكتوبه بالايه بالاسلوب ده. تمام، ايه المشاكل بقى اللي بتقابلنا في الريكويرمنتس واحنا بنطلعها او احنا بنشوفها؟ البروبلمز اللي عندنا ان في ساعات بيبقى فيه امبيجيوتي في الريكويرمنت. يعني ايه امبيجيوتي في الريكويرمنت؟ يعني نفس الريكويرمنت ممكن يبقى ليها اكتر من انتربريتيشن لاكتر من واحد قراها. يعني نفس الريكويرمنت انا هقراها وانت تقراها، انا هفسرها تفسير وانت تفسرها تفسير تاني خالص، كده يبقى فيه ambiguity في requirement بتاعك. ده احد البروبلمز اللي بتبقى موجوده في الايه في requirement بتاعك. يعني مثلا السيرش requirement اللي كانت موجوده في السلايد اللي قبل كده اللي هو اليوزر شيل بي ايبل تو سيرش في الليست في الابوينتمنتس ليست. تمام، اليوزر نيته ايه؟ نيته مثلا هو يسيرش بالبيشنت نيم اكروس كل الكلينكس. تمام، كديفلوبر لما جه يقراها لا هو افتكر ان كده هتسيرش في البيشنت نيم في كل كلينيك على حده، فلازم تختار الكلينيك كمان، يعني هتختار تكتب اليوزر نيم وتختار كلينيك محدد. اليوزر ما كانش قصده كده، هو كان عايز يكتب النيم ويسيرش في كل الكلينكس، فما دام في اكتر من انتربريتيشن انا كده دخلت في امبيجيوتي، دخلت ان الريكويرمنت دي مش انتربريتد يونيكلي على مستوى كل الايه كل الريدرز، فدي من مشاكل الريكويرمنت. ايه تاني من مشاكل الريكويرمنتس؟ الكومبليتنس والكونسيستنس. يعني ايه كومبليتنس؟ يعني لازم نبقى ضامنين ان كل الريكويرمنتس اللي مطلوبه مكتوبه. ما زي ما بقول دايما للولاد ريكويرمنتس مش مكتوبه مش هتبان في البروجكت. الفيس بتاعت الريكويرمنت دي مهمه قوي، لو ريكويرمنت ما اتقلتش فيها مش هتطلع. الديفلوبر هيعرف ازاي؟ هيعمل لها امبلمنتيشن ازاي؟ فلو واحده مست واحده مش موجوده السيستم طلع ناقص. فالسيستم بقى ما بقاش ساتسفاكتوري للكاستمر فبقى اتضرب، يعني البرودكت ما بقاش ليه اي لازمه. فاهمين ازاي؟ فلازم كل السيرفيسز تبقى موجوده. فطبعا هتقول ايه وايه اللي هيخلي السيستم يعني السيرفيسز مش موجوده؟ لا، الكومبلكس واللارج سيستم بيبقى فيها ريكويرمنتس كتير قوي، فلازم تانفست تايم وايفورت عالي عشان تقدر تطمن ان كل الريكويرمنتس قدرت تجيبها، انك انت عندك كومبليت ريكويرمنت. تمام؟ الكونسيستنسي بتاعت الريكويرمنتس دي جايه منين؟ ان ما يبقاش في كونفليكتس. واحد يقول طب ايه اللي هيخلي الريكويرمنتس مش هو واحد بيقول لي الريكويرمنتس، هو مش واحد للاسف، انت عندك ستيك هولدرز. يعني ايه ستيك هولدرز؟ هو اي حد ليه علاقه بالسيستم من قريب او بعيد، اللي بيصرف على السيستم، من بتوع الماركتنج، بتوع الليجل ديبارتمنت، الاند يوزر، الديفلوبر، اي حد هيبقى ليه علاقه بالسيستم من قريب او بعيد ده ستيك هولدر بالنسبه لنا، ولازم نقعد معاهم كلهم عشان نطلع منهم بالايه
بالريكويرمنت، فممكن يجي لي كونفليكت، ممكن واحد يكون قايل لي حاجه بطريقه الاقي تاني قايلها لي بطريقه تانيه خالص. الله، طب ده كده ما بقاش فيه كونسيستنس، فلازم احل الكونفليكت ده. فبرضه من مشاكل الريكويرمنتس موضوع ان هي تبقى انكمبليت وان هي تبقى انكونسيستنت، او يبقى في ما بينها ايه كونفليكت. اتفقنا ما حدش يقول ده مش هيحصل، لا ده بيحصل وده الواقع، لان احنا لو اتكلمنا في لارج او كومبلكس سيستمز عندنا ريكويرمنتس كتير، عندنا ستيك هولدرز كتير، هنسمع من ناس كتير، فالمشكله موجوده. طيب ده بالنسبه للفانكشن. تعالوا نبص على النون فانكشن ريكويرمنتس. قلنا يعني ايه النون فانكشن ريكويرمنتس؟ النون فانكشن ريكويرمنتس قلنا هي الكونسترينتس اللي بتبقى على السيستم از ا هول، از ايه از ا هول، على السيستم كله. اي كونسترين بقى، اي نوع من انواع الايه الكونسترين، تمام. طبعا النون فانكشن ريكويرمنتس محدش يقول ان هي مش مهمه، يعني ايه يعني السيستم لازم يبقى سكيورد، ايه لازم يبقى فاست، ايه لازم، لا خلي بالك في بعض الاحيان ممكن تبقى كريتيكال مور ذان الفانكشن ريكويرمنت، ومن غيرها السيستم ما يسواش، ما يبقاش ولا حاجه. فالنون فانكشن ريكويرمنتس مهمه، ومهم ان انا اطلعها زي ما بطلع الفانكشن فانكشن ريكويرمنتس، تمام. نون فانكشن ريكويرمنتس امبلمنتيشن بيقول لك هنا بيأفكت الاوفر اول اركتكتشر. لو انت كان من نون فانكشن ريكويرمنتس بتاعتك مثلا ان البرفورمانس يبقى عالي مثلا، تمام، ده ممكن يخليك وانت بتعمل ديزاين تعمل في حساباتك ان الديزاين يبقى بيقلل مثلا من الانتراكشن ما بين السيستم وما بين اي اوتسايد سيستمز تانية عشان اسرع في البرفورمانس او احسن في البرفورمانس بتاعه، اعمل امبروفمنت للبرفورمانس بتاعه. فخلي بالك، لا، النون فانكشن ريكويرمنتس ممكن تعدل لك في الاركتكتشر بتاع السيستم، تعدل لك في الديزاين بتاع الايه بتاع السيستم بتاعه، تمام. تاني، سنجل نون فانكشن ريكويرمنت ممكن تفتح لك فانكشن ريكويرمنت. يعني ممكن انت عشان تحقق نون فانكشن ريكويرمنت يعني بيقول لك انا عايز السيستم يبقى سكيور، طب ما سكيورتي دي بقى انا مطلوب مني اعمل ايه؟ مطلوب مني انا امبلمنت كذا وكذا وكذا. يبقى ممكن السنجل نون فانكشن ريكويرمنت تمبلاي او تخليك تطلع تطلع فانكشنال اصلا ايه ريكويرمنتس او سيرفيسز المفروض السيستم مطلوب منه ان هو ينفذها او ايه او يعملها. طيب نشوف بقى الكلاسيفيكيشنز بتاعت النون فانكشن ريكويرمنت. احنا حتى الان قلنا ان احنا من كلاسيفاي ريكويرمنتس يوزر وسيستم، وبعدين قلنا ريكويرمنتس بنقسمها فانكشنال ونون فانكشنال، وقلنا الفانكشنال ممكن نقسمها فانكشنال يوزر ولا فانكشنال سيستم. دلوقتي بقى هنقسم النون فانكشن، خدوا بالكم من التقسيمات الكتير دي عشان لو في امتحان ولا حاجه واتسالتوا فيها. النون فانكشنال بقى كلاسيفيكيشن اللي هي الكونسترين متقسمه لكاتيجوريز. هل هي برودكت ريكويرمنتس؟ يعني ايه برودكت ريكويرمنتس؟ يعني كونسترين على البيهيفير بتاع السوفت وير نفسه، بتاع البرودكت نفسه، عايزه فاست، عايزه سكيورد، عايزه ما ياخدش ميموري كتير، عايزه يوزابل مثلا يوزر انترفيس بتاعه كويس. انا هنا بتكلم على السكوب بتاع ايه كونسترينتس، على ايه، على البرودكت نفسه، على السوفت وير نفسه اللي هيبقى طالع يبقى عامل ازاي. فبنسميها برودكت ريكويرمنتس، برودكت ريكويرمنت. النوع الثاني او الكاتيجوري الثاني اورجانيزيشنال ريكويرمنتس. ايه الاورجانيزيشنال ريكويرمنتس دي؟ هنا بقى لو في بوليسيز او في كونديشنز جايه من الاورجانيزيشن نفسها، السيستم لازم هيبروسس اندر الكونديشنز دي، فدي بنسميها اورجانيزيشنال ريكويرمنتس. دي جايه من الاورجانيزيشن، جايه من الايه؟ من المحيط اللي بالبرودكت، هي مش خاصه بالبرودكت، خاصه بالاورجانيزيشن اللي محيطه بالايه؟ بالبرودكت. ودي ممكن تتقسم لثلاثه كاتيجوريز، حتى دي هنقسمها لثلاثه كاتيجوريز. اوبريشنال بروسيس ريكويرمنت اللي هو السيستم لازم يران بيزد على الكونسترين ده، او ديفلوبمنت بروسيس ريكويرمنت زي ما هقول لك احنا لازم هنشتغل ببروجرامنج لانجوج معينه. فانا كده عملت كونسترين على الديفلوبمنت بروسيس، تمام؟ او انفايرمنتال ريكويرمنت، اقول لك ان احنا هنشتغل في اوبريتنج انفايرمنت معينه، في اوبريتنج سيستم معين او اوبريتنج انفايرمنت محدد. يبقى الاورجنايزيشنال ريكويرمنت دي جايه لي من الاورجنايزيشن نفسها. الاورجنايزيشن هنا يقصد المعنيين، يا اما الكاستمر اورجنايزيشن، يا اما الديفلوبر اورجنايزيشن، يا اما الديفلوبر اورجنايزيشن اللي شغاله على السيستم ده عشان يطلع، هل عليها كونسترين معين، او من الاورجنايزيشن اللي انا بعمل لها السوفت وير ده، وبنسميها كاستمر اورجنايزيشن. فاهمين ازاي؟ فالاورجنايزيشنال ريكويرمنتس يا اما جايين الكونسترين من الاورجنايزيشن ككاستمر، يا اما من الاورجنايزيشن كديفلوبر هاوس مثلا او المكان اللي بيعمل ديفلوبمنت، تمام؟ طيب
تالت كاتيجوري اكسترنال ريكويرمنت، دي بقى حاجه خارجيه، لا هي على البرودكت ولا على الاورجنايزيشن بتاعه البرودكت، لا دي حاجه جايه من الدوله مثلا، او جايه قوانين دوليه قوانين محليه وات ايفر، يعني ريجوليشنز لازم يتبعها السيستم ده. يعني مثلا بعمل سيستم مستشفيات فانا لازم افولو القانون رقم كذا بتاع اللي بيحمي خصوصيه اللي مش عارف ايه للمرض مثلا، تمام؟ فده كده هل دي حاجه جايه من البرودكت، هل حاجه من الاورجنايزيشن؟ لا دي ريجوليشن اكسترنال ولازم امشي عليه، هو ستيل كونسترين لكن جاي لي من ايه؟ external to the system و external to the development ايه process نفسها، او operate within law او within ethical requirements، فايه حاجات كلها خارجية كلها external ايه requirements عندنا. ده مثال اهو على نفس ال example بتاع ال hospital، مثال على product requirement وعلى organizational requirement وعلى external requirement. اقروه كده وشوفوا رأيكم ايه. بالنسبة للبرودكت اهو خلي بالك احنا بنتكلم في النون فانكشنال، في النون فانكشنال ريكويرمنت مش على سيرفيس، نون فانكشن. كنون فانكشنال ريكويرمنت بيقول لك ان البرودكت ده لازم يشتغل ديورنج الوركينج اورز اللي هي من الساعه كذا للساعه كذا ومن غير يعني ما يفيل، يعني نورمال المفروض الفيلر بتاعه يعني او الداون تايم بتاعه المفروض ما يحصلوش اكسيد عن الفايف سكندز. يبقى انا بتكلم على البرودكت ولا لا؟ بتكلم على البرودكت كبرفورمانس كفيلر ك بتكلم على البرودكت، عشان كده سميتها برودكت ريكوايرد. طب الكاتيجوري الثاني اللي هو الاورجنايزيشنال نقراها كده، بيقول لك ان السيستم هيأوثنتيكيت اليوزرز اللي داخليه من الهيلث اوثوريتي ايدنتيتي كارد. ده هو اصلا الهوسبيتال كل اليوزرز ليهم الايه؟ الاي دي بتاعهم، فهم مش هيخشوا من السيستم غير من خلال الاي دي ده، فدي حاجه جايه لي منين؟ كونسترين جايه لي منين؟ من الكاستمر اورجنايزيشن. تمام؟ طيب حاجه اكسترنال ريكويرمنت زي ما قلنا ان السيستم لازم بيفولو او امبلمنت البيشنت برايفسي لو رقم كذا، فبيتبع الايه اللو ده، فدي اكسترنال ريكويرمنت خارجه عن البرودكت وخارجه عن مين؟ عن الاورجنايزيشن. شكل اهو موضح ليها اكتر. نون فانكشنال ريكويرمنت قسمناها للبرودكت، قسمناها للاورجنايزيشنال، قسمناها للاكسترنال. البرودكت اي حاجه تخص البرودكت، يوزابيليتي افشنسي بيرفورمانس سكيورتي ديبندنت كل حاجه، تمام؟ الاورجنايزيشنال حاجه ليها علاقه بالانفايرمنت اللي هو الاوبريتنج انفايرمنت نفسها، اوبريشنال حاجه على السيستم شغال ازاي من الساعه كام للساعه كام الكلام ده كله، ديفلوبمنت تول ايه بروجرامنج لانجويج ايه الكلام ده كله، اكسترنال يا اما ريجولاتوري بقى او ايثيكال او اي حاجه بقى ليها علاقه بالسيفتي او سكيورتي او اللوز، الكلام ده كله هيتحط تحت ايه الكاتيجوري. لازم نفرق ما بين حاجه، ما بين بقى الجولز والنون فانكشنال ريكويرمنت. ايه الفرق ما بينهم؟ النون فانكشنال ريكويرمنت حضرتك لما تيجي تكتبها لازم تبقى فيريفايبل، لازم تبقى فيريفايبل. يعني ايه فيريفايبل؟ يعني ينفع اتست هي اتعملت ولا ما اتعملتش، لازم اعملها معامله الفانكشنال ريكويرمنت. هو انت مش الفانكشنال ريكويرمنت لما تقول لي سيستم لازم ياخد الانبوت كذا يطلع الاوتبوت كذا، فانا هتست الكلام ده تمام هعرف اتست صح؟ النون فانكشنال ريكويرمنت برضه لازم تبقى فيريفايبل، لازم تبقى اقدر اعمل لها تيست. فده الفرق ما بينه وما بين الجول. لو سبتها كده من غير ما تبقى فيريفايبل ده اسمه جول، ده ما اسموش نون فانكشنال ريكويرمنت. حضرتك لما تقول انا عايز السيستم مثلا زي ما مكتوب لك كده يبقى عنده الابيليتي ان هو ريكفر فروم فيل، لازم يبقى ايزي تو يوز، لازم يبقى يوزر فريندلي، لازم يبقى ريسبونس تايم بتاعه عالي، دي جولز حضرتك، كل دي جولز. لكن عشان اكتبها كنون فانكشنال ريكويرمنت صح لازم تبقى مكتوبه بشكل فيريفايبل، اقدر ان انا اقيس هي اتعملت ولا ما اتعملتش، اقدر ان انا اتست هي موجوده ولا لا. تمام؟ زي هنا مديك مثال اهو ما بين الاثنين، الجول ان السيستم يبقى ايزي تو يوز باي الميديكال ستاف، تمام؟ ويبقى اورجنايزد بطريقه الايرورز اللي يقع فيها اليوزرز تبقى مينيمايزد. ده جول. هل انا اقدر اقيس الكلام اللي انت قايله ده؟ ما اقدرش. طب عشان تحطه لي بصيغه ثانيه اقدر ان انا اتست بيه اذا كانت اتحقق ولا لا، شوفوا بقى لما تتكتب بطريقه فيريفايبل او تيستبل هتبقى عامله ازاي. الميديكال ستاف شيل بي محاضره النهارده بعنوان سيستم موديلنج اند ديزاين. المفروض ان احنا في المحاضرات اللي فاتت كنا بنتكلم عن السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل، وبنتكلم عن السوفت وير بروسيس، وعن الاجايل والووتر فول، وبعدين بدانا نتكلم عن الاكتيفيتيز الاساسيه او الفيزز الاساسيه اللي بيمر بيها اي سوفت وير. اتكلمنا عن ريكويرمنتس انجينيرنج كبدايه، فالمفروض المره دي هنتكلم عن الديزاين، ان انا بعمل ديزاين للسيستم قبل ما اعمل له امبلمنتيشن. الجنرال موديل للديزاين بروسيس هو اللي موجود قدامنا ده،
بنشوف من خلاله ايه الانبوتس للديزاين بروسيس، الاوتبوتس للديزاين بروسيس، وايه الاكتيفيتيز اللي موجوده. الانبوتس عندنا البلاتفورم انفورميشن، عندنا ريكويرمنت سبيسيفيكيشن، عندنا الداتا ابستراكشن. الاكتيفيتيز ان انا الاركتكتشر ديزاين برسمه، برسم الانترفيس ديزاين، برسم الكومبوننت ديزاين، بطلع بالداتابيز ديزاين. الاوتبوتس عندنا السيستم اركتكتشر، الداتابيز سبيسيفيكيشن، الانترفيس سبيسيفيكيشن، والكومبوننت سبيسيفيكيشن. بالتفصيل بقى الكلام ده كله المقصود بيه ايه؟ نبص على الديزاين انبوتس الاول، البلاتفورم انفورميشن. البلاتفورم انفورميشن ده المقصود بيها الاوبريتنج سيستم، الداتابيز اللي هشتغل عليه، اي ميدل وير، اي اذر ابلكيشن سيستمز هانترفيس معاها. طبعا معظم السوفت وير اللي بنعمله بينترفيس مع اذر سوفت وير سيستمز، فطبيعي لازم ابقى عارف طبيعه الاذر سيستمز دي او الاذر سوفت وير سيستمز عشان اقدر انتجريت معاهم، عشان اقدر انتجريت معاهم. تاني انبوت ريكويرمنتس سبيسيفيكيشنز، اللي احنا بقى كنا بنتكلم فيه المحاضرات اللي فاتت في ريكويرمنتس انجينيرنج. قلنا ان احنا الاوتبوت من ريكويرمنتس انجينيرنج بروسيس ان احنا بيبقى عندنا اس ار اس دوكيمنت، السوفت وير ريكويرمنت سبيسيفيكيشن دوكيمنت، اللي فيه ديسكريبشن لكل الفانكشناليتيز اللي المفروض السوفت وير ده يقدمها، المفروض السوفت وير ده يعملها. كان فيها كل الفانكشنال ريكويرمنتس، كل النون فانكشنال ريكويرمنتس. نون فانكشنال ريكويرمنتس قلنا كل ما يخص اي كواليتي اتريبيوت، برفورمانس، ديبندابيلتي، كل حاجه. فكل ده المفروض ان هو موجود في ريكويرمنت سبيسيفيكيشن. فكانبوت انا محتاج ده برضه ليه؟ يبقى انا عشان اعرف اعمل ديزاين محتاج اولا بلاتفورم انفورميشن، انفورميشن عن الانفايرمنت واي اذر سوفت وير سيستمز، انفورميشن عن الريكويرمنتس بقى انا المفروض كسيستم او كسوفت وير هيطلع ايه، داتا ديسكريبشن. ثالث حاجه يعني تقريبا ما فيش سيستم بيخلو من ان هو بيتعامل مع داتا، هي بروسس اكزيستنج داتا او داتا جايه له او هي اوتبوت داتا، فبالتالي الديسكريبشن بتاع الداتا دي انا محتاجاه كل ما يخص الايه، كل ما يخص الداتا. ده بالنسبه للانبوتس. طب بالنسبه للاكتيفيتيز، الاكتيفيتيز بقى الاكتيفيتيز هتبقى مش ثابته، هي هتبقى متغيره وبتعتمد على طبيعه السيستم اللي انا بعمل له ديفلوبمنت. بس مينلي يعني احنا محتاجين نعمل ديزاين او نحط زي اركتكتشر او زي ما بنقول اوفرول ستراكشر للسيستم ككل. ده بنسميه اركتكتشرال ديزاين، اسمه architectural design، ان انا بحط او برسم overall structure للسيستم، بحط بس ال principal components او زي ما بنسميها modules، بنسميها subsystems، relationships اللي ما بينهم، و how they are distributed، هو distributed ازاي، located ازاي، هل located في نفس السيستم ولا distributed بحيث ان في connection بطريقة ما، network مثلا او حاجة ما بينهم وهكذا. فده بالنسبة لنا اول activity، ان انا اقعد اعمل design للarchitecture بتاع السيستم ايه بتاعي. في حاجة تانية interface design، زي ما اتفقنا ان احنا software بتاعنا اكيد هي interface مع other software او other system components. طيب الانترفيس ده بيتم ازاي؟ فلازم ابقى محدد قوي هو الانترفيس ده بيتم ازاي، ازاي الانتركونكشن او السيستم بتاعي هيباس داتا للاذر سيستم او هيجت داتا من الاذر سيستم. لازم يبقى عندي انترفيس ديزاين موضح لي الكونكشن ده او الانتر اكشن ده هيتم ازاي. في عندنا الكومبوننت ديزاين، اللي هو احنا بنتكلم بقى السيستم نفسه الكومبوننتس بتاعته هتوبريت ازاي، هاو ات ويل اوبريت. السيستم نفسه بقى الكومبوننتس اللي جواه الفانكشنز بتاعته هتبقى امبلمنتد ازاي. كاني بتكلم بقى على الديزاين بتاع الايه، بتاع الكومبوننتس او بتاع الاوبريشنز او بتاع بقى الفانكشن ريكويرمنتس، تفصيليا بقى المفروض ان هو هيتم ازاي، تفاصيل الامبلمنتيشن كلها. رابع حاجه الداتا بيز ديزاين، database design. انا معايا data description، اي سوفت وير هيبقى معتمد على data stored عنده. طيب الداتا دي stored ازاي، ايه الداتا structure اللي هيبقى مستخدم، هيبقى represented ازاي، ايه الريليشنز اللي ما بينها. فكل ده لازم يبقى برضو ايه، اعمله، لازم اعمله كactivity من الديزاين process. طيب الاوتبوتس بقى، اتفقنا ان الاوتبوتس هي بقى كل اللي اتكلمنا فيه ده لازم يبقى documented، لازم يبقى documented. طبعا احنا اتكلمنا ان احنا في الاجايل الدنيا مش بتبقى فوكس على الدوكيومنتيشن،
غير الـ approaches التانية زي البلان دريفن او زي ما مكتوب قدامك هنا المودل دريفن. فمينلي الديزاين دي هتترسم وهتتوصف وهيطلع منها documents، تمام، فيها details، فيها تفاصيل، فده هيبقى الاوتبوت بتاعنا ان هو بدوكيمنت كل الفيز دي، تمام. فده هيبقى بالنسبه لنا الاوتبوت ايه بتاعنا، اذا كان بقى الاركتكتشر دايجرام، اذا كان هيبقى عندي الداتابيز الاي ار دي الانتر ريليشن شيب دايجرام بتاع الداتابيز وهكذا، تمام. فزي ما موجود قدامكم ان فور كريتيكال سيستمز او يعني السيستمز اللي بتعتمد البلان دريفن ابروتش، فاكيد هبقى محتاجه ديتيلد ديزاين دوكيمنتس، تمام. في موديل دريفن ابروتش يبقى موستلي معتمد على الدايجرامز. الاجايل اتفقنا ان هو مش بيفوكس قوي على الدوكيومنتس، لكن بيفوكس على ان الكود نفسه يبقى مكتوب بطريقه دوكيومنتد كويس و ويل ريتن يعني. طب ايه الجول بتاع الديزاين بروسيس؟ احنا ليه بنعمل ديزاين بروسيس؟ زي ما اتفقنا احنا الديزاين لازم يبقى عامل حساب كل حاجه، اي explicit او حتى implicit requirements لازم تبقى معمول حسابها في الديزاين. الحاجه اللي مش موجوده في الديزاين مش هتبقى طالعه في الامبلمنتيشن. ما هو انا الديزاين ده زي ما بيقولوا كده الستارتنج بوينت كمان لبتوع الامبلمنتيشن ده، هو هياخد الديزاين ويبدا يشتغل بيزد عليه. فالديزاين لازم يبقى فيه كل، لازم يكون عامل حساب كل الاكسبلسيت والامبلسيت ايه ريكويرمنت، لازم يبقى ريدبل واندرستاندبل لاي حد من اللي هيجنريت الكود او اللي هيتست السوفت وير ده بعد كده. فلازم الديزاين ده يبقى كلنا كتيم فاهمينه، اذا كان ديفلوبر اذا كان تيستر، مش مرسوم بنوتيشنز مش مفهومه. فلازم حتى هتلاقوا احنا من ديزاين بنقول لك النوتيشن ده ستاندرد او النوتيشن ده هو المتعارف عليه بيعبر عن كذا. فلازم يبقى ريدبل، لازم يبقى اندرستاندبل، لازم يبقى مرسوم بيونيفايد نوتيشنز بحيث ان الديفلوبر اللي هيجنريت الكود قادر انه يقراه، والتيستر اللي هيتست بيزد على الديزاين ده قادر ان هو او هيعمل تيست كيسز بيزد على الديزاين ده قادر انه ايه يفهم الديزاين. لازم يبقى بيبروفايد كومبليت بيكتشر اوف ذا سوفت وير، complete picture يعني كل ما يخص السوفت وير، data موجود، functional موجود، behavioral موجود. فالداتا لقيناها في الداتابيز، الفانكشنال لقيناها او هنلاقيها في الدايجرامز زي ما هنشوف كمان شويه، behavioral اللي هو السيناريو هيبقى ماشي ازاي، الستبس اللي ببقى ماشي فيها السيكونس هيبقى ماشي ازاي، كل ده لازم يبقى موجود. فلازم يبروفايد complete picture of the software. هات بنسمي البروسيس دي ان انا بعمل سيستم موديلنج، تمام. فسيستم موديلنج بقى هي نفس الديزاين، فالبروسيس اللي انا بديفلوب بيها بقى الابستراكت مودلز بتاعه السيستم. ليه بنقول مودلز؟ ليه ما بنقولش موديل واحد؟ ليه بنقول ديزاين اوتبوتس مش اوتبوت واحد؟ لا، احنا عندنا السيستم محتاج ديفرنت ريبريزنتيشنز. انا محتاج ان انا اعمل له اكتر من موديل. ليه اكتر من موديل؟ لان كل موديل هيبقى بيبريزنت السيستم فروم ديفرنت برسبكتيف. ده الطبيعي، في موديل بيبريزنت السيستم من وجهه نظر هو الداتا بتاعته هتبقى متشاله ازاي، موديل بيبريزنت البيهيفير، موديل هيبريزنت السيستم از بلاك بوكس وهو ايه الكومبوننتس اللي بي او الاذر سوفت وير اللي بينترفيس معاها، موديل جوه الستيت بتاعت اوبجكت تحديدا جوه السيستم هتتغير ازاي وبيزد على ايه. فاحنا ما عندناش موديل واحد، احنا عندنا ديفرنت مودلز، كل موديل بيخدم او بيبريزنت ديفرنت فيو او ديفرنت برسبكتيف اوف ذات سيستم. طبعا موديل احنا شغالين جرافيكال نوتيشنز، يبقى في نوتيشنز معينه لازم ابقى لكل موديل تاخده في المحاضرات بتاعه الموديلنج تبقى فاهم هو بيعبر عن ايه. سوري، كل موديل بيبريزنت ايه، اي برسبكتيف من السيستم لازم تبقى عارف دي. النوتيشنز بتاعته جرافيكال نوتيشنز استخدمها ازاي، ازاي ان انا ايه استخدم، تمام. طبعا ده اللي موجود تحت مسمى، بعض المودلز موجوده تحت يونيفايد موديلنج لانجويج او الايه اليو ام ال. المودلز دي بستخدمها امتى؟ بس اقدر استخدمها في مرحله الريكويرمنتس انجينيرنج عشان تساعدني ان انا ادرايف ريكويرمنتس. زي ما قلنا في محاضره ريكويرمنتس جبنا سيره اليوز كيس وقلنا هنشرحها بالتفصيل في الديزاين، فتقدر تستخدمها في مرحله ريكويرمنتس انجينيرنج. في مرحله الديزاين بروسيس ده بقى الكور، يعني ده الاساس اللي انت هتستخدم في المودلز دي. بعد الامبلمنتيشن عشان الدوكيومنتيشن وعشان لو في تيستنج او حاجه.
you may develop models of both، يا إما existing system يا إما system اللي عايز تعمل له development. يعني يا إما في system already شغال فأنت عايز تعمل له model modeling، فبالتالي تقدر تفهم requirements بتاعته أكتر، تقدر ت clarify ال functionalities اللي بيقدمها أكتر، that's okay. أو إن أنا بعمل models ل new system proposed system، فبشوف بقى ال proposed requirements وبتخيل كده system المفروض يبقى شغال إزاي، وأبدأ أعمل models بتاعت ال implementation بتاعته هتبقى ماشية إزاي، وبيزد عليها يتم الإيه، يتم ال implementation. طيب احنا اتفقنا ان انا ما عنديش موديل واحد، احنا عندنا different models لنفس السيستم هنعمل لها development. ليه؟ اتفقنا ان كل موديل هيrepresent different perspective او view من السيستم. هنا مديك example من perspectives دي، example for example an external perspective زي ما اتفقنا السيستم هعتبره بلاك بوكس واشوف هو بينتراكت او بينترفيس مع مين، الاذر سيستمز او الهاردوير او اي حاجه بره السيستم بينترفيس معاه، هنسميها كونتكست او انفايرمنت اوف ذا سيستم. تمام، في انتراكشن برسبكتيف، هنا انا بموديل الانتراكشنز ما بين السيستم والانفايرمنت او ما بين الكومبوننتس اوف ذا سيستم within the system، هيبقى الانتراكشن ما بينهم عامل ازاي، فيا اما الانتراكشن بالتفصيل بقى بيتم ازاي ما بين السيستم والانفايرمنت او ما بين الكومبوننتس بتاعه السيستم. في structural perspective اللي هو هنا بقى انا بتكلم على ايه، على structure of the data اللي قايم عليها السيستم بتاعي هيبقى عامله ازاي، بعمل لها موديل. في بقى behavioral perspective اللي هو هنا ببص على الدايناميك behavior، dynamic behavior بتاع السيستم وازاي بيرسبوند للايفنتس، فده برضو different perspective فهحتاج اعمل له موديل. مفيش موديل واحد يجمع كل البرسبكتيفز دي، لا انا مضطر ان انا لكل برسبكتيف اعمل موديل او اتنين يعبر لي عن البرسبكتيف ده. تمام، طبعا احنا اتفقنا ان هي كلها تبقى graphical models معمولة عشان تفاسيليتيت الدسكشن اباوت ان اكزيستنج اور بروبوز سيستم. طبعا انا لما اتناقش مع حد من خلال دايجرام اسهل لي من ان احنا بنتناقش اوفر دوكيمنت، يعني ان انا اقول له شوف التكست ده تكست مثلا ثلاث ورقات ولا اربع ورقات ونقعد نتناقش فيه، لا طبعا اسهل لي ان يبقى كل التكست ده ريبريزنتد في كام دايجرام ونقدر ندسكس بيزد عليه. تمام، برضو بنعتبره way of documentation. الدايجرامز دي ما بتترميش، الدايجرامز دي بتبقى documentation whatever بقى للسيستم already موجود او للسيستم بيتعمل او كده، ده لو سيستم already موجود فانا بدوكيمنت، لو بيتعمل فهو ده بيبقى detailed description عن السيستم، فهو الدايجرامز دي مش بتتعمل وتترمي، الدايجرامز دي بتبقى موجودة عشان الدوكيمنتيشن وعشان يبقى فيها description لكل ما يخص الـ implementation للسيستم بتاعي. الـ benefits بقى ان هو بيساعدنا كـ project team زي ما قلنا ان احنا communicate مع بعض، كلنا هنبقى فيه زي common language كده ما بيننا قادرين من خلال الـ diagrams نتعامل مع بعض، users, developers, analysts, testers, managers، اي واحد involved في البروجكت نقدر نكوميونيكيت مع بعض من خلال الـ diagrams، فده طريقة سهلة. نقدر نفاليديت اي design من خلال المودلز دي من قبل ما اعمل implementation، فلو عندي اي alternative designs عندي افكار مختلفه فاقدر ان انا اعمل لها modeling الاول وبعدين افاليديت based عليها. طبعا ناخد بالنا ان الديزاين او المودل المفروض يبقى independent على اي particular programming language او development process، نحاول ان احنا نبقى independent لان هو مش الهدف منه ان انا اكتب بالتفاصيل هو هتبقى بيزد على ان programming language مثلا او لا، احنا من model السيستم generally بحيث ان انا احط description واضح design واضح للسيستم المفروض يبقى implemented ازاي بغض النظر programming language اللي هستخدمها عشان ادفلوب السيستم ده. اول موديل احنا هنقوله هنا باختصار اللي هو الكونتكست موديل، لان هو التفاصيل بتاعته بتيجي في الداتا فلو دايجرام في محاضره ثانيه، فبس تفهم ان الكونتكست مودلز هنا دي بتبقى نورمالي كده بتبين لك الانفايرمنت اللي بيشتغل فيها السيستم بتاعك، السيستم اللي انت هتعمل له ديفلوبمنت ده الانفايرمنت بتاعته. تمام، فهو مجرد ان هو بيبين للسيستم كبلاك بوكس ومين الاكسترنال interfaces او الاكسترنال انتيتيز او الاكسترنال سيستمز اللي بيتعامل معاه،
هيتعامل معاها من خلال ايه؟ يا اما بياخد منها داتا، يا اما بيبعت لها ايه، يا اما بيبعت لها داتا، يا اما بيشير ما بينها وما بينها ما بينه وما بينها داتا. سيستم دي والله ممكن تبقى فيزيكالي لوكيتد مع نفس مكان السوفت وير، يا اما لا ده لوكيتد في اي سيبريت بيلدينج او في اي حته تانيه. فمع اي external entity ممكن يبقى هاردوير، لو انا بكونكت السيستم بتاعي بيكونكت على مثلا باركود ريدر ولا حاجه، بقرا منه بسكان منه الباركود، فده external entity. انا كسيستم كبلاك بوكس بانترفيس معاه، تمام. ممكن يكون بانترفيس مع هيومن بيبل مثلا، فارسمه برضو كانه اكسترنال انتيتي. ممكن يكون بانترفيس مع اورجانيزيشن، اورجانيزيشن بتبروديوس او بتجيف مي داتا او بتدي للسيستم ده داتا. فالاكسترنال سيستمز او الاكسترنال انتيتيز كل ده هيبقى ريبريزنتد في الكونتكست موديل. السيستم بتاعي هيبقى بلاك بوكس، واي اكسترنال انتيتي وات ايفر بقى بيبل اورجانيزيشن هاردوير سوفت وير تاني هيبقى ريبريزنتد كريكتانجلز بينتراكت مع البلاك بوكس ده، تمام. بناخده كصوره مبدئيه كده بفهم بيها زي ما قلنا الانفايرمنت اللي هيبقى محطوط فيها السيستم بتاعي. فدي رسمه سمبليفايد جدا عن الاكزامبل اللي احنا كنا شغالين عليه المحاضرات اللي فاتت واللي موجود في الكتاب اللي هو الميديكال هيلث كير بيشنت مانجمنت سيستم. فقال لك السيستم اهو، نعتبر ان ده السيستم كانه بلاك بوكس زي ما اتفقنا، واي اكسترنال سيستمز او بقى زي ما قلنا انتيتيز بره السيستم ده بتعامل معاها، وات ايفر هاردوير سوفت وير بيبل اورجانيزيشن، بحطها حوالين ايه السيستم ده. وبعدين بحط الاروز، الاروز دي بنكتب عليها الداتا اللي هو انا بكونسيوم ايه، او الاكسترنال انتيتيز دي بتديني ايه، فلازم اكتب عليها الداتا. فده شكل سمبليفايد، لكن ان ديتيلز هناخده في الداتا فلو دايجرامز، اللكتشر بتاعت الداتا فلو دايجرام. هنا الـ UML قلنا من أشهر المودلز اللي موجودة هو الـ UML. الـ UML دي اختصار إيه؟ Unified Modeling Language. دي language مكونة من more than 9 different diagrams. كل ليه diagrams كتيرة؟ لأن إحنا اتفقنا إن كل diagram بي model different perspective of the system، تمام. فالـ diagrams دي example عليها أهو، examples في الـ business use case، الـ use case، الـ activity، الـ class، الـ sequence، collaboration، state chart، component، deployment. طبعا في أكتر من كده، بس إحنا إيه زي ما اتفقنا ليهم diagrams كتير، لأن كل واحدة بت represent different aspect of the system. إحنا في المحاضرة بتاعت النهاردة هنتكلم عن الـ use case diagram وعن الـ sequence diagram. الـ use case diagram والـ sequence diagram بتحطوا تحت كاتيجوري اسمه interaction models. interaction models ليه؟ لأن هي نوعا ما بتوضح لي الـ interactions الخاصة بالسيستم ده. يا إما user interaction بتبقى باينة لي، بيشوف لي هو مين الـ user اللي بيتعامل مع السيستم، الـ input اللي جاي لي منه، الـ outputs اللي رايحة لي، فبتبقى وسيلة إن أنا أعرف identify بيها الـ user requirements. بتوريني interaction between the system اللي being developed و other systems، فعشان كده بنسميها interaction برضو ايه models. بتوريني interaction ما بين ال components inside the system اللي هي جوه السيستم نفسه، فبيبان لي الدنيا جوه السيستم ماشيه ازاي ك structure ك performance، فبتساعدني في كل ده. فبتساعدني ان انا identify لو في user requirements، identify communication problems لو من خلال توضيح الانتراكشن ما بين السيستم واذر سيستمز، بتوريني الانتراكشن ما بين الكومبوننتس اوف ذا سيستم عشان تساعدني ان انا لو البروبوست ستراكشر ممكن يتحسن عن كده، يحسن في اداء السيستم او البرفورمانس بتاع الايه السيستم. فاحنا هنقول في محاضره النهارده تو اكزامبلز من الانتراكشن مودلز اللي هو اليوز كيس موديلنج، وده مينلي هيبقى بيبين لي الانتراكشن ما بين السيستم وما بين اي اكسترنال اكتورز، هيبقى اسمهم actors. الـ actors دول كـ users أو other systems، هنشوف كل ده دلوقتي بالتفصيل. وفي sequence diagrams ده تاني approach، ده مينلي بيوضح لي الـ interaction between الـ system components، system A components. دي introduction عن الـ use case modeling، وقلنا إن هي tool شفناها في مرحلة requirements elicitation، لأن هي بتساعد
في المرحله دي ان احنا نشوف هو اليوزر هيبقى اكسبكت ايه فروم ذا سيستم. طبعا اللي قلنا كل دايجرام لازم تبقى فاهم ايه الهدف منه. فاحنا قلنا الهدف من الدايجرام ده ايه، ان هو بيوضح لي الانتراكشن ما بين السيستم ما بين اي اكسترنال اكترز، تمام؟ فبالتالي بيوضح لي الفانكشناليتيز بتاعت السيستم، ولازم نعرف ايه النوتيشنز اللي مستخدمه فيه. فمين لي اليوز كيس دايجرام ما فيهوش غير تو نوتيشنز، تمام؟ بيبقى شكل الاوفل ده او الاليبس ده بنسميها يوز كيس، وشكل الاكترز اللي هو الستيك فيجرز دي. شكل الاكترز اللي هو الستيك فيجر، ستيك فيجر ده ممكن يبقى يوزر، ممكن يبقى سيستم، ممكن يبقى تايم، ممكن يبقى هاردوير، كلهم ريبريزنتد بالستيك فيجر، خلاص. فده ايه، دول التو مين نوتيشنز. بالتفصيل تاني، يبقى اليوز كيس دايجرام بيريبريزنت ايه؟ بيريبريزنت السيستم فانكشناليتيز. فكل يوز كيس اللي هي كل اوفل او اليبس من دول هيبقى بيعبر عن فانكشناليتي، بيعبر عن سيستم فانكشنال. الريكويرمنتس دي او الفانكشناليتيز دي بتترسم فروم ذا يوزرز برسبكتيف، من وجهه نظر اليوزر. ناخد بالنا واحنا بنرسم اليوز كيس دايجرام ان احنا بنركز على الاوتوميتد بروسيس بس. انا اليوز كيس دايجرام هاخده بعد كده كل يوز كيس هعتبرها فانكشناليتي، كل اوفن هعتبره فانكشناليتي، وابدا اكتب الكود بتاعه او هكمل بقى ديزاين دي عشان يطلع الكود بتاعه. فما ينفعش ابدا ابدا، مش مقبول ابدا ان انا الاقي في اليوز كيس دايجرام بروسيس مش هيحصل لها امبلمنتيشن، او بروسيس حاجه بتتم مانيوال ملهاش علاقه بالامبلمنتد سيستم. فاخد بالي من النقطه دي، ان احنا في اليوز كيس دايجرام بنفوكس فقط على الاوتوميتد بروسيس. ليه؟ لان كل يوز كيس، كل اوفل من دول انا متوقع ان هيبقى له امبلمنتيشن، هيبقى قصاد فانكشناليتي امبلمنتد في السيستم، ايه؟ في السيستم بتاعي، تمام؟ فاتفقنا ان هو مكون من يوز كيسز اللي هي الاوفن ومن اكتورز. اكتورز بقى اني وان اور اني ثينج اوتسايد السيستم سكوب بتاعي، زي ما اتفقنا ممكن يبقى بيرسون، ممكن يبقى اورجانيزيشن، ممكن يبقى هاردوير، ممكن يبقى تايم، كل ده، تمام؟ ادي الاكتورز اهي كلهم ريبريزنتد بالستيك فيجر، كلهم ستيك فيجرز بغض النظر هو نوعه ايه، بغض النظر التايب، يوزر يا اما فيزيكال بيرسون او جروب اوف بيرسونز مش فارقه، برسم ستيك فيجر واكتب تحتيه الاسم، واكتب تحتيه هو بيعبر عن ايه، تمام؟ ممكن يبقى اذر سيستمز، تمام؟ بانتراكت معاها برضه هرسمه ستيك فيجر واكتب تحتيه التايتل بتاع السيستم. يا اما تايم، تايم هو امتى التايم يبقى اكتر بالنسبه لي؟ امتى اعتبره اكسترنال اكتر بالنسبه لي؟ والله لو بيزد على التايم ده في فانكشن هتتم، تمام؟ في فانكشناليتي هتتنفذ، بعتبر ان ده اكسترنال اكتر. يعني انا مثلا لو في ريبورت بيطلع لي كل يوم الساعه 5 مثلا، فهنا بقى عشان اقول ان في يوز كيس اسمها بجنريت ريبورت، جنريت ريبورت مثلا، فعايز اعمل لها اكتر، هو اللي بيقول اليوز كيس دي تشتغل، تمام؟ فساعتها مين اللي بيشغل اليوز كيس دي؟ مين اللي هيشغل اليوز كيس اللي بتقول جنريت الريبورت ده؟ التايم، لما تيجي الساعة 5، لما السيستم يبقى الساعة 5، تمام؟ فهنا بقى الستيك فيجر بتاع التايم مثلا ات ايه 5 اوكلوك مثلا ديلي مثلا ولا حاجة، فساعتها بيشتغل الايه؟ اليوز كيس، فساعتها اقدر اقول ان هنا التايم ده اكسترنال ايه؟ اكسترنال اكتر. يبقى الاكترز اللي عندي ثلاث انواع، يا اما يوزر، يا اما سيستم، يا اما تايم. خلي بالك سيستم داخل فيها فكرة الهاردوير، فهو يا بيرسون هاردوير يا سوفت وير تاني، يا اما ايه؟ يا اما تايم. طيب اليوز كيسز اتفقنا انها هتترسم بشكل الاوفلز، طب بسيبها اوفلز فاضيه كده؟ لا، لازم اكتب تحتيها الفانكشناليتي، الفانكشناليتي اللي بتعمل لها ريبريزنتيشن. ما احنا قلنا اليوز كيس دايجرام ما فيهوش غير اكتورز ويوز كيسز. ايه هي اليوز كيسز؟ هي الفانكشناليتيز اللي هتقدمها، اللي هيقدمها لي السيستم ده، الفانكشن ريكويرمنتس اللي هيعملها لي السيستم ده. يبقى لكل يوز كيس لازم احط لها عنوان، لازم احط لها اسم، تمام؟ طيب بنسميها ازاي؟ لازم تتكتب او تتسمى ان يوزر تيرمز، بطريقه اليوزر يبقى قادر يفهمها، اليوزر العادي يقدر يفهمها. خلي بالك هيبص على الدايجرام ده، فما اقدرش استخدم تكنيكال تيرمز عويصه بالنسبه له ما يقدرش ان هو ايه يفهمها. لازم تبقى امبلمنتيشن اندبندنت، مكتوبه مش بتفاصيل ريليتد ببروجرامنج لانجوج معينه، لا، او بامبلمنتيشن معين، لا، لازم تبقى بهاي ليفل فيو، مكتوبه امبلمنتيشن اندبندنت،
تمام؟ لازم تتكتب بقى ازاي؟ بادئه بفيرب وبعدين اكمل انا عايز اعمل ايه؟ يعني لو اليوز كيس دي اعمل عشان نقدر نطلع ريبورتس من السيستم فبقول ايه؟ generate report. تمام؟ طيب لو انا عايز اعمل يوز كيس تعبر عن registration process يبقى انا بكتب register يبقى verb. تمام؟ عايزه مثلا اقول دي يوز كيس مسؤوله عن التيكتس ريزرفيشن، ان انا اعمل حجوزات، فاروح كاتبه لا ريزيرف تيكت، يبقى لازم اليوز كيس تبتدي بايه؟ تبتدي بفيرب. يبقى ناخد بالنا اليوز كيس دايجرام وما فيهوش غير التو نوتيشنز دول، الاكتورز اللي هي بتعبر عن شخص او هاردوير او سيستم او تايم، وشكلها الستيك فيجر، واليوز كيسز اللي هي بتعبر عن فانكشناليتي شكلها اوفل ولازم اديها اسم، محدش يرسمها لنا اوفل من غير اسم، ومحدش يرسمها لنا اوفل والاسم بتاعها مش صح، لازم اسم اليوز كيس يبتدي بفيرب. دي الحاجات اللي بتبص عليها وانا براجع اليوز كيس دايجرام بتاعه، وكل يوز كيس بتعبر عن فانكشناليتي. طيب ايه بقى اللي ما بين الاثنين؟ ده الارو اللي بنسميه اسوسيشن ريليشن شيب، اسمه association relationship. الارو بقى اللي ما بين كل actor واليوز كيس اللي بيعمل لها initiation، تمام؟ بنسميه ايه؟ association. فطبعا انا عندي كل يوز كيس لازم يبقى لها initiator، على الاقل لازم يبقى فيه سهم بيقول لي هو مين، او ارو في اتجاه اليوز كيس دي يقول لي هو مين اللي هيشغلها، هو مين اللي هيخلي الفانكشناليتي دي تشتغل، تمام؟ فلازم الاقي الايه لكل يوز كيس initiator، ما عدا في حاله هنقولها كمان شويه ان انا عندي يوز كيسز هتبقى ينفع ما يبقاش ليها انيشيتور اكت، بنسميها انكلود او الاكستند ريليشن شيب، هنسميها ابستراكت يوز كيس، هنقولها كمان شويه. لكن باي ديفولت العادي ان انا كل يوز كيس كل فانكشناليتي في اكتور بيعمل لها ران او اكتور بيعمل لها انيشيشن، فالارو بيبقى الارو العادي السوليد ارو العادي هيبقى اسمه اسوسيشن ريليشن شيب، ده اسم الايه الارو العادي اللي ما بين الاكتور وما بين اليوز كيس. طيب لازم اخد بالي ان الدايجرام بتاعي لازم يبقى كومبليت، فايه التشيك ليست بتاعتي عشان اضمن ان هو كومبليت؟ لازم خلي بالك يبقى فيه كل اليوز كيسز، ما ينفعش ابقى موقع يوز كيس، لانك انت لو وقعت يوز كيس مش هتظهر في بقيه الديزاين، مش هتظهر في الامبلمنتيشن، فما ينفعش اعمل انكومبليت يوز كيس دايجرام، لا ده انا لازم انكلود فيه كل اليوز كيس. طب اطمن ازاي قدام التشيك ليست اهي؟ بطمن هل كل فانكشن ريكويرمنت في مرحله الريكويرمنتس اللي عندي في الاس ار اس او وات ايفر اتليست ريبريزنتد بوان يوز كيس؟ لو لا يبقى انا عندي مشكله، خلي بالك في يوز كيس ناقصه فبالتالي مش هيحصل لها امبلمنتيشن، السيستم هيطلع ناقص، فلا لازم اخد بالي من كل ده، تمام؟ هاف يو كونسيدرد هاو ايتش اند يوزر ويل بي يوزنج ذا سيستم؟ كل اند يوزر عملت حسابه ها وشفت هيستخدم السيستم ازاي؟ هيبروفايد ايه للسيستم؟ هيريسيف ايه من السيستم؟ كل ده لازم اعمل حساب. عملت حساب المينتنس ايشوز؟ يعني لو حد عايز يابديت في السيستم، ادمنستريتور بارت عايز ياد داتا، عايز يابديت في الداتا، عايز يعمل باك اب من الداتا، ما دي برضو يوز كيسز ممكن تضيفها، تمام؟ هل كل الاكسترنال سيستمز عملت حسابها ولا لا؟ وعملت حسابها برضو هي بتبروفايد ايه للسيستم وبتريسيف ايه من السيستم؟ تمام؟ كل ده لازم ايه؟ تبقى عامل حساب. فدي زي شويه اسئله تجاوب عليها وتشوف هل فعلا كل الاجابات عليها ساتسفايد او موجوده في اليوز كيس دايجرام بتاعك، يبقى انا كده ماشي صح. لقيت ان لا مش مجاوب على الاسئله دي، يبقى انت اليوز كيس بتاع حضرتك ايه؟ في مشكله. تمام؟ تاني يبقى اليوز كيس دايجرام بيديني سمبل اوفر فيو للانتر اكشن ما بين الاكتورز وما بين الايه؟ وما بين السيستم بتاعي. هل ده بس كده اليوز كيس دايجرام؟ لا، اليوز كيس دايجرام بيبقى اتاشت معاه زي دوكيومنتيشن، اتاشت معاه دوكيومنت تكستوال ديسكريبشن بنسميها فلو اوف ايفنتس، قد تكون موجوده في شكل ديسكريبتيف يعني ديسكرايب في شكل تيبل، تمام؟ وممكن اتاش بيه السيكونس دايجرام اللي هناخده كمان شويه. فاليوز كيس دايجرام لوحده كده مش هو ده بس، لا بيبقى اتاشت بيه مع شويه اتاشمنت دوكيومنت بتشرح بالتفصيل كل يوز كيس بتبقى شغاله ازاي، اسمه فلو اوف ايفنتس، ممكن تبقى ريبريزنتد في شكل تيبل وسيكونس دايجرام اللي هنقوله كمان شويه. طيب ايه الفلو اوف ايفنتس ده بقى اللي انا لسه قايلاه اللي هو الدوكيمنت دي اللي هتبقى مع اليوز كيس؟ انت عشان تبني السيستم ده بقى اكشولي هتبقى محتاج تفاصيل زياده،
مش كفايه بالنسبه لك بس تشوف اليوز كيسز، لا انت محتاج طب اليوز كل واحده، كل فانكشناليتي من دول ايه الديتيلز اللي وراها، ايه الديتيلز. فده الهدف بتاع الفلو اوف ايفنتس، ان انا ادوكيمنت اللوجيك اللي ورا كل يوز كيس. تمام، برضو مش بيتكتب بتفاصيل، لا بيتكتب implementation independent، هو اقصد هو بيتكتب بالتفصيل بس مش بيتكتب ككود، مش بيتكتب ك implementation هيبقى عامل ازاي، programming language ايه، لا برضو لازم يتكتب implementation dependent. يبقى الflow of events ده document هتبقى attached مع use case diagram. ليه؟ لان انا لكل use case هيبقى عندي flow of events، لكل use case عندي flow of events، لكل use case ما انساش دي لازم يبقى لها flow of events. زي ما هنشوف كمان شوية ان لكل use case لازم يبقى لها sequence diagram، زي ما هنشوف كمان شوية بحط فيه بحط فيه flow of logic، flow of logic، ولازم يبقى implementation and depend. الباترن بقى بتاعت كتابة flow of events ده بتتم ازاي؟ بيتكتب بباترن، يعني جمله والرد بتاع الجمله دي، يعني اليوزر بيعمل ايه والسيستم بيرد عليه بايه، اليوزر يعمل ايه وهكذا، ده الباترن اللي بيتكتب عليه. فبيبقى اليوزر ده something وبعدين السيستم هيرد بايه ان ريسبونس، تمام، بعدين اليوزر هيعمل ايه بعدين السيستم هيعمل ايه وهكذا، تمام. فده الباترن بتاعه. طب ايه الايتمز بتاعته او بيتكتب ازاي؟ بكتب بريف ديسكريبشن الاول عنه، ده شكل الدوكيمنت بتاعه. بكتب بريف ديسكريبشن عن اليوز كيس اللي انا بكتب لها الفلو اوف ايفنتس ده. بري كونديشنز، لو انا في اي كونديشنز لازم تبقى بترو قبل ما اليوز كيس دي بترن، يعني مثلا ممكن اقول اليوز كيس دي ما ينفعش ترن غير لما يوز كيس تانية تكون حصل لها رن مثلا، او لما يبقى فاليو بتاعت فاريبل معين افيلبل مثلا، فاهمين ازاي؟ فده البري كونديشنز. بعدين الفلو اوف ايفنتس اللي هو بقى الاساس بقى، اللي هو اكتب بقى الفلو، اكتب بقى الفلو اوف لوجيك بتاعك. بعد كده في البوست كونديشن، البوست كونديشنز دي بقى اللي في الاخر، اللي هو ايه بقى الكونديشنز المفروض تبقى بترو بعد ما اليوز كيس دي تخلص تخلص رن، تمام. وممكن برضو اقول من خلالها ايه اليوز كيس المفروض ترن بعد كده. خلي بالك اليوز كيس دايجرام ما فيهوش اي اوردرنج انفورميشن، ما فيهوش اي اوردرنج انفورميشن، ما بيبانش فيه هو مين بيرن قبل مين، هو انت بس رامي اليوز كيسز كده، رامي الاوفلز كده، والكل اوفل هو مين الاكتر اللي بيعمل لها انيشيشن، او هي بتطلع داتا لمين، او واخده داتا من مين، وبس كده. لكن ما حدش يوريني يوز كيس دايجرام ويقول لي اصل دي انا كاتبهم من فوق لتحت كده، فده معناه ان هي اللي فوق هتشتغل بعدين الثانيه بعدين اللي تحتها وبعدين اللي تحتها، الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. او انك انت ترسم لي يوز كيسز وعمالين بقى يقاسهم لبعض كده، الكلام ده برضو غلط. يوز كيس ما فيهاش اي اوردرنج انفورميشن، الكلام ده كده غلط. تقول لي اصل دي هتتم الاول بعدين دي بعدين دي، الكلام ده غلط، ما بيحصلش. انا اللي بعمله ان انا برسم اليوز كيسز كده وبرسم الستيك فيجر كده واقول ده بيتم ده. طب انا لو عايز اضيف بقى معلومه الاوردر، عايز اقول دي يا جماعه دي هترن بعد دي او دي لازم ترن قبل دي، عندك بقى البري كونديشنز والبوست كونديشنز في الفلوف ايفنتس، اكتب فيها اللي انت عايزه، اكتب فيها الاوردر، غير كده لا، غير كده مش باين اي اوردرنج انفورميشن في الدايجرام بتاعنا. فما لقيش حد عامل لي الشكل اللي فوق ده اللي هو 1 2 3 وهو بيناقشني او بيشرح لي يقول لي دي وبعدين دي، وانا مش عايز اسمع ترتيب او اوردرنج وانت بتناقشني في يوز كيس دايجرام. هم مرسومين كده، الترتيب ده بشوفه في الفلو اوف ايفنتس مش بشوفه في الدايجرام، تمام. ده شكل تابيولر اهو لاكزامبل ترانسفير داتا يوز كيس. ممكن احطه الفلو اوف ايفنتس بشكل تابيولر، اقول مين الاكتورز، احط الديسكريبشن، احط البري كونديشنز، احط البوست كونديشن. فممكن يتكتب في شكل تكست عادي او انك انت تحطه في شكل تابيولر، براحتك الاثنين صح. طيب ايه الانواع بقى بتاعت الفلو اوف ايفنتس؟ خلي بالك بقى انا هكتب فلو اوف ايفنت، طب وبعدين انت قلت لي الفلو اوف ايفنت ده الفلو اوف لوجيك. طيب هو احنا عندنا سيناريو واحد بس جوه نفس اليوز كيس؟ ها فكر كده، هي الفانكشناليتي الواحده، يعني مثلا هقول لك ابسط حاجه اللوجن مثلا، او احنا عندنا سيناريو واحد مثلا بدخل يوزر نيم، بدخلك الباسورد، الدنيا بتطلع تمام صح؟ لا، ما انا ممكن اكون مدخله اليوزر نيم غلط او الباسورد غلط، فهيطلع تطلع لي مشكله. ممكن تدخل اليوزر نيم وتنسى تدخل الباسورد وتدوس على اللوجن فيقول لك لا معلش انت نسيت تدخل الباسورد،
صح ولا غلط؟ والله ممكن تكون بتدخل اليوزر نيم والباسورد بعدين تلاقي السايت وقع. يبقى انت ما عندكش سيناريو واحد او فلو في ايفنت واحد لنفس الفانكشناليتي، لا انت عندك اكتر من سيناريو ممكن يحصل. فدي هي انواع الفلوز اللي موجوده عندك. الفلو الطبيعي خالص اللي هو بيمشي من اوله لاخره بيرفكت من غير اي مشكله بنسميه برايمري فلو، او بنسميه هابي داي سيناريو. زي ما بيقول لك كده وين بيرشيزنج اتاكت، انت بتحجز تذكره، فالبرايمري فلو بتاعك انك انت عملت سكسسفول تيكت بيرشيز، دخلت دورت في الفلايت بتاعت لقيتها، لقيت مكان في الميعاد اللي انا عايزه، الدنيا مشيت سموث خالص، في الاخر حجزت. ايه الالترنت فلو؟ هو اي ديفيشن عن البرايمري فلو، مش بسبب ايرور. لا يعني مثلا انا ايه جيت طلبت طياره معينه او فلايت معينه لقيتها مش قابله، يبقى ده الترنت فلو ولازم ابقى عامل حسابي في الامبلمنتيشن عليه، فده بنسميه الترنت فلو. فده تاني تايب، خلي بالك ده مش ايرور، تمام؟ ده بنقول الترنت فلو. طيب تالت نوع بقى اللي هو الايرور فلو. هنا بقى لو في ايرور كونديشن او حصل اي مشكله، الايرور مثلا السيستم زي ما بيقول لك كده مش قادر يفيريفاي الكريدت كارد بتاعك، السيستم مش افيلبل، حصل اي مشكله بنسميه ايرور فلو. فاحنا عندنا الفلو في ايفنتس ثلاث انواع، يا برايمري يا الترنت يا ايرور فلو. مين بقى اللي بيقرا الفلو في ايفنتس ده، او مين المهتمين بقرايه الفلو في ايفنتس؟ الكاستمرز طبعا هيهتموا بده عشان هيقدر يريفيو من خلاله الدوكيمنت ويتاكد ان انت بترفلكت الاكسبكتيشنز بتاعته. الديزاينرز برضو مهم بالنسبه لهم عشان يكملوا ديزاين السيستم. خلي بالك اليوز كيس ده ممكن يكون ابتديت بيه مثلا، فمحتاجه عشان اكمل الديزاين بتاع بقيه السيستم وابيلد السيستم. الكواليتي اشورنس تيم هيحتاجوا الفلو اوف ايفنتس عشان يطلعوا تيست كيسز وتيست سكريبتس، واحنا لما نيجي نتيست السيستم ده بنجهز من بدري، تمام؟ بنجهز من بدري، بنجهز من فين؟ من الديزاين دايجرامز والدوكيومنتس. مين من الديزاين دايجرامز والدوكيومنتس؟ الفلو اوف ايفنتس واحد منهم، ببص فيه واطلع وكريت التست ايه؟ التست كيس، تمام؟ طيب الريليشن شيبس بقى، احنا اتكلمنا ان الريليشن شيبس هي الاروز اللي ما بين الاوفر والاكتور او الواحده اللي هي الاسوسيشن، سميناها اسوسيشن، اللي هو السوليد ارو اللي كان ما بين الاكتور وما بين اليوز كيس، تمام؟ ده اسمه اسوسيشن، ارو كده طبيعي، ده هشوفه ما بين ستيك فيجر وما بين اوفر، تمام؟ طيب في انواع ثانيه، في انكلود وفي اكستنت وفي جنراليزيشن. الانكلود والاكستنت دي هتبقى ما بين تو يوز كيس، يعني الاسوسيشن ما بين اكتور ويوز كيس. الانكلود والاكستنت الاثنين هلاقيها بتوين تو يوز كيسز، وهيبقى داشت ارو. خلاص؟ تالت نوع هو الجنراليزيشن، ده هيبقى بتوين اكتورز، هيبقى بتوين اكتورز. طيب الاسوسيشن قلنا اللي هو ان اكتور بينيشيت يوز كيس، بيريسيف داتا من يوز كيس، ما فيش بيبروفايد داتا ليوز كيس، ده العادي، تمام؟ نيجي نشوف بقى الانكلود والاكستنت. اتفقنا ان الانكلود والاكستنت هيبقوا داش ارو، ودول هيبقوا ما بين تو يوز كيس. خلاص؟ هي بيستخدموا ليه الانكلود والاكستنت؟ معناها ان في يوز كيس هتيوز فانكشناليتي بروفايدد باي انذر يوز كيس، هو ده معناه، هو ده معناها. السهم اللي ما بين تو يوز كيسز مش معناه اوردر، ارجوك، مش معناه اوردر، مش معناه دي ودي، لا، معناه ان في يوز كيس هتيوز فانكشناليتي. عارفين لما يبقى عندنا فانكشن في الكود وجواها بعمل كول لفانكشن ثانيه، تمام؟ شبه ده احد التسميات. عارفين لما بيبقى عندي كود كتير كده فانا بقسمه لبلوكس، فبيبقى كود وراه كود وراه كود، شبه، فهي نفس الفكره، لكن ملهاش علاقه بالايه؟ بالاوردرنج انفورميشن خالص، تمام؟ دي معناه ان يوز كيس بتيوز فانكشناليتي لانذر ايه؟ يوز كيس. طب انا امتى هحتاج دي؟ زي ما موجود قدامك هنا في تو كيسز، يا اما اليوز كيسز بتاعتك الواحده هاف ا لارج بيس اوف فانكشناليتي، فانت محتاج انك انت تقسمها، اللي هي الثانيه بقى، اللي هي ثاني واحده، انك انت هيبقى عندك سنجل يوز كيس هاز ان انيوجوالي لارج اماونت اوف فانكشناليتي، فبتقسمها ل سب موديولز او سب فانكشنز او يعني اجزاء منها، تمام؟ او اللي هي بقى الكيس 1 اللي هي الفيرست المكتوبه هنا، ان انا يبقى عندي
اكتر من يوز كيس بتستخدم نفس الفانكشناليتي، بتستخدم نفس الفانكشناليتي. فانا بدل ما اعيد نفس الفانكشناليتي دي اكتر من مره، فانا بفصلها لوحدها في يوز كيس. زي كده ما بيبقى عندك كود كتير، فانت عندك مثلا شويه كود عمال تكررهم كل شويه، فبتروح عامل ايه؟ بتروح شويه الكود الكام سطر اللي عمالين يتكرروا كل شويه دول بتفصلهم لوحدهم، ده شويه ما دام ايدنتيكال بتفصلهم لوحدهم في فانكشن، وكل مره تحتاجها في الكود تعمل لها كول. صح ولا غلط؟ مش انت ده اللي بتعمله لما تلاقي شويه كام سطر كده عمال تعيدهم كتير كل شويه في الكود، فبتروح واخدهم عاملهم فانكشن، ولما تحتاجهم تعمل كول بس وتريح ايه؟ تريح دماغك. صح؟ هي نفس الفكره. انا ممكن يبقى عندي اكتر من يوز كيس بيستخدموا نفس الفانكشناليتي، فانا بدل ما اسيب الفانكشناليتي دي جوه كل يوز كيس، فبالتالي لما اوزع اليوز كيسز دي على الناس تشتغل فيها، فلاقي ده بيعمل ده لدي امبلمنتيشن، وده هيعمل لها تاني وده تالت. طب ما في ايدنتيكال فانكشناليتي، مفصلها واقول ان كلهم هيوز الفانكشناليتي دي، فهنعمل لها امبلمنتيشن مره، وبقيه اليوز كيسز كانهم بيعملوا لها ايه؟ بيعملوا لها كود. تمام؟ زي مثلا هنا في المثال اللي قدام بتاعنا، انا بعمل بميك ريزرفيشن، هو فصل تشيك كريدت لوحدها. ليه؟ حاسس التشيك كريدت دي ايدنتيكال فانكشناليتي، هتبقى مستخدمه مع اكتر من يوز كيس، وانت بتميك ريزرفيشن او انت بتتشينج ريزرفيشن او انت بتكنسل ريزرفيشن. شوف كام يوز كيس قلتهم، ثلاثه يوز كيسز برضه هحتاج ان انا اعمل ايه؟ اعمل تشيك كريدت. فبدل ما تشيك كريدت تبقى اوفر هيد على كل واحده من اليوز كيسز دي كامبلمنتيشن، طب ما افصلها في يوز كيس لوحدها، واللي عايز يستخدمها يعمل لها انكلود او يعمل لها اكستد كده، وبيعمل لها كول مثلا. تمام؟ طيب هو ده بس معنى الانكلود والاكستد. طب ايه الفرق ما بين بقى انكلود واكستد؟ هما الاثنين بيستخدموا بنفس الطريقه، بس انكلود هتبقى لازم عندها اللي هو that one use case always use the functionality، دايما هتنادي الفانكشناليتي. الاكستد لا، مش لازم اكون بستخدم الفانكشناليتي، يا يا لا. يعني مثلا هنا في الميك ريزرفيشن بن include التشيك كريدت. ليه؟ لان ده حاجه مانداتوري، ده انا لازم وانا بعمل ريزرفيشن من خلال السيستم ده لازم اتشيك الكريدت، مفيش اوبشن تاني، ده انا لازم هكول الفانكشن دي، لازم هستخدم اليوز كيس دي. اما في حاله مثلا انا بتشينج ريزرفيشن، هو انا اوريدي عملت ريزرفيشن واوريدي دفعت خلاص، تمام؟ طب وانا بتشينج ريزرفيشن، ها والله لو انا عملت تشينج والاماونت هو فانا مش هحتاج كريدت من تاني، هتعمل بالكريدت فمش هتحتاج تشيك كريدت. بس لو عملت تشينج مثلا لكلاس تاني او كلاس اعلى، فمحتاج ادفع الفرق او محتاج يرجع لي الفرق، فانا محتاجه هنا اعمل تشيك كريدت. يبقى هنا بقت فيها ايه؟ اوبشن. هنا بقت اوبشن، هل لازم استخدمها ولا لا؟ ما دام يا اما لا، فبستخدم الاكستند. والسهم اتجاهه بيختلف، فالسهم اتجاهه بيختلف. هنا في الانكلود انا كنت ماشيه من الميك ريزرفيشن للتشيك كريدت وكتبت عليها انكلود، فانا كده فهمت ان الميك كريدت لازم اولويز هتنده التشيك كريدت. تمام؟ لما عكست السهم ففهمت ان وكتبت عليه اكستند، ففهمت ان تشينج ريزرفيشن قد تستخدم او قد تعمل كول للتشيك كريدت وممكن لا. الموضوع هنا بقى ايه؟ بقى اوبشنال. تمام؟ فده بس معنى الانكلود والاكستند، ان انا فانكشناليتي بتيوز فانكشناليتي بتاعت انذر ايه. فعشان تفهمها سهل افتكر الفانكشن او كول اللي احنا بنعمله جوه الكود، دايما افتكرها كده، ان انا بيبقى عندي كود متكرر اكتر من مره فبفصله في فانكشن، ويوم ما احتاجه اعمل كول للفانكشن دي بس كده. طب ايه الانكلود والاكستند؟ هل بتعمل كول دايركت ولا الكول ده انت حاطه جوه اف ستيتمنت مثلا؟ فالايف ده لو اتحقق هتعمل الكول، ما اتحققش ممكن ما تعملش الكول، فدي الاكستند. فالسهم اتجاهه هيختلف وتكتب عليها الاكستند بس كده. تمام؟ فاهو جمعناهم في رسمه واحده. التشيك كريدت دي كومن فانكشناليتي يوزد اكروس ديفرنت يوز كيسز. تمام؟ ففصلتها حطيتها في فانكشناليتي لوحدها، يوز كيس لوحدها. والله بيرشيز تيكت لازم يحصل كول للتشيك كريدت، لازم تستخدم التشيك كريدت، عملت انكلود والسهم من البرشيز للتشيك كريدت. تشينج ريزرفيشن مش شرط، دي حاجه اوبشنال ممكن استخدمها وممكن لا، على حسب الريزرفيشن نفسه التشينج كان محتاجه تشيك كريدت ولا لا. عكست السهم وكتبت عليه الايه؟ كتبت عليه الاكستند. طيب في الحالتين اليوز كيس دي اللي اسمها تشيك كريدت
هل في اكتور تعامل معاها؟ لا، يبقى نسميها ابستراكت يوز كيس. يبقى يعني ايه ابستراكت يوز كيس؟ هي يوز كيس ملهاش انيشيت، مفيش اكتور بيتعامل معاه. امال هي موجوده ازاي؟ بيتعمل لها انكلود واكستند، بيتعمل لها انكلود واكستند، تمام. لكن هي مفيش، مش دايركتلي بيحصل لها ستارت باي ان اكتور، فيبقى دي اسمها ايه؟ ابستراكت يوز كيس. اخر نوع من انواع الريليشنز هو الجنراليزيشن، ده بقى ما بين اكتورز، ما بين اكتورز. عارفين زي الانهيرتنس كده او الكلاسز والسب كلاسز، لما يبقى عندي اكتور معين وفي منه تايبس، وفي منه تايبس، فبنحتاج نبينها في الدايجرام بجنراليزيشن ريليشن شيب، تمام. فالجنراليزيشن هتبقى هي الاكتور، او سوري الريليشن اللي ما بين الاكتورز وبعضها، وبتترسم بشكل الايه؟ الارو ده. شايفين الارو انا رسمته ازاي؟ الهيدر بتاعه مختلف، تمام، ومن تحت لفوق، من تحت لفوق. فاللي فوق ده كان ده السوبر كلاس، ودول الايه؟ السب كلاسز بتوعه او الكلاسز اللي منه. فمثلا احنا عندنا السيلز بيرسون انواع، ممكن يا اما ان بيرسون يا اما فون. فانا عايز اقول ان في منه تو تايبس، فبقول ان تحت الايه؟ الان بيرسون ده سب تايب من السيلز بيرسون، الفون سيلز بيرسون ده سب تايب من الايه؟ من السيلز بيرسون، تمام. طب انا استفدت ايه من الجنراليزيشن؟ انا ممكن بقى اليوز كيسز اللي هي الكومن او المشتركه ما بين الان بيرسون والفون اطلعها من ده، شايفين ازاي؟ اما اليوز كيسز اللي هي لا دي مخصوص للان بيرسون بس، ما يقدرش الفون يعملها، اطلعها من ده بس. طيب اليوز كيسز اللي خاصه بالفون سيلز بيرسون اللي ما ينفعش الان بيرسون يعملها، اطلعها من ده بس. فهمتوا بقى هنا الفكره جايه ازاي؟ فكره تنظيميه، فكره ايه؟ تنظيميه. فنوع الريليشن دي اسمها جنراليزيشن، دي اللي موجوده ما بين ايه؟ ما بين اكتورز، ما بين اكتورز، تمام. يبقى انا لما يبقى قدامي دايجرام زي ده هعرف اقراه ولا لا؟ الستيك فيجر او الاكتور بتاعي هو الميديكال ريسبشنست مثلا. طيب ايه الفانكشناليتيز اللي يقدر يعملها من خلال السيستم؟ ريجستر بيشنت، يقدر ان ريجستر، يقدر يفيو البيشنت انفورميشن، يقدر ترانسفير داتا، يقدر يكونتاكت بيشنت، تمام. هل لازم يعمل بالترتيب؟ قلنا لا، مفيش اوردر. ما حدش يقول لي هيعمل واحد اثنين ثلاثه، لا مفيش اوردر. ده انا بقول لك ده كل البوسيبل ايه فانكشناليتيز اللي يقدر يعملها من خلال السيستم بتاعه، تمام. ده مثلا برضو مثال تاني، لو انا عندي كاستمر في فلايت ريزرفيشن سيستم مثلا، ده جزء برضو من الدايجرام. الكاستمر اهو بيسيرش فور فلايتس من السيستم بتاعي، بيميك ريزرفيشن، بيتشينج، بيكنسل، وادي الانكلود والاكستند. طبعا ده جزء من دايجرام. طبعا انا عشان ارسم سيستم بتاعي بكل الدايجرام بعمل حساب كل اليوزرز. يعني حضرتك هتعمل حساب اليوزر العادي، هتعمل حساب الادمن، هتعمل حساب لو في مانجر، هتعمل حساب لو في نوع معين من الكاستمر او نوع معين من اليوزرز. كل ده لازم تبقى عامل حسابك عليه، مش كاستمر بس او يوزر بس، لا انت عندك يوزر، عندك ادمن، عندك انواع من الكاستمر، عندك سيستمز ثانيه، عندك كل ده لازم تبقى عامل حساب. وكل واحد فيهم الفانكشناليتيز اللي بيعملها، كل ده لازم يبقى ظاهر في اليوز كيس دايجرام بتاعك. كل الانكلود والاكستند ولو في جنراليزيشن، كل ده يبقى موجود في اليوز كيس دايجرام. وورينا تشيك ليست في اول المحاضره ازاي تضمن ان اليوز كيس دايجرام بينكلود كل اليوز كيسز بتاعك. تاني دايجرام في محاضره النهارده اللي هو السيكونس دايجرام. السيكونس دايجرام على فكره بيز على اليوز كيس، لان احنا قلنا اليوز كيس بيبقى اتشت بيها دوكيومنتس، الفلو اوف ايفنتس والسيكونس دايجرام، تمام. السيكونس دايجرام حطيناه برضو تحت الكاتيجوري بتاع الانتر اكشن مودلز، صح ولا غلط؟ في سلايد قلنا في الانتر اكشن مودلز اليوز كيس والسيكونس، تمام. السيكونس بقى مش بيبين الاكتور والسيستم كفانكشناليتيز، لا هيبين الانتر اكشن ما بين الاوبجكتس اللي جوه السيستم هي بتبقى شغاله ازاي، والسيكونس بتاعها. خلي بالك كلمه سيكونس، سيكونس هنا يبقى انا بتكلم عن ترتيب، عن اوردر. sequence of interactions هيبقى بيتم ازاي during a particular use case او use case instance. يبقى احنا هنا هيبقى لكل use case، لكل واحده لازم ارسم sequence diagram، على الاقل واحد sequence diagram. ليه بقول على الاقل واحد sequence diagram؟ لان انت لسه قايله ان use case ليها flow of events، صح؟ والflow of events دي انواع، في الهابي داي او برايمري فلو، في الالترنت فلو، في الايرور فلو. فلو هرسم سيكونس دايجرام يا اما احط كله في نفس الدايجرام، يا اما هرسم سيكونس لكل واحد من دول بس كده. يبقى انا اتليست هيبقى في 1 سيكونس دايجرام لكل ايه؟ لكل يوز كيس.
طب هوضح فيه ايه بقى لكل يوز كيس. اولا لازم الاكتور اللي عمل انيشيشن لليوز كيس ده يبقى باين في السيكونس دايجرام ده مبدئيا كده، خلاص. طيب ايه الاوبجكتس بقى اللي هتبقى نيدد عشان الفلو ده يتم، مش اليوز كيس دي عشان بي امبلمنت وبي امبلمنتد هتمشي من خلال فلو اوف ايفنتس. طيب ايه بقى الاوبجكتس اللي انا محتاجاها عشان الفلو اوف ايفنت ده يتم؟ طيب ادي الاوبجكتس حددتها، حددت الاكتر. المسجز بقى اللي ما بين الاوبجكتس وبعضها، ما الاوبجكتس دي مش لوحدها، ما اكيد هتكلم بعض من خلال مسجز تقول له اعمل كذا نفذ كذا، تمام. وايه اخر حاجه بقى واهم حاجه؟ الاوردر بتاع المسجز دي، الترتيب، الاوردر، تمام. يبقى السيكونس دايجرام هو انتراكشن دايجرامز اوردرد باي تايم، تمام. كل دايجرام بيريبريزنت وان اوف ذا فلوز اللي موجوده في اليوز كيس. لكل يوز كيس برسم على الاقل سيكونس دايجرام، لان كل سيكونس دايجرام هيريبريزنت وان اوف ذا فلوز، اتفقنا؟ طيب السيكونس دايجرام يوزرز ممكن يبقى اليوزر العادي بيبص على الدايجرام يتاكد من البيزنس بروسس ان هي تمام، الاناليست بيطمن على الفلو اوف بروسيسنج، الديفلوبرز يقدروا يبصوا على ايه الاوبجكتس اللي هتبقى انكلودد جوه كل يوز كيس والاوبريشنز اللي هيكريتها لكل اوبجكت من خلال المسجز اللي موجوده هتبقى بتساعده. الكواليتي اشورنس انجينير برضه بيزد على السيكونس دايجرام، انا اقدر اشوف ديتيلز للسيكونس هيبقى ماشي ازاي، فاقدر اديفلوب تيست كيسز بيزد على السيكونس ده او الفلو اوف بروسيسنج ده، تمام. بيترسم ازاي بقى؟ الاوبجكتس والاكتورز هيبقوا ليستد ات ذا توب اوف ذا دايجرام، هنحطهم فوق خالص، الاكتورز والاوبجكتس هيبقوا فوق في الدايجرام من فوق. يعني مثلا الاكتور لو ده الدايجرام من فوق وادي الاوبجكتس هيبقوا ريكتانجلز، يبقى انا برص كل الاكتورز والاوبجكتس فوق ات ذا توب اوف ذا دايجرام، وينزل منهم دوتد لاين درون فيرتيكالي فروم ذيس، يبقى بينزل زي دوتد لاين كده من كل واحده، ايه من كل واحده من دول، تمام. الانتراكشن هيبقى انوتيتد اروز، ادي اروز ما بين الايه اللاينز وبعضها، تمام. خلي بالك هنقول كمان شويه ان الارو لو سوليد ارو فدي فانكشن او مسج عاديه، لو دوتد ارو فده فاليو ريتيرن او فاليو بيحصل لها ريتيرن من ايه من اوبجكت لاوبجكت، تمام. بيبقى في ريكتانجل ممكن ارسمه على الدوتد لاين ده كده فيرتيكالي، ده بنسميه اللايف لاين بتاع الاوبجكت. هو بيبقى اكتف امتى؟ بيبقى اكتف امتى، تمام. طيب بنقرا الدايجرام ده ازاي من فوق لتحت، فروم ذا توب تو باتم، مش احنا لسه قايلين هو بيبين الاوردر؟ يبقى ببص ترتيب الاسهم ايه، يعني ادي السهم الاولاني، ادي السهم الثاني، في يبقى انا بشوف من التوب لباتم الاسهم ماشيه بترتيب ايه، هو ده الاوردر بتاعه، هو ده الايه الاوردر بتاعه. يبقى انا الدايجرام تاني بحط الاكتورز والاوبجكتس فوق، فوق اهم ادي الاكتور وادي الايه الاوبجكتس، بنزل من كل اكتور او اوبجكت داش لاين اهو زي ما انتم شايفين كده، شايفين داش لاين ازاي اهو بنزله كده، تمام. طيب ايه الريكتانجل المرسوم ده؟ ده اسمه لايف لاين، ده هو الاوبجكت ده اكتف امتى؟ طبعا في الجزء اللي مش اكتف، يعني هو مش يعني مش يعني الجزء اللي مش مرسوم فيه الريكتانجل ده، يبقى هو الاوبجكت مش اكتف في اللحظه دي، مش بطلب منه حاجه، مش بيشتغل، مش بيبروسس حاجه، تمام. طيب الاسهم اللي ما بينها ما بينهم ده الكوميونيكيشن او ده الكونكشن او ده المسجز بقى اللي ما بينهم، خلاص. ممكن يبقى سوليد ارو فده معناه كول، فانكشن كول او مسج، او يبقى دوتد او داشد لاين فده معناه ايه؟ داتا، داتا بتتبعت، ريتيرن فاليو او حاجه، داتا بتتبعت زي في الاوثرايزيشن هنا. فمثلا هنا الاكتر هو طبعا لازم تبقى عارف ان اي سيكونس دايجرام لازم يبتدي باكتر، لازم يبتدي بايه؟ باكتر من فوق، ما هو سيكونس مرسوم ليوز كيس واليوز كيس الانيشيتور بتاعها اكتر، فبالتالي السيكونس هيبتدي باكتر، ده كده منطقيه يعني، تمام. فلازم يبتدي باكتر من الشمال خالص. الترتيب بتاع الاسهم انا هقرا الدايجرام ازاي من فوق لتحت، قلنا من توب تو باتم، خلاص. طيب ايه الاوبجكتس دي؟ اول اوبجكت ده فورم، اكيد هو اليوزر بيتعامل مع الشاشه من السيستم بتاعي من خلال شاشه اكيد، فاول اوبجكت ده فدي فورم شاشه، اكيد انا متوقع ان هي شاشه فورم بيتعامل من خلالها من السيستم، فهو بيطلب بيقول فيو الانفورميشن بتاع البيشنت اي دي الفلاني، بيطلب من الفورم اللي قدامه، الفورم راحت بعتت لاوبجكت اللي هو مين؟ داتابيز، ف
فورم بتتعمل فورم بعتت، فبتقول للداتابيز والله هاتي لي الانفورميشن بتاعت البيشنت ده. تمام، فهنا قبل ما يجيب انفورميشن محتاج يعمل اوثرايزيشن الاول، فده الاوبجكت التالي بيقول له اوثرايز اليوزر اي دي ده اللي هو الميديكال ريسبشنست، فرجع له كريتيرن فاليو الاوثرايزيشن اللي هي الداش ارو اهو، رجع له الداش ارو ده كاوثرايزيشن. تمام، بيست بقى على الاوثرايزيشن اللي رجع ده، والله لو كان اوكي فهيطلع له البيشنت انفورميشن، لو مش اوكي هيطلع له ايرور تقول له لا معلش انت مش اوثرايز. خلاص، بعمل ازاي الالترناتيفز دي على السيكونس دايجرام؟ بنرسم البوكس اللي انتم شايفينه الريكتانجل ده، وعلى جنب من فوق هنا مكتوب كلمه الت alternatives. تمام، طب ايه هم التو اوبشنز اللي موجودين؟ بفصل ما بينهم بالداش لاين ده، شايفين الداش لاين ده؟ يبقى ده بيفصل لي الاوبشنز ايه الالترناتيفز اللي موجود. طيب يبقى كل جزء من ده الترناتيف، فوق ده الترناتيف، وده الترناتيف تاني. طب مين الكونديشن اللي بيست عليه هيتنفذ الالترناتيف اللي فوق؟ اهو بحطه بتوين سكوير براكت، بقول هنا لو الاثورايزيشن اوكي يبقى النص ده هو اللي هيتنفذ، ان هيتبعت البيشنت انفو من الداتابيز للبيشنت انفو للشاشه الفورم. تمام، طيب النص الثاني الالترناتيف الثاني بحط الكونديشن اللي لو اتحقق بتوين سكوير براكت، لو الاوثرايزيشن فيل اهو حطها بتوين سكوير براكتس اهي، لو الاوثرايزيشن فيل لو ده اللي اتحقق يبقى النص ده هو اللي هيتحقق، ان هو هيطلع له ايرور ايه؟ ايرور مسج. يبقى دي طريقه عرض الالترناتيف في السيكونس ده. يبقى شايفين انا قراته ازاي؟ اترسم ازاي؟ يبقى اول حاجه لازم لما ارسمه ابتدي باكتور على الشمال فوق كده، لان اي يوز كيس ليها انيشيتور اكتور، بعدين بحط الاوبجكتس جنب كل ده ات ذا توب اوف ذا دايجرام، بنزل بداش ذا لاين، بعدين بحط اللايف لاين ريكتانجل معناه ان هو ده اكتف، او حطه وخلاص ان هو ده اكتف في اللحظات دي. ببعت بقى مسجز بالترتيب اللي انا عايزاه، انا بقرا من فوق لتحت، فبقول الميديكال ريسبشنست بعت انفورميشن للشاشه بيقولها انا عايز افيو الانفورميشن دي، بعتت للداتابيز قالت هات لي الانفورميشن، الداتابيز عملت اوثرايزيشن، بيز على الاوثرايزيشن رجع لي فاليو، الفاليو دي يا اما بتقول لي ترو او فولس اوثرايزد او لا. طيب بيزد على الفاليو دي برسم الترناتيف الترناتيفز بوكس. تمام، بحط كلمه الت فوق واقسم بالداش لاين الالترناتيفز اللي موجوده عندي. طب كل حته هعرف اذا تتنفذ امتى على الكونديشن المكتوب بتوين سكوير براكت، لو اوكي يبقى اللي جوه الجزء ده هيتنفذ. تمام، يبقى ده ايه طريقه رسم وكتابه الايه الدايجرام بتاعنا. تمام، فده بالنسبه لنا اللي مكتوب قدامنا ده شرح الايه الدايجرام اللي فات اللي احنا لسه قايلينه، فقايل فعلا ان البيشنت او الميديكال ريسبشنست هو اللي هيبتدي من خلال انترفيس اوبجكت وليكن فورم عشان يشوف من خلالها البيشنت انفورميشن، هيكول في داتابيز عشان يريتيرن الانفورميشن منها، بس لازم يروح يتشيك مع اوثرايزيشن سيستم اذا كان اليوزر ده اوثرايزد ولا لا. اف اوثرايزد البيشنت انفورميشن هتطلع على الفورم، ولو لا هيطلع على الفورم ايرور ايه ايرور مسج. تمام، ده مثال تاني للالترناتيف. تاني اهو ادي البيرسون، ولكن ده برضو الاكتور يعني بتاعنا الانيشيتور. تمام، ودي مثلا فانكشن او ماشين يعني ما علينا، انسرت الاي تي ام كارد. هنا مثال بسيط يعني بوضح لك الالترناتيف بوكس، بنكتب فوق كلمه الترناتيف ونفصل بداش ذا لاين ما بين الالترناتيفز بتاعتنا. طيب فين الكونديشن اللي لو بترو هيتنفذ الجزء ده؟ بكتبه بتوين سكوير براكتس، لو فاليد كارد ده اللي هيتنفذ الحاجات اللي بكتبها هنا، لو انفاليد كارد يبقى ده اللي هيتنفذ، ده اللي انا ايه اللي انا كاتبه هو اللي هيتنفذ في الجزئيه دي. طيب السيكونس ممكن تعمل فيه لوبس، ممكن بس على نطاق ضيق، يعني في لوبس يعني مثلا هنا ده سيكونس بيقول لك الستودنت داخل على البيج بتاعته وبيحسب مثلا درجات سيمينارز، او بيشوف السيمينارز بتاعته هي ايه ودرجاته فيها ايه، فعملنا لوب وبكتب هنا الكونديشن بتاع اللوب، فبقول فور ايتش لوب بيحصل ايه، فكان البوكس ده اهو بيقول ان الجزء اللي جوه البوكس ده هيلوب طول ما الكونديشن ده ايه بترو، يبقى لكل سيمينار هيبدا يلوب لحد ويجيب له الدرجات ويكالكوليت الماركس لحد ما ايه لحد ما يخلص. ففي السيكونس ممكن يبقى من غير حاجه خالص، ممكن يبقى بالالترناتيفز، ممكن يبقى بايه بلوبس. تمام، هيجي حد يسالني يقول لي طب دلوقتي الستيك فيجر ده فاهمينه، اوكي ايه بقى دول؟ مش دول كانوا بترسموا ريكتانجلز كنا بنعملهم كده؟ ايه بقى ده؟
هو ينفع يترسمه ريكتانجلز عادي خالص، حتى الستيك فيجر ممكن تعمل ريكتانجل ما فيش فيها مشكله، لكن النوتيشنز دي بتختلف حسب طبيعه الاوبجكت اللي فوق، حسب طبيعه الاوبجكت اللي فوق اللي بكتبه هو ايه. احنا عندنا ثلاث انواع منهم، يا اما باوندري بنسميه الاوبجكت اللي اترسم فوق باوندري كلاس، يا اما انتيتي، يا اما كنترول. باوندري لو انا الريكتانجل ده بيعبر عن فورم او شاشه او او ريبورت او بانترفيس مع اي هاردوير، لازم يبقى فيه اوبجكت يخلينا اتعامل معاه، تمام؟ فبرسم الكلاس ده بالنوتيشن ده. فانت لو عندك اي اكتور في السيكونس دايجرام، اكتور هيتعامل مع السيستم، ما حدش بيمد ايده في الكود على طول او بيحط ايده في الداتابيز على طول او لا، الكلام ده ما بيحصلش، لازم يبقى من خلال اوبجكت هو اللي يهندل القصه دي، فورم او ريبورت او انترفيس هو اللي بيهندل القصه دي، فبنسميه باوندري. حتى ليه مسمينه باوندري؟ يعني كانه بيلاي على الباوندري بتاعت السيستم، عشان كده بنسميه باوندري كلاس. يعني مفيش حد خارجي هيتعامل مع السيستم ده الا من خلال الكلاس دي، من خلال الكود ده، من خلال الفورم او الريبورت او الانترفيس ده، تمام؟ عشان كده دايما ما بين اي اكتور ويوز كيس، لما تيجي ترسم السيكونس دايجرام هلاقيك رسم الستيك فيجر كده، تمام؟ انا متوقعه دايما ان انا الاقيك كده، وبعدين بعديه على طول رسم لي ده، رسم لي النوتيشن ده بتتعامل، وسمي لي ده مثلا ويب بيج، فورم، اي حاجه هتسميها، حاجه تعبر عن ان ده الوسيط او ده اللي موجود على الباوندري بتاع السيستم، ومن خلاله الاكتور بيتعامل. ما هو ما تقنعنيش ان الاكتور هيتعامل مع الداتا بيز على طول او مع السيستم الكود بتاعي على طول، لا اكيد هيتعامل من خلال شاشه، فورم، ويب بيج، اي حاجه، تمام يا جماعه؟ عشان كده متوقع دايما في السيكونس بتاعك انك تبداهولي باكتور، لكل يوز كيس تبداهولي باكتور، بعدين بعد الاكتور على طول يبقى عندي باوندري كلاس اللي هي الفورم او الشاشه اللي هتعامل من خلالها الاكتور ده مع السيستم بتاعه، وبعدين اشوف بقى بقيه الايه الانواع. النوع اللي جاي بعد كده الانتيتي. الانتيتي اللي هو الشكل ده، ده بيعبر عن داتا موجوده عندي او انفورميشن سيفد عندي على السيستم، زي كده التيبلز في الداتابيز، التيبلز او اللي شايلاه لي الداتا بتاعتي. فاحنا مثلا البيشنت انفورميشن دي متشاله في ايه؟ اكيد متشاله في اي ستورج بقى موجوده على الهارد عندي، محطوطه في داتابيز، محطوطه في فايل، فاعبر عنها ازاي؟ اعبر عنها بالرسمه دي، ده الانتيتي بتاعي. يبقى انا لما اكون بعبر عن ان انا اوبجكت شايل داتا ستورد عندي في السيستم، فارسمها او يبقى ده نوعه انتيتي كلاس، وارسمها بالنوتيشن ده. يبقى انا متوقعه عندك ان السيكونس الصح يبتدي باكتور، وبعدين يجي بعديه باوندري، طبعا ده داشد لاين، يجي بعديه باوندري كلاس واسميه حاجه معبره، ستودنت فورم، لوجن فورم، ريجستريشن فورم، المهم حاجه فيها فورم، فيها ويب بيج، حاجه تفهمني انك انت فاهم ان دي باوندري كلاس. طب الفورم دي راح تجيب داتا من الداتا بيز مثلا او من فايل، راح تجيب داتا، فهتوقع ان بعد كده في انتيتي كلاسز، تمام؟ هل ينفع الاقيك راسم لي، هل ينفع الاقيك راسم لي ستيك فيجر بيتعامل مع انتيتي دايركت؟ لا، دي كده غلط، اكيد مش متوقع ده ابدا، غلط. لا، لازم من خلال باوندري، من خلال ايه؟ باوندري كلاس، تمام يا جماعه؟ فاي بقى بتعامل مع اي انتيتيز كانت بتعبر عن داتا متشاله في السيستم عندك، جيبها من السيستم او بتسيب في السيستم او كده، فدي انتيتي ايه كلاس. امال ايه النوع الثالث اللي هو الكنترول كلاس؟ ده كلاس هو لا هو باوندري ولا هو انتيتي، هو كوردينيتور من اسمه كنترول، هو مسؤول انه يران كلاسز ثانيه، بيشتغل ان هو بيكوردينيت كلاسز ثانيه. يعني زي مثلا بقول لك ايه، انا عايزه تحسب لي درجات، زي المثال اللي فات، عايزك تحسب لي درجات السيمينارز، فانا بدخل اكلم الفورم اللي هي الباوندري كلاس واقول لها هات لي الدرجات، بس انا كيوزر عملت ايه؟ قلت هات لي درجات السيمينار، تمام؟ طب هات لي درجات السيمينار دي مش محتاجه قصه كبيره كده، ان انا اروح اجيب اتاكد من الاي دي بتاع اليوزر، بعدين اشوف السيمينارز اللي هو اشتغل فيها من التيبل بتاع السيمينارز، واروح اجيب الدرجات من التيبل بتاع الدرجات، واجمع واحط في ريبورت، وبعدين اطبع الريبورت او اعرض له على الشاشه. يعني في قصه كده، مين بقى اللي هي مايسترو او هيهندل بقى او هيكوردينيت ما بين الكلاسز دي؟ ان هو روح هات لي واعمل لي واحسب لي، وبعدين روح من السيمينار اوبجكت، وبعدين روح هات لي من، هو بقى بنسميه الكنترول كلاس.
هو في حد ذاته هو doesn't carry out any functionality، هو في حد ذاته مش بيران حاجة، بس هو زي المايسترو كده، هو بينظم بس ايه الـ زي ما بيقول كده بيديليجيت ريسبونسبيلتي للاذر كلاس مش اكتر، تمام؟ فهو بيبعت مسجز لاذر كلاسز اعمل كذا، انت الدور بالترتيب اللي المفروض تتم بيه، لكن هو ما حدش حتى بيبعت له ايه مسجز، لان هو بس بتدي له المسؤوليه. فانا متوقع الافضل بقى او البيست براكتس ايه بقى، انك انت بترسم الستيك فيجر بتاعك وبعدين بترسم باوندري كلاس، قلنا الباوندري دي هتبقى فورم او ويب بيج او وات ايفر. انا بقى متوقع الاحسن ايه بقى، ان الباوندري كلاس تكلم كنترول كلاس الاول، يعني كحاجه تنظيميه بقى ككودنج، احنا ما بنخليش الفورم ما بنكتبش فيها كل الكود، ما بنكتبش فيها بقى هات لي من الداتا بيز وهات لي من الاوبجكت ده واقرا لي من ده وفيريفاي من ده، لا انت كده هتحط لي الكود كله في الفورم، لا مش بنعمل كده، بنبعت لكنترول كلاس هي اللي تمانج، تبعت لها ريكوست، انت بتبعت الريكوست للفورم، الفورم بتبعت للكنترول الريكوست ده، هو بقى الكنترول اللي يكلم بقيه بقى الايه الانتيتي كلاسز او الانتيتي اوبجكتس بقى او الاوبجكتس العاديه، هو اللي يكلم يقول له انت هات لي وانت هات لي وانت نفذ لي، وبعدين بعد ما يظبط الدنيا يروح رادد على الفورم يقول لها اتفضلي ادي اللي انت كنت طالباه، فالفورم تروح عرضاه لمين؟ عرضاه لليوزر. فده البيست براكتس، يعني انا اشوف السيكونس ازاي، لما كده تبدا بالاكتور، بعديه الفورم الباوندري كلاس، بعديه بكلم كنترول كلاس، من بعد الكنترول كلاس حط كل الانتيتي والاوبجكتس بقى اللي موجوده ايه موجوده عندك. اخر حاجه ان في سبيشال كيس من السيكونس دايجرام اسمها سيستم سيكونس دايجرام، عشان لو شفتوها ما تقولوش ده سيكونس دايجرام غلط، في سبيشال كيس من السيكونس دايجرام اسمها سيستم سيكونس دايجرام، دي اخر حاجه هنقولها. سيستم سيكونس دايجرام ده بيبقى في الميجر اوبريشنز بتاعت السيستم، تمام؟ برسم السيستم بتاعي از بلاك بوكس والاكسترنال اكتورز، وبشوف بس هما بيكلموا بعض ازاي، والاوبريشنز حاطط فيه الميجر اوبريشنز بس. فالسيستم سيكونس دايجرام مش مكون غير من الاكسترنال اكتورز والسيستم بتاعي از بلاك بوكس والاوبريشنز بالترتيب بتاعه، يعني مجرد بيبقى فيه ادي الاكتور او اي اكسترنال اكتورز والسيستم بتاعي از بلاك بوكس، تمام؟ والاوبريشنز اللي بتتم من خلال الاكسترنال اكتور ده والسيستم بتاعي، ما فيهوش اي تفاصيل تانية، باين فيه بس الاوردر بتاعه. طبعا لو سوليد ارو فدي اوبريشن، لو داشد ارو فده ريتيرن فاليو، تمام يا جماعه؟ فناخد بالنا في اي وقت او في اي طلبات في المشروع او في الامتحان، اللي انا قايلها لك عايزه سيكونس دايجرام، فما دام قلت عايزه سيكونس دايجرام يبقى لازم واحده من اليوز كيسز اللي عندك ترسم لها سيكونس دايجرام. لو قلت عايزه سيستم سيكونس دايجرام طبعا هترسم بس هو الاكتور بتاعك والسيستم از بلاك بوكس، وتبدا تحط الاوبريشنز از مسجز، ولو في ريتيرن فاليوز از داش ارز. لكن لو قلت سيكونس دايجرام بس وشلت كلمه سيستم، فتلاقي هتعمل كل التفاصيل، هتدور على يوز كيس هترسم لها التفاصيل بتاعت الفلو في ايفنتس بتاعتها، لازم تبتدي باكتر، بعديها باوندري كلاس، بعديها كنترول كلاس، وبعديها الانتيتي او اي نوع من انواع الكلاسز عادي الديفولت كلاسز بتاعتنا، وتبدا تبعت ما بينهم المسج. السيكونس دايجرام من اسمه سيكونس، فلازم بيبين لي الاوردر انفورميشن بترتيب الاروز، انا ببص الاروز من فوق لتحت from top to down، فبقرا من فوق لتحت، فالترتيب مهم، انت بادئ من فين همشي من فوق وابدا انزل واحده واحده. طبعا في اليوز كيس دايجرام الاوردرنج انفورميشن مش موجود. شكرا.